مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم، ولقائنا معكم يتجدد من خلال الأهلي الليلة. النهاردة عندنا عدد من الموضوعات والأخبار والفقرات المختلفة، وضيوفنا النهاردة أكثر من ضيف وأكثر من حوار في على شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الأهلي الليلة. فقرتنا الأولى بعد استعرضنا لأهم أخبار النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني واستعداداته وتدريباته المستمرة لخوض الجولة الثانية في المرحلة الأولى من مراحل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، المباراة القادمة والاستعداد لمواجهة منتخب الكونغو إن شاء الله مساء الأربعاء المقبل. التدريبات مستمرة وتجهيز الفريق فنيا وبدنيا، والعمل بيجري على قدم وساق، وإن شاء الله منحنى الأداء يزيد من مباراة لأخرى ويكون الأداء أكثر إرضاء للجماهير وللإعلام الرياضي، ويكون الأداء مقنع أكثر ويصل للمستوى اللي يتفق مع قدرات لاعبينا وثقتنا بلا حدود في قدرات الجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله الأداء يكون أكثر إقناعا وينعكس على نتائج أفضل في المباريات الجاية. ودايما بنقول مباراة الافتتاح مع الضغوط الجماهيرية والاهتمام بحفل الافتتاح اللي كان طبعا الكل أكثر من راضي عن مستواه وشهادات بنجاح هذا الحفل ونجاح افتتاح البطولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من شخصيات رسمية وشخصيات كبيرة سواء في الأوساط الرياضية أو خارج حتى الوسط الرياضي، كل ضيوف مصر وكل أيضا المتابعين من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والأفريقية والعالمية، الكل أشاد بمستوى حفل الافتتاح في استاد القاهرة. وطبعا ده كان عبء كبير على اللاعبين، الافتتاح واهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بنجاح البطولة وانطلاقها بشكل يليق بالرياضة وكرة القدم المصرية والأفريقية، وهذا الحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي طبعا غير المسبوق بالبطولة وبمنتخبنا الوطني وانطلاقه في حفل الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي، كل دي كانت بتمثل أعباء وضغط نفسي وعبء كبير على اللاعبين في المباراة الأولى. عشان كده بنقول إنها دايما بتتأثر الفرق والمنتخبات بانطلاقها في أي بطولة، خاصة عندما تكون على أرضها وملاعبها وبين جماهيرها. إن شاء الله الأعباء دي اللاعبين يتأقلموا أكتر على أجواء البطولة وياخدوا الثقة أكتر من مباراة لأخرى، وده ينعكس على النتائج وعلى الأداء في الفترة القادمة بإذن الله. خلونا نستعرض مع حضراتكم سريعا فقراتنا وضيوفنا النهاردة في الأهلي ليلة. فقرتنا الأولى بعد فقرة الأخبار هتكون مع الكابتن فكري صالح، وهو طبعا غني عن التعريف ومن أصحاب الخبرات الكبيرة جدا، من أفضل مدربي حراس المرمى في تاريخ مصر والعالم العربي والقارة السمراء، وهنتكلم معاه عن موضوعات فنية ورياضية وكروية كثيرة جدا للجانب الفني في إعداد المواهب في كرة القدم وفي حراسة المرمى ومستوى حراس مرمى منتخبنا، وأيضا ملاحظاته وعملية رصد لمستوى اللاعبين أو حراس المرمى تحديدا في المنتخبات بشكل عام وعلى وجه التحديد في منتخبنا الوطني منتخب مصر، من خلال متابعة الكابتن فكري لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. بعد هذا اللقاء هيكون في لقاء آخر هيجري زميلنا العزيز محمد سعيد مع الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فهمي، وحديث عن كأس الأمم والأخبار الرياضية بشكل عام، وأيضا انطلاق برنامج الإعداد للموسم الجديد قبل السفر إلى أسبانيا لفريقنا ونجومنا في الفريق الأول، وده اللي هنعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم عن هذا الموضوع بعد لحظات. والفقرة الثالثة أيضا هتكون مع زميلي محمد سعيد وحوار مع لاعب النادي الأهلي سابقا الكابتن محمد يوسف الزيات. معانا على الهاتف زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي كريم أحمد، يطلعنا على آخر المستجدات وعلى أخبار فريقنا الأول لكرة القدم وبرنامج العمل اللي تم وضعه عن طريق الجهاز الفني والتخطيط للموسم الجديد اللي هيبدأ من القاهرة ومنها إلى أسبانيا إن شاء الله لاستكمال فترة الإعداد من خلال المعسكر الخارجي. الزميل العزيز كريم أحمد، مساء الخير وأهلا بيك معانا يا كريم. مرحب بيك استاذ محمد الجندي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. كريم، قول لنا يا ريت من خلال متابعتك كواليس استعدادات فريقنا وبرنامج العمل وخطه العمل والاستعداد للموسم الجديد اللي تم تحديدها عن طريق لاسارتي المدير الفني والجهاز المعاون له. يمكن في البدايه ترتيبات كثيره جدا لمعسكر فريق النادي الاهلي بالتحديد في اسبانيا والمرحله يمكن القادمه بالذات، يمكن النادي الاهلي معذور شويه يبدا الموسم الجديد وفي نفس الوقت يعني بيستعد لهذا الموسم الحالي، لسه في مباريات ما انتهتش ومباريات كاس، لكن في تركيز كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي على توفير المناخ الكامل لمعسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا، وزي ما تابعنا طبعا من خلالكم من خلال الاخبار وجود الكابتن سيد امير توفيق في اسبانيا لمعاينه الملاعب الاتفاق على المباريات كل الامور الخاصه بالمعسكر، التدريبات هتكون مستمره من اليوم حتى
يوم الخميس، لكن يوم الخميس هيكون فترتين، لكن التدريبات مستمره كل يوم مسائي الساعه 6 مساء هتكون تدريبات فريق النادي الاهلي، لكن مستر مارتن والجهاز الفني حدد يوم الخميس هيكون في فترتين. من الواضح ان الحمل التدريبي هيترفع تدريجيا ثم ينزل ثاني ثم يبدا يترفع تدريجيا في معسكر الفريق. يوم الخميس هيكون صباحي ومسائي، يوم الجمعه هيحصل فريق النادي الاهلي على راحه عليه نعود من جديد يوم السبت، لكن تحديد الموعد صباحي او مسائي لسه حتى هذه اللحظه لم يحدد. لكن بشكل عام تدريب النادي الاهلي النهارده كان فيه جرعات بدنيه كثيره جدا النهارده، يمكن الفريق العدد مش كبير زي ما بنقول، لكن كان فيه النهارده جيم، كان فيه النهارده تدريبات بدنيه. اليخاندرو فيتيان كانوا مخصصين كل 5 افراد بينزلوا الجيم ثم بعد كده بيعود جزء ثاني تدريبات بالكره من مستر مارتن لاسارتي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني الحمد لله الامور مطمئنه، وعايز اطمن كمان كل جمهور النادي الاهلي، يمكن في عدد من اللعيبه ما كانوش متواجدين امس، يعني قضايا وليد ازار واحمد فتحي ما كانوش متواجدين النهارده، كمان شفنا احمد فتحي متواجد في الملعب وادى تدريبات في الجيم، كمان شريف اكرامي النهارده يمكن هو ما كانش ليه اي نوع من انواع التدريبات بعد عودته من المانيا لاطمئنان عليه، وكان يمكن متواجد مع طبيب فريق النادي الاهلي خالد محمود لاستعراض الفتره القادمه والبرنامج التاهيلي والطب الموضوع خلال الايام القادمه. لكن بشكل عام زميلي محمد الامور كلها مع فريق النادي الاهلي تدريجيا، خلاص اللعيبه يمكن راجعه من فتره راحه، تدريجيا اللعيبه هتخش في اجواء التركيز اجواء المباريات، وبنتمنى ان شاء الله تحديدا معسكر فريق النادي الاهلي يكون معسكر ناجح، هيكون في مباريات وديه على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله، يعود النادي الاهلي في التوب فورم بالنسبه للفريق، وايضا كمان كل اللعيبه تكون مركزه بشكل كبير. طيب سؤالين سريعا تفاصيل اكتر محتاجين نعرفها منك يا كريم. الجهاز الفني الوفد اللي سافر للاطمئنان على كل الامور وعاد الى القاهره الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير التسويق الكابتن امير توفيق، عايزين نعرف ردود الافعال وتاكيداتهم في حوارهم معاك على جاهزيه الملاعب وفندق الاقامه وكل التفاصيل الفنيه اللي تم الاستقرار عليها حتى يكون المعسكر في افضل شكل ممكن للفريق ان شاء الله، وايضا اكتمال الصفوف بخلاف طبعا نجومنا الدوليين الموجودين مع منتخب مصر، مين اللي جاهز، مين المتواجد في التدريبات وهيظهر خلال الايام الجايه، وهل في اي نقص في صفوف الفريق بخلاف طبعا سعد سمير ونادفيد اللي لسه قدامهم اسبوعين ان شاء الله لحين العوده من المانيا، في اي اسماء اخرى هتتغيب عن التدريبات القادمه ولا لا؟ يمكن في البدايه لو بنتكلم على المعسكر بنتكلم على الكابتن سيد كابتن امير توفيق، كان اختيار جيد جدا ان هم يكونوا متواجدين لمعاينه الملاعب الفنادق، الحقيقه طبعا هناك يمكن اسبانيا معروفه بجوده الملاعب الفنان الاختيار، يمكن اختيار المعسكر بيكون ليه اولويات معينه، بيكون يعني نقدر نقول مش في وسط المدينه، بيكون مكان معين اللعيبه تكون فيها تركيز كبير جدا خلال المعسكرات الاوروبيه، يمكن كابتن سيد وكابتن امير اشادوا بشكل كبير جدا بالملاعب المتواجده هناك، الاتفاق اللي تم على الفرق لم يتم الاعلان حتى هذه اللحظه، لكن هتكون مشاركه قويه جدا لفريق النادي الاهلي، ثلاث فرق يكونوا فرق مميزين جدا في الدوري الاسباني، ممكن يكون في الدرجه الثانيه، لكن حتى هذه اللحظه عشان تبقى المعلومه صريحه لسه لم يتم تحديد الاسماء، هو تم التحديد لكن لسه لم يتم الاعلان عليهم بشكل رسمي، لكن بشكل عام زميلي محمد الانطباع كبير جدا وانطباع طيب جدا لحاله المعاينه هناك اللي كانت عليها الفنادق والتحركات والاقامه وكل شيء خاص، اكيد طبعا السفاره ليها دور كبير مع الكابتن سيد وامير توفيق، لان في تنسيق هيكون بشكل كبير جدا مع سفارتنا في اسبانيا، كمان لو بتكلم على الغيابات او اللعيبه اللي مش هتكون متواجده، يمكن سعد وكريم نيدفيد لسه قدامهم 15 يوم على اساس ان هم يعودوا من جديد الى القاهره ويباشروا البرنامج التاهيلي، شريف اكرامي لسه كمان موضوع له برنامج تاهيلي خلال الاسبوعين القادمين ايضا كمان تدريجيا هيكون متواجد فيه، لكن نفس العدد متواجد في استعانه ببعض الاسماء في فرق الشباب متواجده معانا، وكانوا متواجدين كمان حتى يمكن اول امس في السفاره الاسبانيه للحصول على التاشيرات الخاصه، انت عارف النقص العددي اللي هيكون مع لعيبه النادي الاهلي في المنتخب هو العدد مش كبير 4 افراد، لكن الجرعه التدريبيه بتبقى محتاجه عدد كبير من اللاعبين، والمباريات هناك بتبقى محتاجه عدد كبير، فمن الواضح ان يكون في استعانه في معسكر فريق النادي الاهلي ببعض اللعيبه الشباب مواليد 97 وغيرهم، لكن كل الامور بالنسبه للعيبه النادي الاهلي اللعيبه راجعه بشكل كبير جدا، عندها حافز بشكل كبير جدا لنهائي بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، وتكون في مقر النادي الاهلي باذن الله، لكن الوقت طويل شويه 1.5 شهر، لكن يعني خطوه ان شاء الله لعبتنا ترجع تاني للتوب فورم بتاعها وترجع كمان للانتصارات لتسعد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي على كل هذه التفاصيل، ومتابعه كريم مع حضراتكم لاخر اخبار استعدادات فريقنا الاول لكره القدم في النادي الاهلي لاستئناف الدوري ان شاء الله بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وانطلاقه الموسم الجديد باذن الله، والتجهيز للمعسكر الخارجي في اسبانيا فضلا عن برنامج التدريبات اللي مستمر في هذه المرحله في القاهره. طبعا تأكيدا على كلام كريم، طبعا بيعاني نجمين من نجوم الفريق لسه من الإصابة وكانوا بيخضعوا للبرنامج العلاجي في ألمانيا،
واشراف طبي الماني لحين عودتهم للقاهره لاستكمال المرحله التاهيليه وتجهيزهم بدنيا كمان من خلال التدريبات والجانب الفني ايضا. سعد سمير مدافع الفريق مصاب بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وايضا قطع جزء في الرباط الصليبي الخلفي. وكريم نادفيد نجم خط وسط الفريق مصاب وخضع لجراحه في غضروف الركبه، وان شاء الله يرجعوا بقوه ويعودوا ليكونوا من القوى الدافعه ومن العناصر المؤثره جدا في صفوف الفريق بعد استكمال برنامجهم التاهيلي والتدريب ان شاء الله في القاهره. أليخاندرو مخطط الأحمال في النادي الأهلي طبعا وضع برنامج دقيق جدا مع الجهاز الفني للمرحلة الجاية للارتفاع بالحمل التدريبي أو لوضع الأحمال التدريبية المناسبة لهذه المرحلة عشان اللاعبين يحافظوا على قدراتهم البدنية وجاهزيتهم ويفضلوا في التوب فورم أو في أقصى جاهزية ممكنة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز المصري واختتام هذا الموسم وانطلاق الموسم الجديد إن شاء الله في أقرب وقت بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، وده بالتنسيق طبعا مع عناصر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وفي مراعاة طبعا للأهداف الفنية كمان اللي بيحددها المدير الفني مارتن لاسارتي لتتوافق مع الجانب البدني أو الخاص بعمل مخطط الأحمال أليخاندرو. طبعا بعد ما سمعنا كريم أحمد دي كانت الأخبار الموجودة معنا في بداية هذه الحلقة من خلال بعد الفاصل، وبعد قليل هنبدأ في استقبال ضيوفنا وفي مقدمتهم النهاردة النجم الكبير الكابتن فكري صالح وهو غني عن التعريف بتاريخه الكبير مع الأندية داخل وخارج مصر مع المنتخبات الوطنية ومع المنتخب الوطني الأول سابقا، كادر من الكوادر المميزة جدا اللي بيحظى بثقة الجميع لنجاحاته وخبراته بالأرقام والبطولات اللي تحققت وهو عنصر من عناصر الأجهزة الفنية المشرفة على المنتخبات ونجومنا في كرة القدم في مراحل مختلفة وفي بطولات سابقة حققتها هذه الأجهزة. ومشاركة الكابتن فكري صالح هو من الكوادر القائمة على اختيار والبحث عن أفضل المواهب وتجهيزها فنيا للمستقبل إن شاء الله في حراسة المرمى للمنتخبات والأندية المصرية، فضلا عن كمان رؤيته الفنية ومتابعته للمقارنات بين حراس مرمى المنتخبات الأفريقية حتى الآن المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، وبالتحديد كمان مستوى المنافسة بين حراسنا نجوم المنتخب الوطني ونجمنا محمد الشناوي حارس المرمى اللي تألق في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بإجماع الآراء وأدى مباراة أكثر من رائعة. هنعرف رأي الكابتن فكري صالح في كل هذه القضايا وفي كيفية كمان الارتقاء بمستوى تجهيز وتدريب حراس المرمى وكيفية إيجاد أفضل المواهب في هذا القطاع تحديدا حراس المرمى في كرة القدم. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ونجدد الترحيب بالكابتن فكري صالح صاحب الخبرات الطويله في مجال تدريب حراس المرمى على مستوى الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. اهلا بحضرتك مره ثانيه كابتن فكري. اهلا بيك كابتن محمد. قبل الفاصل كنا بنتكلم كيف كان يتعامل بديمقراطيه شديده رغم خبراته وقوه شخصيته المعروفه عنه الكابتن الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري والجهاز المعاون، لما كابتن فكري يقول الرؤيه الفنيه ان انا هختار حارس المرمى الفلاني هو اللي هيبدا المباراه، حضري نادر، بنتكلم عن اي نجم من نجومنا، بوركينا فاسو مثلا. بدأنا البطولة بنادر السكن رغم ان هو كان عصام رقم واحد. اما لعبنا ماتشين الاولانيين وجينا هنلعب المغرب فوجئت ان الجهاز كله عايز يلعب عصام الحضر. الجهاز كله يعني كابتن جول علاء نبيل، كابتن علاء نبيل عظيم، كابتن فتحي مبروك العظيم القدير. فقلت لهم لا على الترابيزة. ولا ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. رغم ان الكابتن جوري كان ميال معاهم يعني ما كانش خد القرار، ميال معاهم، انما مجرد ما قلت اسبابي قعد قال لهم انا مع الكابتن فكري في اسباب خلص. ولو تفتكر نادر كمل وكان الاختيار نجمنا الكابتن نادر السيد في 98 وتألق، وكان الاختيار وكان ظهر ايضا بمستوى اكتر من رائع كابتن عصام الحضري في 2002 قصه ثانيه مصطفى كان بديله وكان الاحتياطي في 2002 هو نادر السيد والاساسي عصام الحضري، تبادلوا هم الادوار في المنافسه بينهم لان كل وقت دايما انا اقول كل وقت له اداله، اهم حاجه تاخد التايمينج المظبوط وبرده ما تعملش ضغط على الحراس، لان كان لازم دايما لما ببدا بطوله اوازن ان الثلاثه محتاجهم. انا هدي لك مثال، انا في بطوله افريقيا 82 احتجت ثلاث حراس مرمى لعب، ومين بقى هم؟ بدانا بعادل مأمور اصيب، لعب اكرامي العظيم
وخد في البطوله دي 82 وحش افريقي من الاداء الغير طبيعي. ثلاثة اتعور نزل مين المباراه النهائيه، كنا بقى وصلنا ضربات جزاء ضاعت وبتاع، فلعبنا على الثالث والرابع، نزل الكابتن العظيم رحمه الله عليه ثابت البطل. يعني الثلاث حراس مرمى بالوزن اللي انا بحكيه لك لعبوا بطوله في نيجيريا، بطوله افريقيه، البطوله كانت سنه 1982. فعايز اقول وارد كل حاجه، النهارده لازم احافظ على الثلاث حراس. يعني النهارده محمد الشناوي بيلعب، احمد الشناوي وجنش دول احسن ثلاث اجوان موجودين على الساحه حاليا، كل واحد له الميزه بتاعته، لازم احافظ على الثلاثه دول. محمد بيلعب كلنا وراه، لان وارد ان حضرتك اللي تلعب النهائي، ووارد ان حضرتك تلعب قبل النهائي، لازم يبقى كله مركز، لازم يبقى كله مركز في كل الدرجه وينسى نفسه، والكل على قلب رجل واحد، ودي الاهم. يعني بتمرن، يعني هل مطلوب المنتخب يدرب كل حراس المرمى بنفس الجديه ونفس درجه الفوكس او التركيز على كل حارس مهما كان الحارس الاساسي، ان كله يتمرن بنفس جرعات التدريب، ده لازم، نفس الاهتمام الفني؟ ده بالعكس، لان اللي لعب خلاص، اللي لعب مش عشان لعب، حمل الماتش لازم اديه للتاني والتالت. خلي بالك ان ممكن يبقوا عايزين جرعات اكتر شويه، ايوه، عشان حمل الماتش ده مش هقدر اديه الا بتدريب زياده، عشان ياخد الاعباء النفسيه اللي كانت موجوده في المباراه. فانما اهم من كل ده ان لازم الكل مع الكابتن القدير حبيبي واخويا وابني احمد ناجي، لازم يكونوا على قلب رجل واحد، ويبقوا واقفين فعلا. لو احنا نفتكر بوركينا فاسو كان عصام الحضري، كل نادر السيد هو اللي بيروح يشيله، لو تفتكر. صحيح. لو نرجع ليه دي بتديك الانطباع، بوركينا فاسو كان نادر السيد، ما هو كان نادر، بس مين اللي بيروح، مين اللي بيروح يحتفل معاه، يحتفل معاه بعد كل مباراه، بالذات مثلا لما كسبنا بوركينا فاسو خلاص هنلعب النهائي مع جنوب افريقيا، ضربات الجزاء مع ساحل العاج، بطوله 98 قدامنا، مين اللي كان بيجري، كابتن نادر السيد عمل بطوله مستواها رائع، منتخبنا كله كان مفاجئ في البطوله، دخل فيه جون واحد، لان كمان كابتن محمود الجوهري كان ذكي جدا في انه ما رفعش سقف التوقعات، وقال انا تصنيفي بعيد قوي في البطوله دي، وقال انا رايح وانا في المركز ال 13، بس واحنا رايحين والله، والله يا محمد واحنا رايحين رغم الظروف الصعبه، قال لك سيب الجمهور وسيب الناس، احنا مش هنرجع الا بالبطوله، ده من اول دي البطوله اللي فيه نقاد اعتذروا للنجم حسام حسن، أيوة أيوة أيوة. لما قالوا له كفايه عليك في الاصابه اللي سبقت البطوله، عواجيز الفرح، انت فاكر العنوان، ما هو العنوان واحنا طالعين عواجيز الفرح. طب اقول لك حاجه، اتحاد الكوره سلم منا المخازن. يعني حتى اتحاد الكوره كان شايل الطوبه بتاعتنا، خد المخزن بتاعنا اللي كان موجود في دار الدفاع الجوي، انكم راجعين، ان احنا راجعين ماشيين. فعايز اقول لك كده، يعني فده مهم جدا، ان لان الثلاث حراس الاصابه بتيجي في لحظه، فوارد ان الثلاثه، وانا متاكد، يعني انا حتى في زياره كده مع الكابتن الروح المعنويه عاليه جدا، وما شاء الله سواء، لا وزي ما حضرتك قلت احنا كلنا على ثقه بخبرات كابتن ناجي، وانه قادر على اعداد الحراس بافضل شكل، اللوعيه اللي موجوده، اذا كان مميز جدا، اذا كان احمد الشناوي او جنش، ما شاء الله، فهم على قلب رجل واحد، وبالتوفيق، لان هو حارس المرمى النهارده 70% يا كابتن محمد، يعني كل ما هذا البوزيشن هيبقى قوي قوي للخطوط، احنا بنقرب من البطوله. طيب كابتن فكري، يعني واضح من كلام حضرتك انك مقتنع بمستوى حراس المرمى في الدوري المصري ومستواهم الفني، وطبعا منهم افضل الاختيارات اللي انضمت للمنتخب، نجمنا محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش، كل النجوم الموجودين في منتخب مصر نجوم حراسه المرمى من الاهلي والزمالك وبيراميدز حاليا. حضرتك مش مع الاراء اللي بتقول ان الجيل الحالي اقل موهبه من اللي فاتوا؟ يعني في ناس تقول كان في وقت زي ما حضرتك قلت المنافسه بين اسماء كابتن عادل مأمور مع كابتن اكرامي مع كابتن ثابت البطل مع الكابتن شوبير، دخل مع المجموعه دي وبعدهم جيل تاني، كابتن الحضري وكابتن نادر السيد وكابتن عبد الواحد السيد، اجيال كل حارس منهم حارس طرع بالعليم عشان ودخل اسماء تانية، يعني بس احنا بنتكلم في المجموعه اللي كانت الابرز في الفتره دي، ودخل بين الاجيال دي طبعا اسماء تانية كلهم على مستوى عالي قوي. جاء وقت بدات الناس تقول ما بقاش عندنا الحارس القوي جدا، ما بقاش عندنا حراس المرمى زي زمان. حضرتك مختلف مع اصحاب الراي ده ولا لا؟ طبعا مصر يا استاذ محمد دايما زي ما بيقولوا ولاده، المواهب لا تنضب،
وده اللي خلاني اما نبقى في وقت نتكلم عن المشروع اللي انا بعمله. هو ده وقت الانتقال للمشروع. 100 حارس مرمى محترف. ليه؟ بدات ازاي الفكره؟ او عايزين حضرتك تدي العنوان الرئيسي للناس ومن اين جاءت الفكره؟ الفكره جت ان مصر 105 مليون وما تلاقيش حارس مرمى محترف بره. او تلاقي المشكله اللي احنا بنلاقيها حارس مرمى فوق شويه والمستوى ينزل والمستوى يطلع. طب ازاي؟ دي مصر دي مليانه. فكان الفكر اللي جالي ان انا عايز اعمل مشروع. المشروع ده يبدا من 5 سنين لعشرين سنه، ويبقى ازاي ادي هذا الحارس الجرعات المظبوطه اللي تخليه من الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه وحتى من اللغات. انت عايز واحد محترف يبقى لازم من صغره يبقى بيتكلم لغات، يبقى لازم من صغره. عايز اعمل التربيه والتعليم، احنا كان زمان نقول التربيه والتعليم، قبل التعليم فيه ايه؟ التربيه. وده اللي انا بعمله دلوقتي. لقيت راجل وطن، هذا الرجل اما عرضت عليه هذا الكلام لقيته موافق على كل حاجه. قلت له خلاص جهد نعمل عقد. قلت له انا كلمتي هي العقد، انا سليل او انا من ابناء الجنرال العظيم محمود الجوهري. احنا قعدنا في الاردن 3 سنين بدون عقد بكلمه، فانا خلاص. وفعلا بدانا اتفاق شفوي بس شفوي مع اللقاء المسؤولين عن كره القدم، عن الاستاذ ايمن عوض، هو يعني انسان مصري وطني جدع. وبدانا ده كابتن محمود الجنرال العظيم الجوهري. فبدانا بطلعت حرب. النهارده احنا عندنا ست فروع، طلعت حرب والطيران 2، مصر جديدة والتجمع والمقطم، وعندنا اسكندرية الأسبوع الجاي افتتاح. وفي إقبال، حجم الإقبال مرضي أو مقنع النهاردة كده. عندي فوق 130 حارس، بس خلي بالك أنا جالي بتاع 2000 اخترت 130 منهم. مش أي حد بيجيلي باخده، مش أكاديمية، في معايير فنية في مجرد اشتراك أو حاجة كده. وطبعا في مدربين حراس باخدهم من الورش اللي بعملها عشان يعرف يشتغل إزاي. ده مثلا جنين 4 سنين، بص فارس شركاسي اللي على الشمال ومروان عبد الرحمن، دول لما تتفرج عليهم تقول دول أقزام، 4 سنين و3 شهور و4 سنين و6 شهور. ليه أقزام؟ لأن بيعملوا كل حاجة حتى التكنيك. ووصلوا النهاردة بعد 3 شهور بقى عندهم ايدي او عندهم حضرتك عايز تقول للناس اللي هيتفرج على تحركاتهم يفكرهم كبار في السن. كبار في السن يعني. انت فاهم قصدي؟ مثلا مروان ده يقدر يعمل ده، ياسين عصام الحضري اللي على الشمال، وده ابن الكابتن محمد صبحي عبد الله، ما شاء الله الاثنين برضو في الاكاديمية. وياسين ماشي يعني، ياسين ياسين عصام الحضري ماشي على خطى، ماشي على لا 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 ده ولد ما شاء الله، ده هيبقى قصة تانية يعني، حارس كبير ان شاء الله. لان بابا ما خدش الوقت اللي هو خده في التعليم. فده هياخد ده طبعا. انا بدي التحيه ده محمود الجوهر فكري صالح. محمود الجوهري، حضرتك اخترت له اسم مركب على اسمه. هو كابتن جوهري كان رحمه الله عليه يعتز بيه وبوالدته. فلما جه كان يعني محمود ده بالنسبه لينا يعني الله يرحمه كابتن جوهري. الصورة دي أنا برفع القبعة لهذا اللاعب الراجل اللي يحصل له طبعاً. أحمد حجازي إصابة إيه؟ كسر يا كابتن، إصابة جديدة. والدكاترة تحاول تخرجه ولقى ويصمم إن هو يلعب ويلعب البطولة. هي دي مصر. لا والناس كلها شافت سواء في الاستاد أو على الشاشات في التلفزيونات، كل الناس شافت. وقرار طبيب المنتخب، هو بيقول الجهاز غيروه يا جماعة يعني، وهو بيقول لا عايز أكمل الماتش. لا 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 لا، فهو دي الروح بقى اللي احنا دايما هي دي روح رجالة مصر. أنا طبعا برفع له القبعة، وليا الشرف إن أنا عايز ابني يبقى زيه في الرجولة دي وفي الجدعانة دي وفي حب مصر ده. احنا هنا محمود الجوهري فكري صالح لاعب مش حارس مرمى. لا ده حارس مرمى، حارس مرمى ده أسد وادي دجلة. قلت بعد عن ده أسد وادي دجلة 2009 ما شاء الله يعني. برضه يعني متوقعينه يمشي على خطى الوالد ومستواه فنيا. والله يعني أنا ما دخلته حارس، أنا لعبته مع الكابتن علي ماهر في الأكاديمية عنده 3 سنين فيرو. لا قصدي حضرتك شايف إن مستواه بعيداً عن حبك له كابنك. بص بقى أنا قلت للكابتن وائل شيتوس الكلام وما إحنا واقفين، قلت له بص يا كابتن أنا هقول لك كلمة بس مش عشان ده ابني. الوحيد اللي موجود ده هيبقى له شأن كبير اللي أنت شايفه ده. فقال لي إيه محمود؟ قلت له مش عشان ابني، لأن ده عنده كاريزمة حارس المرمى، موهوب من عند الله.
يعني انت عارف محمود اول ما ينزل الماتشات اللي هي 2009 يطلبوا تزوير. ليه تزوير؟ لانه بيتكلم زي اي جون كبير. دي بقى مش انا اللي حاططها فيه، بيلاقوا فيه خبرات في شخصيته وطريقه كلامه وقيادته للفريق بيها عنده. دي فروق فرديه بين شخص واخر، ده هو موهبه من عند ربنا بتبقى في الجينات. ربنا اما بيخلق واحد ويديله الموهبه دي بتاعت الله، بتبان من سن هو صغير. عنده الكاريزما والشخصيه بتاعت حارس المرمى اللي بقى تفرق كتير بعد كده، لان في جون تقدر تعلمه بس ما عندوش، وما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يسيطر على الخط ده. وبرده رد على سؤالك كابتن محمد عشان ما اظلمش الاجيال دي على الاجيال زمان، الاجوان العظام بتوع زمان والاجوان العظام دلوقتي، الكوره عماله تتغير. الاتحاد الدولي ما يهموش حارس المرمى يصد، يهمه حارس المرمى يخش فيه جول. فبيعمل ايه؟ كل بطوله يغير الكواليتي بتاع الكوره، يغير الوزن بتاع الكوره، عمال يصعب القصه. النهارده كان حارس المرمى زمان الرؤيه موجود، حاليا دلوقتي مفيش رؤيه بطرق اللعب اللي عماله تتغير. طيب يعني حضرتك متفائل بمستوى او بمستقبل حراسه المرمى في مصر؟ جدا. حضرتك قلت الاكاديميات دي البعد او الاهتمام بيها الاولويه فيها مش ماديه، بدليل ان ممكن يتقدم لكم واحد في الاكاديميه تشوف انه ما عندوش المواصفات. انا قلت لحضرتك اتقدم ليا بالظبط من يوم ما بدات المشروع ده 3 شهور 1200 1250، اللي اتقبل منهم 130. لو كانت الحسابات بس مكسب او بزنس بس، انا كان بيصعب عليا الراجل بيصعب عليا بس انا دايما اقعد لاني الناس وهو خلي بالك. اما حطينا قلت له عايز اقل سعر، يعني بنشوف المنطقه كلها حاطه سعر ايه، وهو يروح حاطط اقل سعر. حتى الملابس قلت له لا انا عايز ملابس، انا بعمل حاجه لمصر، اللي هيديني ان اعمل دي لمصر اهلا بيه، وبالتالي بقدر اعمل الورش اللي انا عندي يا كابتن محمد خبرات. انا عمري ما قلت انا محاضر لاني مش محاضر، انا كنت راجل ضابط صاعقه احد افراد جنود المؤسسه العسكريه، فهمني، او احد افراد جنود الشعب المصري كله في خدمته. عندي خبرات عايز قبل ما اقابل رب كريم ان اديها لاولاد ليا مدربين تقدر تديها ليه؟ لان اي خبرات يا كابتن محمد بيبقى فيها انكسار وفيها انتصار. انا هشيل كل الانكسارات ودي الخبرات اللي تخلي دايما، يعني تخيل واحد النهارده عنده 22 سنه وتيجي تديله ورشه وتقول له ادي المفاتيح بتاعه 45 سنه، يبقى وانت وفرت لو في كمان زي ما حضرتك قلت في دروس ممكن تعلمه انه يتفادى ده عشان ما يخسرش. ما خلاص يعني ممكن تقول الخبره بتاعتنا لما عملنا ده كذا انا بديله مفاتيح الانتصار. الانتصار وبقول له حط شخصيتك، يعني مش عايز فكر صالح تاني، لا انت حط يا كابتن محمد. بس حضرتك بتعلمه من خلال خبرات واقعية ومواقف خلال ازاي يمشي حاجة اسمها مفاتيح، الخطوات اللي مشيت كل عليها كل حاجة مفاتيح لها. فهو ده اللي انا بعمله. وحاليا النهارده احنا عملنا دبلومة العمالقة رقم واحد، في دبلومة العمالقة رقم اتنين، دي مدرب جاي من الاتحاد الدولي الكسندر، الدكتور كابتن زكريا العوضي جاي من الامارات، كابتن ابراهيم رياض، يعني مجموعه كبيره من الدكتور ابراهيم البطل، انا دكتور جمال محمد علي، يعني في هتبدا من 1/7/7/7 ودي جاي لغايه دلوقتي 80 من 85 او حوالي من 80 85 مدرب من انحاء العالم العربي عظيم، غير المصريين عظيم. فهو ده الحلم ده اما ياخدوا طيب المدربين. وبالنسبه لمدربي حراس المرمى في مصر يا كابتن فكري، كيف نؤهلهم؟ عشان دايما بنقول اللي عنده المهاره واللي عنده القدرات هينقلها، وفاقد الشيء لا يعطيه. ساعات نسمع مدرب يقول انا عندي سي في وعندي خبره كويسه، مين اللي هيحضرني في تدريب حراسه المرمى؟ وهو قد يكون محتاج جوانب فنيه كتيره نكملها له عشان ينقلها للي بيدربهم. ازاي نطور مدرب حراس المرمى في مصر؟ انا عشان كده خدت قرار على نفسي ان انا كل شهر بعمل ورشتين في كل مصر. انا عملت لغايه دلوقتي 15 ورشه من بورسعيد لغايه اسوان، وحتى قابل ان انا اروح العريش واروح مرسى مطروح، اروح كل خريطه مصر. ليه؟ عشان اخد الخبرات دي واديها لهذا المدرب اللي هيطلع لي جيل من الواحات واللي هيطلع لي جيل من اسيوط، وما رحت الوادي الجديد يبقى في جيل من مدربين، لان كان فيها 45 مدرب، 45 مدرب دول لو كل واحد هيشتغل مع أربعة أو مع خمسة أو مع ستة بقينا بنتكلم في 200 يبقى واحد. فهمتني؟ فأنا بمشيئة الله دي طول ما في
كراجل العسكري طول ما انا موجود على الحياه كل شهر واي حد بيجيل يعني ما بقولش النهارده بن سويف يعني دلوقتي طالبين مني فانا بعد ما اخلص الدبلومه اللي هي 1/7 دي بعد ما تخلص اروح رايح اعمل في الشرقيه ثم كفر حضرتك حابب فكره التوسع في نقل الخبرات دي في كل انحاء مصر ده لازم حضرتك شايف ان ده دورك دي مسؤوليتك ده هو ده الدور الجديد خلي بالك انا مع مستر ماجد سامي العظيم رفضت ان انا امسك الفريق الاول بعد ما رحت الامارات انا وانا ماسك الفريق الاول ما هي القصه بدات ازاي بقدر من الله انا ماسك مع ميدو الفريق الاول رحت الامارات بعتوا لي دعوه رحت طلع 4 مدربين من الارجنتين بعد ما حضرت 3 ايام قالوا ايه منهم واحد يا كابتن محمد 52 سنه يعني راجل من الزواحف قال اللي اتعلمته في حياتي كوم واللي انا خدته الثلاث ايام دول كوم تاني جدا انا برفع قبعه للمستر فكري ان ومستغرب ان مصر ازاي يبقى فيها قامه زي كده من هذا اليوم كان في كابتن زكريا العودي ده هناك كابتن حسن مقيم ومجدي اسماعيل مجدي ده ابني مجدي عصام قلت له يا مجدي انا مش هشتغل وكلمت ماجد سامي ومستر علاء نور قلت لهم انا مش هشتغل لو عندكم مكان ليا ان انا كاشراف انما انا مش هشتغل حاسس ان في الفتره دي حضرتك شايف ان رسالتك خلاص بعد هي نقل الخبرات اللي قالوا اصل اللي قالوا ايه 4 مدربين يعني قول المدربين اللي كانوا موجودين كلهم مصريين حبايبي اللي كان في المنتخب الاولمبي الشباب انما دول ارجنتين عمري ما شفتهم يطلع الكبير فيهم يترجم وكان المترجم بتاعه مترجم مارادونا لان ما ينطقوش كلمه انجليزي فقال الكلام ده قال اللي انا خدته كان خد 4 ورش قبل كده في الامارات قال بقى اللي انا خدته في الارجنتين والاربع ورش اللي هنا ده كوم واللي انا خدته دي شهاده موضوعيه دي اللي خلتني قلت لا انا لازم حضرتك شفت ان دي شهاده منصفه جدا لك يبقى انا ليا دور لا انت عارف بقى ما ربنا يديك طاقه كده وكان واحد اسمه مجدي عصام للامانه مصري راجل مدرب يعني بقى له 25 سنه هناك قال لي يا كابتن ده دورك ما ينفعش الامارات تبقى عامله كده قال لي يعني الامارات حبيبتي تبقى عامله انا كنت في الورشه 23 مصر ما فيهاش ورشه واحده طيب كابتن فكري ازاي نوصل المجهود الولاد اللي دلوقتي بتشتغلوا معاهم في الاكاديميه وحضرتك بتنقل الخبرات لمدربين وبدورهم بينقلوا للولاد دول مع اشراف حضرتك المباشر عليهم ازاي اوصل بالكوادر المميزه منهم انها تلاقي طريقها للمنتخبات وللانديه ايه حلقه الوصل اللي هتحصل بينكم وبين الانديه والاجهزه الفنيه فيها او المشرفين على قطاعات الكره فيها وبين منتخباتنا الوطنيه سؤال وجيه جدا كابتن محمد انا عامل اللينك ده فاتح قناه مع هولندا فاتح قناه مع السويد وانا بقول فتح قناه يعني شخصيه مصريه عايشه هناك وقادره انها اي حد اجيبها تقدر تسوقها هناك والامارات واحنا بعتنا فعلا اول واحد للامارات ولد عنده 15 سنه اسمه احمد طلع الامارات فعلا راح الامارات وراح اختبارات هناك في نادي العين وبحدد لك وطلع التالت على 14 مدرب هي ناقصه قرار لاني القرار ده لو طلع من الاتحاد هيكمل عشان طلع الثالث على 14 هم كانوا جايبين 14 جون من انحاء العالم طلع الثالث في 14 وثلاث مدربين اجانب بيختبروه مش مدربين مثلا مصريين هيجاملوا فكر صح طلع الثالث ويقول لهم يعني عرفوا مين اللي اداك الحاجات دي لان شغلنا مختلف عن اي اكل ما شاء الله يعني الخطوات بدات عندي عندي دلوقتي نادي الداخليه حاليا في 2 فوق السن تحت الاختبار ولعبوا ماتشات معاهم وفي 2 تحت السن معاهم 4 حراس مرمى نور واحمد ومحمدي ومحمد الشرقاوي عندي جون بلال يلعب في اي نادي يلعب اهلي زمالك بس سنه كام 20 سنة يلعب في اي نادي اسمه محمد بلال جاهز لانديه القمه في مصر وانا بحكي حتى في الاهلي وانا حتى في مستوى الاهلي يعني انا او انا لما ببعت العين ببعت ايه ببعت هو شريط والشغل بتاعه اروح بعته بيشوفوه واروح بعت مش واحد ابعت 3 وهم يقولوا الموضوع ده مش بس رساله فنيه حقيقيه كانت كل حاجه ممكن يبقى له بعد تسويقي ومادي يبقى بزنس ناجح جدا كمان انا ما ببصش بمعايير النهارده حضرتك مركز على البعد الخاص بنقل الخبره اكتر لكن ده ممكن كمان يبقى له مردود مادي جيد جدا وبرضو ان انا بساعد ابني يعني واحد زي محمد بلال ده لما ينجح ويروح نادي وهو
ما كانش حد مقتنع بيه، يبقى انا اديت واحد كان مظلوم. ده اسمه ده خارج لان ده مش شرقيه، محمد ملال ده مش شرقيه، ما حدش عارفه خالص، ومش حتى انه من عند فكره. حضرتك شايف النجاح كل اسم هيبقى نجاح شخصي للكابتن فكره. احنا اسمنا مملكه العمالقه سبورت ستار، ولا برضو الراجل بيبص انه طالع من سبورت ستار. ان الرساله بتاعتنا كابتن محمد، احنا عندنا رساله عايزين نوصلها امام الله نمره واحد، هي دي فرع اسكندريه. انا بتحدى ان شاء الله التجهيزات اللي بتتعمل بالكابتن هشام زكريا هناك، هيبقى افتتاح اسطوري يوم الجمعه الجايه. مش عايز اقول لك من قبل ما نفتتح الناس لغايه دلوقتي 20 30 واحد طالبين يخش. عايز اقول انا بفرح ان انا حاسس ان دي شجره، فالشجره عماله تكبر. حتى اما عملت الورش سميتها شجره العمالقه، اللي هي ايه بقى؟ الحب والوفاء والإخلاص. طب لو طالبين منك يعني من غير حرج بموضوعية شديدة نصيحة مجانية دلوقتي حضرتك بتقدمها من خبراتك الكبيرة وحصيلة مشوارك الناجح جدا مع حراسة المرمى وتدريب حراس المرمى لحراس المرمى في الدوري المصري، لمدربي حراس المرمى في الدوري المصري، خطأ شايفه متكرر شائع بيحصل كتير قوي محدش بيتدرجه خالص، common mistake. أولا لازم قبل ما أدي الحراس أدي ولادي المدربين، أقول لأولاد المدربين من فضلكم العلم في حراسة المرمى بيتغير من يعني أنا بعد بطولة أفريقية دي لازم هتتغير حاجات، فلازم عليك أنك أنت تزود نفسك دايما. وخلي بالك من حتة التمركز، أن حارس المرمى عبارة عن، بقول دايما وبقولها كلمتين، مساحة وزمن، فهي الحتة دي اللي تعمل شغلك كلها عليه. المساحة هي التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم، والزمن سرعة رد الفعل، فيتموس، حتى تصل للفيتموس ثانية بتاعة الدكتور سويل. فده اللي أنا بقوله، نادي مليان خبرة. نادي الأهلي كابتن طارق ده من ولادي الاعزاء، طارق سليمان، كابتن طارق سليمان ومدرب ما شاء الله عنده خامات كويسه جدا. بس خلي بالك ان في ظروف، يعني النهارده شريف اكرامي النهارده كان بيلعب، انا فاكر سنتين ثلاثه كلين شيت، اما لعب في الجونه، وطبعا من هنا بقول له الف سلام عليك، وانا اطمنيت من اكرامي الكبير ان الحمد لله القصه اللي كانت الحاجه الزايده اللي كانت بتشيلها اكرامي ده يا جماعه في الجونه خد احسن حارس مرمى وهو في الجونه. فالنهارده النادي الاهلي مليء، كابتن علي لطفي ده ابني يعني ما شاء الله عليه. فعايز اقول النادي الاهلي مليء بعمالقه، ظروف كانت متغيره، تعرف تغيير جهاز مع تغيير سيستم طريقه مع اصابات، يعني في جوان لعبت وكان في ناس عن في سته اصابات مثلا في الفرقه، فكل حاجه كان لها بتاثر على حارس المرمى، فريقه كامل قدامه ولا لا. النهارده لما اجي ابص محمد الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم اللي مش اي حد ياخدها، في حاجات ايجابيه كتيره. بس انا برضو عليا كمدرب حراس ان انا اراجع في ايه، وبرضه بدي نصيحة لكل أولادي، خلي بالك العامل النفسي، أنت بتدرب تدريب فني وتدريب بدني، ولكن أهم من الاتنين دول التدريب النفسي، عشان يبقى فيه الاتزان النفسي اللي موجود من أول يوم. في حراس ممكن ما يكملوش لأنهم فنيا كويسين بس نفسيا ما عندهمش الثبات الانفعالي بتاع التحمل، عشان كده أنا عشان كده وحدي مثل، لو تفتكر ايام فريق الشباب كان اللي بيلعب كل البطولات ابو جبل العظيم كل التصفيات، بس لما بدانا البطوله لعب مين؟ علي لطفي. طب لو علي لطفي مش جاهز نفسيا يقدر يبقى واحد اللي لعب التصفيات كلها وفجاه يقولوا له وفجاه تقول له لو خش يلعب البطوله، دي سمات في الشخصيه بقى. لا هو ازاي تعد، انا كنت بعدهم نفسيا وهم اكيد سامعيني، اذا كان ابو جبل ابني او علي لطفي بعد، انا كنا انزل غيط اقول لهم سياده الرئيس هيقعد فين، اول مره قالوا كان فكر اتجنن. يعني انت عارف في حاجه اسمها التخيل والتخزين، فبتخلي الحارس المرمى بتاعك من اول يوم بتدربه انت خلي بالك ان جوان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بيلعبوا تحت ضغط
جماهير، لازم تعدوهم الاعداد النفسي من اول لحظه مسكت فيها التدريب. ازاي بقى؟ خطه معينه فيها اسمها خطه الاعداد النفسي، وده بقى كتير يعني كبير قوي لو حكينا. طب الاعداد النفسي بصراحه كافي ولا احيانا لا يعني لازم في دور مكمل لشخصيه الحارس نفسه؟ يعني حضرتك ممكن تبذل نفس الجهد تلاقي حارس استجاب وبقى عنده كل سمات القائد في الملعب والثبات الانفعالي، وحارس اخر ما عندوش المواصفات دي ولا كلهم بيستجيبوا. اصلي انا لازم اخد زي الدكتور، دكتور حتى النفسي اما ما يقدرش يعالجك الا لما يقعد معاك قاعده والثانيه والثالثه. انا لازم اخد مفتاح عصام الحضري، واخد مفتاح اكرامي الكبير، واخد مفتاح سطوحي، واخد مفتاح الله يرحمه ثابت البطل، عشان اتعامل مع ثابت البطل. انا لما كنت بجيب العظماء دول، خلي بالك انا كنت اصغر منهم، يعني علي النجار كان اكبر مني بعشر سنين، كابتن سطوح المنصور اكبر مني بست سنين، كابتن ثابت البطل العظيم اكبر مني بثلاث سنين، كان اللي ادي ممكن اكرامي كبير. طب انا كنت ازاي بتعامل؟ لاني عندي القدره من عند الله ازاي باخد مفتاح الراجل ده، المفتاح اللي بيديني الشخصيه بتاعته، فبقدر اتعامل معاه من هذا لاني خدت المفتاح. طب انا هضرب لحضرتك مثال وحضرتك تحلل لنا الحاله دي، بس انا ما استاذنتوش اني اقول فمش هقول الاسم. هو حارس مرمى سابق صديق عزيز كان متميز جدا، قال لي وانا بديل وانا احتياطي كنت بلعب ماتشات والجمهور والاعلام بيقول هو فين ده يستحق بيلعب ماتشات بمستوى عالي جدا وهو بديل. اول ما لقى نفسه بقى الحارس رقم واحد قال انا ما احتملتش الضغوط الجماهيريه والاعلاميه وبقيت اخطئ اخطاء فنيه كتير فما استمرتش، لاني كان الماتش بالنسبه لي سهل، ماتش 2 3 كبديل. لما بقيت انا نمره واحد لا لقيت نفسي بغلط كتير قوي غلطات. مين بقى كان هنا الدور ده؟ دور اللي كان بيعده نفسيا. لا 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 لازم ما يخلوش، ما جهزوش نفسيا كويس للفتره دي. ده اللي انا بقوله، مش بتكلم على انا بتكلم بشكل عام، بشكل عام في اي نادي ده دور مهم جدا مهم جدا جدا. عشان تنجح لازم نمره معاك مفتاح شخصيه الحارس اللي معاك. طب سؤال فني سريع يا كابتن فكري، مشاكلنا ده هو عصام الحضري بعد اذنك حضرتك حد يقدر يلبسه شورت بعد 30 سنه؟ حد يقدر يحلق له شعره اللي بقاله 30 40 45 سنه بيه؟ عصام الحضري تقدر تغير كل اللي انت شفته ده الا اذا كان معاك المفتاح؟ لا طب الكي بتاع الشخصيه بتاعته ازاي توصل له؟ لا وده وصل لمراحل كمان من الاعداد النفسي، سواء بالشغل مع حضرتك في المنتخب او مع الكابتن ناجي في الاهلي، انه كان بيتحدى نفسه. يعني دخل في تحدي وقت تعاقد الاهلي مع نادر السيد وبقى في نجمين كبار جدا في حراسه المرمى، وتغلب على نفسه أنا هقول لك مستوى غير مسبوق. انا هقول لك سر، وانا موجود في المنتخب وشايف، وكان احنا كان دورنا مختلف انا والكابتن احمد ناجي، بس هو ربنا كرمه ان هو على كبر بقى في المنتخب. انا كنت في المنتخب وكابتن احمد في النادي، فكان في وقت من الاوقات بجيب الكابتن احمد ناجي واشوفه فاتح مفاتيح مفتاح عصام ازاي. انا مره رحت الاسماعيليه مخصوص للكابتن احمد ناجي، كان عندهم مباراه مهمه وكابتن جوري قال لي تروح بالنيابه عني، وكلمت مستر يعني رحت هناك قلت له كابتن جوري، وقعدت مع كابتن احمد ناجي قلت له قول لي انت ماسك المفاتيح مفتاح وموصله للحاله دي ازاي، مش عيب فهمني، لانه وصل مع كابتن ناجي انعكست الايه. كابتن بقى في المنتخب وانا بقيت ماسك عصام فادي دجله، فكان يسالني يعني. واحنا في الامارات مره قابلني الكابتن احمد ناجي قال لي اخبار مع عصام، قلت له كذا، قال لي لا 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 ما صدقش، قلت له والله العظيم اتغير كذا وتغير كذا، عارف ليه؟ لان مسكت مفتاح معين. يعني فسبحان الله هي الادوار بتيجي كده، بس اهم حاجه للمدرب انه يبقى ماسك مفتاح الشخصيه اللي يعرف يوصل بيها الحارس لاعلى مستوى ويعالج العيوب اللي عنده، وحتى مش فنيا ولا ليه. انا حارس ممكن يخلع مني ويصل الى لان بين هي شعرة بين الثقة والغرور، فممكن حارس لو انت ما لحقتش دخل في مرحلة بقى دخل في مرحلة الغرور. لا حتى سيبك مش الغرور ان هو هيرفع رأي، الغرور في اللعب فيكلف جوان، لانه خلاص بيتصرف على ان انا نجم ومش إن محتاج انا قادر. لا الجهاز الفني قال لي حاجات انا مش هركز فيها. ساعات ممكن كور يا كابتن محمد ما نخاف سلم
انما انا قادر تقوم تطلع تاخد قرار تبوظ بيه الدنيا كلها، لانه ما عملش الحاجه اللي هي سليمه 100% المتعارف عليها. فهمت قصدي؟ الثقه لو تحولت فهي دي بقى لمين اللي يشمها؟ مش الناس من بره، هو انا بسميه مدرب العمالقه. طيب عشان كده انا الكرات العرضيه مشكلتها ايه في مصر؟ بص حضرتك بمنتهى الصراحه، منتخبات، انديه كبيره، انديه صغيره، بطولاتنا المحليه، بطولات دوليه، 99% من الاهداف اللي بتدخل في مرمى الفرق والمنتخبات المصريه طول عمرنا نقول في خلل في الهارموني بين خط الدفاع والحارس او عند الحراس في في ايه في الكره العرضيه. هرد على حضرتك بسؤال. كلنا نفتكر ونتذكر اما نقول سيره العظيم رحمه الله عليه ثابت البطل، نقول احسن واحد في مصر يطلع كره كان هو وبيل انطوان. صح بيل كويس. طب ليه؟ عشان الكلمتين اللي انا قلتهم، فوتورك والتحرك اللي هي مساحه وزمن، كان احسن واحد بيبقى واقف في التمركز السليم. فالتمركز السليم بيدي كان ثابت، عارف رحمه الله عليه، لكنه طيب مش هترم الله يرحمه. انا فاكر كان ثابت، كان اول حارس اشوفه بيجري عينه باصص وراه مش قدامه، عينه على الكوره وبيجري جوه ال 18 مستنيه عشان يطلع لها في مكان مناسب. فهي دي، فده اللي احنا عايزين نربيه الاجيال الجديده، لان خلي بالك دي مش سهلة. يعني دي أولا بتبقى حاجة من عند الله، زائد يعني حتى أيام الكابتن ثابت البطل ما كانش فيه العلم اللي موجود حاليا دلوقتي، لما هي دي كانت من عند الله. مش كتير الحراس اللي عندهم اللي كان بيعمله كابتن ثابت رحمة الله عليه، إنه كان يتحرك حتى على الخط قبل التسديدة، فممكن يمسك الكرة وهو واقف مكانه غير ما يترمي. هي دي الجملتين، مش أنا قلت إيه مساحة وزمن. أصل أنت عارف لما حتى قلت المدرب لو الكلمتين دول هتخليك تشتغل، لأن لازم عشان مساحة وزمن لازم تشتغل في تور، ولازم تدي قوة الرجلين، ما أنت عشان تتحرك صح في المكان الصح في التوقيت الصح. فيعني هي القصة كده، وده اللي أنا بحاول أديه كابتن محمد، لأنه مش موجود في كتاب. المحاضر بيعمل إيه؟ عشان كده دايما لما أنا بطلع بقول والله أنا ما محاضر، حتى قلت الكلام ده في هولندا قصاد 116 مدرب من العالم بعد كل كاس عالم، قلت لهم انا لست محاضر، انا راجل ظابط صاحب خبرات في المجال، ربنا اداني خبرات وانا عندي 23. حتى كلهم بصوا واستغربوا، بصوا واستغربوا ان واحد بيقول انا جاي حاضر وانا مش محاضر. انت فهمت قصدي ايه؟ في وسط عمالقه يعني. فالمهم اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونبدا هذا الحوار بالترحيب بضيفنا ونجمنا طبعا الكبير وصاحب الخبرات والانجازات الكبيره في عالم كره القدم على مستوى الانديه والمنتخبات، وتحديدا في مجال تدريب حراس المرمى، وكان دائما ابدا اسمه بيطرح كافضل وواحد من افضل العناصر القادره على اعداد حراس مرمى الانديه والمنتخبات في مصر والوصول بهم لاعلى المستويات، الكابتن فكري صالح. اهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجودك معانا كابتن فكري. اهلا كابتن محمد، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناه الاهلي، قلعه النادي الاهلي العظيم. فانا وانا جاي هنا ببقى سعيد ان هكون في قناه النادي الاهلي ومع فريق الاعداد الجميل وحضرتك. انا بقالي سنه يمكن ما شفتش حضرتك، انما ببقى سعيد جدا وانا جاي وسعداء بتشريفك، ودايما نسعد بيك على شاشه قناه الاهلي. الله يخليك، سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. كابتن فكري صالح، عندنا موضوعات كتير قوي حابين نسمع رايك فيها النهارده، نبداها بمنتخب مصر. الحدث الاهم حاليا هو منتخبنا الوطني وانطلاق، اولا رايك ايه في انطلاق البطوله وفي شكل افتتاح كاس الامم الافريقيه؟ والله انا طبعا عايز اهنئ نفسي واهنئ كل واحد من شعب مصر العظيم، ان احنا ربنا ادانا هدية من عنده، هو سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما كان بيقول مصر ام الدنيا وانا عايزها تبقى قد الدنيا. انا شفت يوم الافتتاح ان بدأت مصر تبقى قد الدنيا، سواء في عيون المصريين او في عيون العرب او في عيون الاجانب وتعليقات كل محطات الاجانب. خلي بالك ان بعض لقطات التلفزيونيه ما كانتش قادره تتذاع عندنا، كانت بتتذاع بره بشكل معين تاني مختلف للاجانب، امكانيات الميديا بره اكتر.
فطبعا انا فخور جدا جدا ان انا الاقي حدث زي ده. وخلي بالك ان اي حد بينظم بطوله بيقعد سنتين وست شهور اما بياخد قرار ان البطوله عنده، سنتين وست شهور وبعض الايام. احنا خدناه في اقل من 4 شهور لان كان عندك شهر رمضان العظيم والاعتذارات اللي حصلت قبلنا. لا انا قصدي انت استلمت المهمه في وقت قبل البطوله جدا. في 4 شهور كونك انك تعمل كل ده بكل الانظمه تغيرها، يبقى عندك انت عندك استاد القاهره دلوقتي ارضيه الملعب زي اي ارضيه في العالم، مش على مستوى العالم العربي، لا في العالم. لو اتكلمت على ريال مدريد، اتكلمت على اي نادي بره، هتلاقي المواصفات اللي موجوده في استاد القاهره النهارده نفس المواصفات اللي موجوده عالميا. فطبعا ده ابننا العزيز ابن النادي الاهلي ونجمنا الكابتن محمد فضل مدير البطوله، اللي يعني كلنا طبعا بنشيد بجهده الكبير مع فريق العمل المصاحب له. كان عمل حوار في الايام اللي فاتت وقال ان احنا قدرنا في زمن قياسي ننقل ملاعبنا والبنيه التحتيه الرياضيه واستاداتنا المصريه 15 سنه لقدام. لا انا عارف اللي حصل، عايز ارفع القبعه له لحاجه واحده، انه اشتغل في صمت ما اتكلمش عن حاجه. يعني الكابتن فضل اشتغل واشتغل واشتغل واحنا شفنا النتيجه، وهو ده اللي احنا عايزينه الفتره القادمه. يعني حضرتك شفت صوره مشرفه لمصر امام العالم كله يوم افتتاح كاس الامم، ده بلا شك. نخش بقى بعد هذا الافتتاح العظيم، كانت في مباراه صعبه جدا على منتخب مصر. ليه؟ صعوبتها ان انت اولا بتلعب على لاول مره من فتره طويله جدا على استاد القاهره وامام الجماهير، ومطلوب منك هذه البطولة بعد هذه المواصفات دي لازم تاخدها. كل ده عبء زائد طول السنة اللي فاتت بأحداثها بالتأجيلات. السنة كلها كانت انت عارف في راحات قليلة، في ماتشات بتتلعب كل 3 أيام، كل ده انعكس على الأداء. وكان الأداء بتاعنا أنا بعتبره في أول تايم كان يعتبر اداء كويس، ضيعنا فرص. يعني بلغتك الراقيه جدا عايز توصف بانه كان يعني بس بلغه مهذبه جدا، وكان موسم ملخبط بكل المقاييس يعني. فبالتالي كل ده ادى ان احنا شفنا اللعيبه حتى التايم الثاني العطاء بتاعها قل عن التايم الا واحد. العطاء بتاعه محمد الشناوي كحارس مرمى، بما اني ده تخصصي انا شفته، يعني يكفي ان انا بلغه الارقام هو لمس الكوره اول تايم 4 مرات، منهم واحده اللي هي الانفراد، الكوره السريعه اللي اتلعبت من الفاول في الدقيقه 54 دي كانت ممكن تغير مجرى المباراه كلها. وصلت لكمان امهر لاعبيهم بليات هو اللي حاول يحرز الهدف، يعني لولا انه تصدى لان كان في تمركز رائع وفي توقيت مناسب جدا. كان عنده شخصيه حارس المرمى اللي هي شخصية حارس مرمى المنتخب، اللي هي تقدر في وقت الزنقة لأنا موجود. نيجي تاني طيب هنلاقي لمس الكورة 33 مرة، يعني أنا بقول 4 مرات في الشوط الأول. طبعا فيهم ال 33 مش كلهم مواقف، فيهم بداية هجمات 14 مرة كلهم صحيحة، كورتين بالعرض، موقفين بالعرض تصدى لهم، كرة خلفية عكسية قدر يجيبها، تسديدات 3 تسديدات قدر يتعامل معاهم بكل ذكاء. بداية الهجمات بتاعته كانت سيطرته على خط الظهر في التوقيت الصعب ده. خلي بالك ان اخر 9 دقايق كانت صعبة علينا، وهم كانوا بدأوا لانه هدف واحد والفريق هدف واحد بدأ يحاول بقى يتعادل، وانت هدفك انك انت توصل بال3 بونت. فانا بحييه وبتمنى له ان مباراه اوغندا، مباراه الكونغو ثم اوغندا، يستمر على هذا العطاء، هيبقى له شأن كبير. يعني حضرتك شايف ان نجمنا محمد الشناوي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ادى مباراه فنيا مقنعه بالنسبه لكابتن فكري صالح، مقنعه جدا بالنسبه لي، مباراه مستواها عالي، مستواها عالي جدا رغم قله المواقف زي ما بقول لك، بس في موقف واحد غير مجرى المباراه كان ممكن يدخلنا في حسابات تانية. زايد انا مش ببص صد ايه وعمل ايه، الشخصيه بتاعته كانت عامله ازاي. انت
التحركات بتاعته، هل بداية الهجمة بتاعته صح ولا غلط، وإمتى، إزاي في توقيت معين يقدر يسيطر، كل ده أنا بشوفه بمنظار معين. طيب الحالة اللي حصلت قبل كأس الأمم، وإحنا نرجع لكأس الأمم بعد شوية ونسمع رأي حضرتك في مستوى حراس منتخبنا بشكل عام، سواء النجم محمد الشناوي اللي بيبدأ حاليا كحارس أساسي للمنتخب أو البدلاء اللي لا يقلوا طبعا، وكان في منافسة بينهم طول الفترة اللي فاتت، مريت بده حضرتك مع الكابتن الجوهري رحمه الله والجهاز الفني في مواقف كثيرة كان دايما مطروح في فترات الحضري ولا نادر مع حفظ الألقاب للجميع، نجمين كبار، مين الأجهز للبطولة دي، وكان دايما بيثار إن في قرارات وفي خلافات فنية بتوصله من خلال القرار، إزاي بيتخذ القرار ده داخل كواليس الجهاز الفني للمنتخب؟ والله انا هديك امثله عشان اقرب. في بوركينا فاسو انا بدات بنادر ساي، ودايما اما ببدا كنت اما بنقعد على الترابيزه كابتن علاء نبيل وكابتن فتحي مبروك والجنرال العظيم كابتن محمود الجوره رحمه الله عليه وانا، فكنا اما باجي فكري الحارس بتاعك مين، بقول مين وليه، وكان لازم بحط دايما على الاقل ثلاث اسباب، واحد اتنين تلاتة، فكان ياخد ويسأل الجهاز كله وبعدين في الاخر يقول انا مع الكابتن. تقييم فني بحت يا كابتن فكري. مش بتحبه وتكره، لا 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 مش عندي حارس دايما عايزه هو اللي يبتدي، وهنوضح للناس ان حضرتك قراراتك والله اختلفت. والله بحلف بالله واتحاسب على هذا القسم يا كابتن، انا في وقت من الاوقات كنت بحبه جون وفي جون اقل منه في الحب، انما انا كنت واقف مع الجون اللي هو اقل من قلبي، اللي هو مش اقرب لك يعني، ليه؟ تاني الاقرب ليه يا كابتن محمد؟ لاني انا غلطت غلطه مره واحده في حياتي ومن بعديها العدل اساس الملك. الغلطه دي كانت في كوماسي مع نادي الزمالك اما اتغلبنا 5-1، هي غلطه واحده في حياتي، بعديها بقيت لا عواطف بالنسبه ليا وانا بحط اي قرار عشان ربنا يكرم. طب ما دام اتكلمت بالصراحه دي، تحب تقولها لنا ذكرياتك عن الموقف ده، او ايه الحاجه اللي قلت ان انا اخطات فيها فمش قررت؟ انا كان المفروض هنلعب مباراه مهمه جدا مع كوماسي، وكان الكابتن عادل مأمور كان عنده وتر اكيلس كان اتقطع وعمل عمليه وكان راجع من الاصابه لسه مش جاهز، وكان ايمن طاهر جاهز جدا، كابتن ايمن طاهر، فكان الجهاز الفني برضو باركر كان بياخد بالاصوات، كابتن محمود سعد صوت، كابتن احمد مصطفى صوت، وانا صوت، وهو صوتين، وهو كان مقتنع ان انا تماما العدل اساس الملك، لا بحبه ولا بكره، فححط ايمن طاهر. فلما جه نحط يوميها سال الكابتن محمود سعد قال له عادل مأمون، كابتن احمد مصطفى قال له عادل مأمون، كابتن فكري عارف هيقول ايمن طاهر، فوجئ بيا ان انا حطيت وشي كده وقلت له عادل مأمون. الراجل اتجنن، وشه ده احمر واخضر، لان كنت ساعتها لو هو قرر انه كابتن ايمن طاهر معاك هيرجح الثلاث اصوات. ما هو انا بحكي له، فراح قايل انا عمري ما هغير، انا همشي بقرار. ايه اللي خلاك تقرر انه كابتن عادل في الوقت ده؟ قلت امشي مع المجموعه يعني؟ مش امشي مع المجموعه كابتن، انا صريح، كابتن محمود سعد وكابتن احمد الصفا اثروا عليا في قرار. قرارهم اثر على قرارك؟ لا 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 لا، قبل ما اخش القعده، طلبوا منك تختار، طلب ان عادل مأمور وابني وانه طالع من اصابه ولازم نقف جنبه، وهو يعني هيحصل ايه، هو مش هيقدر، رغم احنا كنا عاملين حاجه غريبه، كنا عاملين انا واخد ايمن طاهر وهو واخد عادل مأمور، كان الماتش ده الراجل قاري ان هو كلها اوفرات يعني كرة عرضيه، فالجون هيختبر ومحتاجين يبقى جاهز، فهو كنا بنشوف مين، وفعلا الخمس تجوان دخلوا كرة عرضيه. فيعني دي قصة الوحيدة اللي في حياتي يا كابتن، من بعدها ما كررت يعني لم أقررها، اللي مش جاهز ما مختلفش، استحالة حتى لو أنا قلت الصح ونزلت وحصل حاجة غلط، بس الحمد لله من يوميها أنا اخترت عامر شفيع 17 سنة ونص جون درجة تانية في الأردن، الكابتن جوري رحمة الله عليه بقى يروح ويجي يقول لي عامر شفيع ده ما لعبش قبل كده، طب الخبرات، اقول له يا كابتن انا يعني هضيع اسمي واسمك، عامر شفيع بتفرج عليه احسن واحد شايفه في الماتش، لا كان لسه درجه تانية، ده كان عمره ما لعب منتخب درجه، ده راجل ما لعبش، واسمه الامير علي بن حسين عايز جيل جديد من الحراس، فانا كنت بشتغل معاه بقالي تالي، فالكابتن كان جوري عايز يعمل ايه، يمسك العصايه من النص، احط جوان اتنين كبار وعامر شفيع، قلت له لا، لاخد الثلاثه الكبار، لاخد ثلاثه صغيرين،
فيعيني يروح ويرجع ثلاث مرات. قال لي يا فكري، قلت له يا كابتن انا عمري خذلتك، توكل على الله. فعلا كان عند حسن ظن الولد، خد في اول بطوله لعبها دي وهو درجه ثانيه في يعني حضرتك اخترته من متابعتك له في الدرجه الثانيه في مباراه الدرجه الثانيه. وكان 17 سنه وما فيش خبرات لسه، ولعب اول بطوله دي كانت البطوله العربيه، ما كانش فيها احسن حارس مرمى، كان فيها احسن لاعب، خد احسن لاعب في البطوله هنا بقى دور العين الخبيره وتاثيرها ان انا اختار الافضل يا كابتن فكري، ده امر مهم جدا في كره القدم. ده اكيد وله تاثير كبير على النتائج. وانا برضو مقتنع ان الكابتن، لان الكابتن احمد ناجي مدرب عظيم، خبراته طويله جدا سواء في النادي الاهلي، سواء في خارج مصر، في ايران، سواء في قطر، يعني راجل خبراته كبيره جدا وبيعرف يجهز كويس قوي. فهو اكيد حته الاختيار دي، هو اصل ده بوزيشن واحد، مركز واحد، يعني حارس المرمى هو واحد يعني غير الفرق. وجالكوا وقت كان في بينكوا تنسيق مشترك، لان حضرتك كنت في منتخب مصر في الجهاز، وكابتن ناجي كان في جهاز النادي الاهلي، وكان في وقت وصل مع الكابتن عصام الحضري لاعلى مستوى بقيت حضرتك بتعتمد عليه. هنرجع نكمل كلامنا عن المرحله اللي حضرتك قلت فيها للجهاز الفني ورحمه الله عليك كابتن الجوهري والجهاز المعاون، انه انا مقتنع، يعني كلام على لسان كابتن فكري صالح، بان نادر السيد افضل في البطوله دي وهو اللي يبدا كاساسي، واعتمدوا على رايك. وفي بطوله اخرى قررت ان الكابتن الحضري هو الاجهز وهو اللي هيبدا، واحترم رايك. في المرتين كنت حضرتك موفق في القرارات، ولانها بتبقى دايما باسبابها، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اسباب علميه، اسباب فنيه. فحتى في عايزين نفكر الناس بالموقفين دول. في بوركينا فاسو، في بوركينا فاسو احنا بدات بنادر السيد، رغم ان عصام الحضري كان هو الاساسي، ولكن بدات بنادر السيد بناء على ايه؟ مش قبليها بيوم كان عندي بطوله وديه الناس ناسيه في تايلاند، اربع ماتشات، فعصام خد ماتشين ونادر السيد خد ماتشين. النتيجه بتاعتها تقول لي لا، الجون اللي جاهز هو نادر السيد. فخدت القرار مش قبل المباراه بيوم، مش قبل المباراه بيوم، من خلال المعسكر، من قبليها ب 10 ايام 15 يوم كان القرار عندي وكنت قايله. وقد كان نادر عمل بطوله. وبعمل ايه يا كابتن محمد؟ بقول للكابتن جوهري عشان يقول للجهاز، عشان لو في تغيير، ما انا مش عايز اشد العمليه قبل البطوله بيوم. لا ده خلاص مش عايز توقف، عايز اللاعب. انا خدت الاوكي، بس بقى مخبي ليه؟ لاني وارد الاصابه في اي لحظه. صحيح، فمش عايز حد يهتم بالتدريبات، ولكن يبقى انا عارف بدي الراجل اللي حبدا. كيف كان يتعامل؟ يعني بعد الفاصل هنستكمل حديث حضرتك كابتن فكري صالح، ونعرف ازاي كان الكابتن الجوهري وجهاز المعاون بيحترم رايك، يحترم التخصص، وياخد براي مدرب حراس المرمى وهو اللي قرر مين يلعب المباراه دي، رغم تاريخ وخبرات كبيره جدا موجوده عند الكابتن الجوهري. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالكابتن فكري صالح صاحب الخبرات الطويله في مجال تدريب حراس المرمى على مستوى الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. اهلا بحضرتك مره ثانيه كابتن فكري. اهلا بيك كابتن محمد. قبل الفاصل كنا بنتكلم كيف كان يتعامل بديمقراطيه شديده رغم خبراته وقوه شخصيته المعروف عنه الكابتن الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري والجهاز المعاون، لما كابتن فكري يقول الرؤيه الفنيه ان انا هختار حارس المرمى الفلاني هو اللي هيبدا المباراه. حضري، نادر، بنتكلم عن اي نجم من نجومنا. بوركينا فاسو مثلا، بدأنا البطولة بنادر السيد، رغم ان هو كان عصام رقم واحد. اما لعبنا ماتشين الاولانيين وجينا هنلعب المغرب، فوجئت ان الجهاز كله عايز يلعب عصام الحضري. الجهاز كله، يعني كابتن جول علاء نبيل، كابتن علاء نبيل عظيم، كابتن فتحي مبروك العظيم القدير. فقلت لهم لا على الترابيزة. ولا ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، رغم ان الكابتن جوري كان ميال معاهم، يعني ما كانش خد القرار، ميال معاهم، انما بمجرد ما قلت اسبابي قعد قال لهم انا مع الكابتن فكري في اسباب، خلص. ولو تفتكر نادر كمل، وكان الاختيار نجمنا الكابتن نادر السيد في 98 وتألق،
وكان الاختيار وكان ظهر ايضا بمستوى اكتر من رائع كابتن عصام الحضري في 2002. قصه ثانيه مصطفى كان بديله وكان الاحتياطي في 2002 هو نادر السيد والاساسي عصام الحضري. تبادلوا هم الادوار في المنافسه بينهم لان كل وقت دايما انا اقول كل وقت له اداء. اهم حاجه تاخد التايمينج المظبوط وبرده ما تعملش ضغط على الحراس، لان كان لازم دايما لما ببدا بطوله اوازن ان الثلاثه محتاجهم. انا هدي لك مثال، انا في بطوله افريقيا 82 احتجت ثلاث حراس مرمى لعب، ومين بقى هم؟ بدانا بعادل مأمور اصيب، لعب اكرامي العظيم وخد في البطوله دي 82 وحش افريقيا من الاداء الغير طبيعي. ثلاثه اتعور، نزل مين المباراه النهائيه؟ كنا بقى وصلنا ضربات جزاء ضاعت وبتاع، فلعبنا على الثالث والرابع. نزل الكابتن العظيم رحمة الله عليه ثابت البطل. يعني الثلاث حراس مرمى بالوزن اللي أنا بحكيهولك لعبوا بطولة في نيجيريا، بطولة أفريقية. البطولة كانت سنة 1982. فعايز أقول وارد كل حاجة. النهاردة لازم أحافظ على الثلاث حراس. يعني النهاردة محمد الشناوي بيلعب، أحمد الشناوي وجنش دول أحسن ثلاث جوان موجودين على الساحة حاليا، كل واحد له الميزة بتاعته. لازم أحافظ على الثلاثة دول. محمد بيلعب كلنا وراه، لأن وارد أن حضرتك اللي تلعب النهائي، ووارد أن حضرتك تلعب قبل النهائي. لازم يبقى كله مركز، لازم يبقى كله مركز في كل الدرجة وينسى نفسه، والكل على قلب رجل واحد، ودي الأهم. يعني بتمرن، يعني هل مطلوب المنتخب يدرب كل حراس المرمى بنفس الجدية ونفس درجة الفوكس أو التركيز على كل حارس مهما كان الحارس الأساسي، إن كله يتمرن بنفس جرعات التمرين، نفس الاهتمام الفني؟ بالعكس، لأن اللي لعب خلاص، اللي لعب مش عشان لعب، حمل الماتش لازم أديه للتاني والتالت. خلي بالك ان ممكن يبقوا عايزين جرعات اكتر شويه، ان ايوه عشان حمل الماتش ده مش هقدر اديه الا بتدريب زياده عشان ياخد الاعباء النفسيه اللي كانت موجوده في المباراه. فانما اهم من كل ده ان لازم الكل مع الكابتن القدير حبيبي واخويا وابني احمد ناجي، لازم يكونوا على قلب رجل واحد، ويبقوا واقفين فعلا. لو احنا نفتكر بوركينا فاسو كان عصام الحضري، كل نادر السيد هو اللي بيروح يشيله لو تفتكر. صحيح. لو نرجع ليه دي بتديك الانطباع، بوركينا فاسو كان نادر السيد، ما هو كان نادر بس مين اللي بيروح، مين اللي بيروح يحتفل معاه بعد كل مباراه، بالذات مثلا لما كسبنا بوركينا فاسو خلاص هنلعب النهائي مع جنوب افريقيا، ضربات الجزاء مع ساحل العاج، بطوله 98 قدامنا، مين اللي كان بيجري؟ كابتن نادر السيد عمل بطوله مستواها رائع، منتخبنا كله كان مفاجئ في البطوله، دخل فيه جون واحد، لان كمان كابتن محمود الجوهري كان ذكي جدا في انه ما رفعش سقف التوقعات، وقال انا تصنيفي بعيد قوي في البطوله دي، وقال انا رايح وانا في المركز ال 13 بس، واحنا رايحين والله والله يا محمد، واحنا رايحين رغم الظروف الصعبه. قال لك سيب الجمهور وسيب الناس، احنا مش هنرجع الا بالبطوله، ده من اول دي البطوله اللي فيه نقاد اعتذروا للنجم حسام أيوة حسن. أيوة أيوة. لما قالوا له كفايه عليك في الاصابه اللي سبقت البطوله، عواجيز الفرح، انت فاكر العنوان؟ ما هو العنوان واحنا طالعين عواجيز الفرح. طب اقول لك حاجه، اتحاد الكوره استلم منا المخازن يعني حتى اتحاد الكوره كان شايل الطوبه بتاعتنا، خد المخزن بتاعنا اللي كان موجود في دار الدفاع الجوي، انكم راجعين تمشوا، ان احنا راجعين ماشيين. فعايز اقول لك كده، يعني فده مهم جدا، ان لان الثلاث حراس الاصابه بتيجي في لحظه، فوارد ان الثلاثه، وانا متاكد يعني انا حتى في زياره كده مع الكابتن الروح المعنويه عاليه جدا وما شاء الله. سواء لا، وزي ما حضرتك قلت احنا كلنا على ثقه بخبرات كابتن ناجي، وانه قادر على اعداد الحراس بافضل شكل، النوعيه اللي موجوده اذا كان احمد الشناوي او جنش، ما شاء الله فهم على قلب رجل واحد، وبالتوفيق. لان هو حارس المرمى النهارده 70% يا كابتن محمد، يعني كل ما هذا البوزيشن هيبقى قوي قوي للخطوط احنا بنقرب من البطوله. طيب كابتن فكري، يعني واضح من كلام حضرتك انك مقتنع بمستوى حراس المرمى في الدوري المصري ومستواهم الفني، وطبعا منهم افضل الاختيارات اللي انضمت للمنتخب، نجمنا محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش، كل النجوم الموجودين في منتخب مصر نجوم حراسه المرمى من الاهلي والزمالك وبيراميدز حاليا. حضرتك مش مع الاراء اللي بتقول ان الجيل الحالي اقل موهبه من اللي فاتوا؟ يعني في ناس بتقول كان في وقت زي ما حضرتك قلت المنافسه بين اسماء
كابتن عادل مأمور، مع كابتن إكرامي، مع كابتن ثابت البطل، مع الكابتن شوبير دخل مع المجموعة دي، وبعدهم جيل تاني كابتن الحضري وكابتن نادر السيد وكابتن عبد الواحد السيد، أجيال كل حارس منهم حارس طرع بالعليم عشان ودخلت أسماء تانية يعني، بس احنا بنتكلم في المجموعة اللي كانت الأبرز في الفترة دي، ودخل بين الأجيال دي طبعا أسماء تانية كلهم على مستوى عالي قوي. جاء وقت بدأت الناس تقول ما بقاش عندنا الحارس القوي جدا، ما بقاش عندنا حراس المرمى زي زمان. حضرتك مختلف مع أصحاب الرأي ده ولا لا؟ طبعا مصر يا أستاذ محمد دايما وزي ما بيقولوا ولادة، المواهب لا تنضب، وده اللي خلاني أما نبقى في وقت نتكلم عن المشروع اللي أنا بعمله. هو ده وقت الانتقال للمشروع. الميت حارس مرمى محترف. ليه؟ بدأت إزاي الفكرة؟ أو عايزين حضرتك تدي العنوان الرئيسي للناس، ومن أين جاءت الفكرة؟ الفكرة جت أن مصر 105 مليون وما تلاقيش حارس مرمى محترف بره، او تلاقي المشكله اللي احنا بنلاقيها حارس مرمى فوق شويه والمستوى ينزل والمستوى يطلع. طب ازاي دي مصر دي مليانه؟ فكان الفكر اللي جالي ان انا عايز اعمل مشروع، المشروع ده يبدا من 5 سنين ل20 سنة، ويبقى ازاي ادي هذا الحارس الجرعات المظبوطه اللي تخليه من الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه وحتى من اللغات. انت عايز واحد محترف يبقى لازم من صغره يبقى بيتكلم لغات، يبقى لازم من صغره عايز اعمل التربيه والتعليم. احنا كان زمان نقول التربيه والتعليم، قبل التعليم فيه ايه؟ التربيه. وده اللي انا بعمله دلوقتي. لقيت راجل وطن، هذا الرجل اما عرضت عليه هذا الكلام لقيته موافق على كل حاجه، قلت له خلاص جهد نعمل عقد. قلت له انا كلمتي هي العقد، انا سليل او انا من ابناء الجنرال العظيم محمود الجوهري، احنا قعدنا في الاردن 3 سنين بدون عقد بكلمه، فانا خلاص. وفعلا بدانا اتفاق شفوي بس شفوي مع اللقاء المسؤولين عن كره القدم، عن الاستاذ ايمن عوض، هو يعني انسان مصري وطني جدع. وبدانا ده كابتن محمود الجنرال العظيم الجوهري، فبدانا بطلعت حرب. النهارده احنا عندنا ست فروع، طلعت حرب والطيران 2، مصر الجديدة والتجمع والمقطم، وعندنا اسكندرية الأسبوع الجاي افتتاح. وفي إقبال، حجم الإقبال مرضي أو مقنع؟ النهاردة عندي فوق 130 حارس، بس خلي بالك أنا جالي بتاع 2000 اخترت 130 منهم، مش أي حد بيجي لي باخده، مش أكاديمية، في معايير فنية في مجرد اشتراك أو حاجة كده. وطبعا في مدربين حراس باخدهم من الورش اللي بعملها عشان يعرف يشتغل إزاي. ده مثلا جنين 4 سنين، بص فارس الشرقاسي اللي على الشمال ومروان عبد الرحمن، دول لما تتفرج عليهم تقول دول أقزام، 4 سنين و3 شهور و4 سنين و6 شهور. ليه أقزام؟ لأن بيعملوا كل حاجة حتى التكنيك، ووصلوا النهارده بعد 3 شهور بقى عندهم اي دي او عندهم. حضرتك عايز تقول للناس اللي هيتفرج على تحركاتهم يفكرهم كبار في السن؟ كبار في السن، انت فاهم قصدي؟ مثلا مروان ده يقدر يعمل ده، ياسين عصام الحضري اللي على الشمال، وده ابن الكابتن محمد صبحي عبد الله، ما شاء الله الاثنين برضو في الاكاديميه. وياسين ماشي يعني، ياسين عصام الحضري ماشي على خطى، ماشي على لا لا لا، ده ولد ما شاء الله، ده هيبقى قصه ثانيه يعني، حارس كبير تانية. ان شاء الله متوقع، لان بابا ما خدش الوقت اللي هو خده في التعليم. فده هياخد ده طبعا. انا بدي التحيه ده محمود الجوهر فكري صالح مع محمود الجوهري. حضرتك اخترت له اسم مركب على اسم هو كابتن جوهري، كان رحمه الله عليه يعتز بيه وبوالدته. فلما جه كان يعني محمود ده بالنسبه لينا يعني الله يرحمه كابتن جوهري. الصورة دي أنا برفع القبعة لهذا اللاعب الراجل اللي يحصل له أحمد حجازي إصابة إيه كسر يا كابتن، إصابة جديدة، والدكاترة تحاول تخرجه ولقى ويصمم إن هو يلعب ويلعب البطولة. هي دي مصر. لا، والناس كلها شافت سواء في الاستاد أو على الشاشات في التلفزيونات، كل الناس شافت وقرار طبيب المنتخب، هو بيقول الجهاز غيروه يا جماعة، يعني هو بيقول لا عايز أكمل الماتش. لا 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 لا، فهو دي الروح بقى اللي احنا دايما هي دي روح رجالة مصر. أنا طبعا برفع له القبعة، وليا الشرف إن أنا عايز ابني يبقى زيه في الرجولة دي وفي الجدعانة دي وفي حب مصر ده. هنا محمود الجوهري فكري صالح لاعب مش حارس مرمى. لا ده حارس مرمى، حارس مرمى ده أسد وادي دجلة. قلت بعد عن ده أسد وادي دجلة 2009 ما شاء الله يعني.
برضه يعني يمشي على خطى الوالد ومستواه فنيا. والله يعني انا ما دخلته حارس، انا لعبته مع الكابتن علي ماهر في الاكاديميه عنده 3 سنين في روما. لا قصدي حضرتك شايف ان مستواه بعيدا عن حبك لوكا ابنك. بص بقى انا قلت للكابتن وائل شيتوس الكلام وما احنا واقفين، قلت له بص يا كابتن انا هقول لك كلمه بس مش عشان ده ابني الوحيد اللي موجود ده هيبقى له شأن كبير اللي انت شايفه ده. فقال لي ايه محمود؟ قلت له مش عشان ابني، لان ده عنده كاريزما حارس المرمى موهوب من عند الله. يعني انت عارف محمود اول ما ينزل للماتشات اللي هي 2009 يطلبوا تزوير. ليه تزوير؟ لانه بيتكلم زي اي جون كبير. دي بقى مش انا اللي حاططها فيه، بيلاقوا فيه خبرات في شخصيته وطريقه كلامه وقيادته للفريق. هو مخلوق بيها عنده دي فروق فرديه بين شخص واخر، موهبه من عند ربنا في الجينات. ربنا ما بيخلق واحد ويديله الموهبه دي بتاعت الله، بتبان من سن هو صغير. هو عنده الكاريزما والشخصيه بتاعت حارس المرمى اللي بقى تفرق كتير بعد كده، لان في جون تقدر تعلمه بس ما عندوش، وما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يسيطر على الخط ده. وبرده رد على سؤالك كابتن محمد عشان ما اظلمش الاجيال دي على الاجيال زمان، الاجوان العظام بتوع زمان والاجوان العظام دلوقتي. الكوره عماله تتغير، الاتحاد الدولي ما يهموش حارس المرمى يصد، يهمه حارس المرمى يخش فيه جول. فبيعمل ايه؟ كل بطوله يغير الكواليتي بتاع الكوره، يغير الوزن بتاع الكوره، عمال يصعب القصه. النهارده كان حارس المرمى زمان الرؤيه موجوده، حاليا دلوقتي مفيش رؤيه بطرق اللعب اللي عماله تتغير. طيب يعني حضرتك متفائل بمستوى او بمستقبل حراسه المرمى في مصر؟ جدا. حضرتك قلت الاكاديميات دي البعد او الاهتمام بيها الاولويه فيها مش ماديه، بدليل ان ممكن يتقدم لكم واحد في الاكاديميه تشوف انه ما عندوش المواصفات. انا قلت لحضرتك اتقدم ليا بالظبط من يوم ما بدات المشروع ده 3 شهور 1200 1250، اللي اتقبل منهم 130. لو كانت الحسابات بس مكسب او بزنس انا بس انا كان بيصعب عليا الراجل بيصعب عليا يعني بس ايمن اقعد لان وهو خلي بالك اما حطينا قلت له عايز اقل سعر، يعني بنشوف المنطقه كلها حاطه سعر ايه وهو يروح حاطط اقل سعر. حتى الملابس قلت له لا انا عايز ملابس، انا بعمل حاجه لمصر، اللي هيديني ان اعمل دي لمصر اهلا بيه، وبالتالي بقدر اعمل الورش اللي انا انا عندي يا كابتن محمد خبرات انا عمري ما قلت انا محاضر لاني مش محاضر، انا كنت راجل ضابط صاعقه احد افراد جنود المؤسسة العسكرية فهمني، أو أحد أفراد جنود الشعب المصري كله في خدمته، عندي خبرات عايز قبل ما أقابل رب كريم إن أديها لأولاد لي مدربين تقدر تديها ليه؟ لأن أي خبرات يا كابتن محمد بيبقى فيها انكسار وفيها انتصار، أنا هشيل كل الانكسارات ودي الخبرات اللي تخلي دايما. يعني تخيل واحد النهارده عنده 22 سنة وتيجي تديله ورشة وتقول له ادي المفاتيح بتاعت 45 سنة، يبقى وانت وفرت لو في كمان زي ما حضرتك قلت في دروس ممكن تعلمه انه يتفادى ده عشان ما يخسرش. ما خلاص يعني ممكن تقول الخبرة بتاعتنا لما عملنا ده كذا انا بديله مفاتيح الانتصار. الانتصار وبقول له حط شخصيتك، يعني مش عايز فكر صالح تاني. لا انت حط يا كابتن محمد، بس حضرتك بتعلمه من خلال خبرات واقعية ومواقف ازاي يمشي صح، اسمها مفاتيح الخطوات اللي مشيت كل عليها كل حاجة مفاتيح لها. فهو ده اللي انا بعمله. وحاليا النهاردة احنا عملنا دبلومة العمالقة رقم 1، في دبلومة العمالقة رقم 2، دي مدرب جاي من الاتحاد الدولي الكسندر، الدكتور كابتن زكريا العوضي جاي من الامارات، كابتن ابراهيم رياض، يعني مجموعة كبيرة من الدكتور ابراهيم البطل، انا دكتور جمال محمد علي، يعني في هتبدأ من 1/7/7/7 ودي جاي لغايه دلوقتي 80 من 85 او حوالي من 80 85 مدرب من انحاء العالم العربي. عظيم. ده غير المصريين. عظيم. فهو ده العلم ده اما ياخدوا المدربين. طب وبالنسبه لمدربي حراس المرمى في مصر يا كابتن فكري كيف نؤهلهم؟ عشان دايما بنقول اللي عنده المهاره واللي عنده القدرات هينقلها، وفاقد الشيء لا يعطيه. ساعات نسمع مدرب يقول انا عندي سي في وعندي خبره كويسه، مين اللي هيحضرني في تدريب حراسه المرمى؟ وهو قد يكون محتاج جوانب فنيه كتيره. نكملها له عشان ينقلها للي بيدربهم. ازاي نطور مدرب حراس المرمى؟ انا عشان كده خدت قرار على نفسي ان انا كل شهر بعمل ورشتين في كل مصر. انا عملت لغايه دلوقتي 15 ورشه من بورسعيد لغايه اسوان،
وحتى قابل ان انا اروح العريش واروح مرسى مطروح اروح كل خريطة مصر. ليه؟ عشان اخد الخبرات دي واديها لهذا المدرب اللي هيطلع لي جيل من الواحات واللي هيطلع لي جيل من اسيوط، وما رحت الوادي الجديد يبقى فيه جيل من مدربين، لان كان فيها 45 مدرب. 45 مدرب دول لو كل واحد هيشتغل مع 4 او مع 5 او مع 6 بقى بنتكلم في 200 يبقى فهمتني. فانا بمشيئه الله دي طول ما في كراجل عسكري، طول ما انا موجود على الحياه كل شهر واي حد بيجي لي، يعني ما بقولش النهارده بن سويف، يعني دلوقتي طالبين مني فانا بعد ما اخلص الدبلومه اللي هي 1/7 دي بعد ما تخلص اروح رايح عامل في الشرقيه ثم كفر. حضرتك حابب فكره التوسع في نقل الخبرات دي في كل انحاء مصر؟ ده لازم. حضرتك شايف ان ده دورك، دي مسؤوليتك؟ ده هو ده الدور الجديد. خلي بالك انا مع مستر ماجد سامي العظيم رفضت ان انا امسك الفريق الاول بعد ما رحت الامارات. انا وانا ماسك الفريق الاول، ما هي القصه بدات ازاي؟ بقدر من الله انا ماسك مع ميدو الفريق الاول، رحت الامارات بعتوا لي دعوه، رحت طلع 4 مدربين من الارجنتين بعد ما حضرت 3 ايام. قالوا ايه؟ منهم واحد يا كابتن محمد 52 سنه، يعني راجل من الصغير، قال اللي اتعلمته في حياتي كوم، واللي انا خدته الثلاث ايام دول كوم تاني جدا. انا برفع قبعة للمستر فكري ان ومستغرب ان مصر ازاي يبقى فيها قامه زي كده. من هذا اليوم كان في كابتن زكريا العودي ده هناك، كابتن حسن مقيم، ومجدي اسماعيل. مجدي ده ابني مجدي عصام. قلت له يا مجدي انا مش هشتغل، وكلمت ماجد سامي ومستر علاء نور، قلت لهم انا مش هشتغل. لو عندكم مكان ليا ان انا كاشراف أهل. انما انا مش هشتغل. حاسس ان في الفتره دي حضرتك شايف ان رسالتك خلاص بعد نقل الخبرات اللي قالوا ايه 4 مدربين، يعني قول المدربين اللي كانوا موجودين كلهم مصريين حبايبي، اللي كان في المنتخب الاولمبي الشباب، انما دول ارجنتين عمري ما شفتهم. يطلع الكبير فيهم يترجم، وكان المترجم بتاعه مترجم مارادونا لان ما بينطقوش كلمه انجليزي. فقال الكلام ده، قال اللي انا خدته كان خد 4 ورش قبل كده في الامارات، قال بقى اللي انا خدته في الارجنتين والاربع ورش اللي هنا ده كوم، واللي انا خدته دي شهاده موضوعيه، دي اللي خلتني قلت لا لا, لا 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 انا لازم. انا شفت ان دي شهاده منصفه جدا لك، يبقى انا ليا دور. لا انت عارف بقى ما ربنا يديك طاقه كده. وكان واحد اسمه مجدي عصام للامانه مصري، راجل مدرب يعني بقاله 25 سنه هناك، قال يا كابتن ده دوره، ما ينفعش الامارات تبقى عامله كده. قال لي يعني الامارات حبيبتي تبقى عامله. انا كنت في الورشه 23، مصر ما فيهاش ورشه واحده. طيب كابتن فكري، ازاي نوصل المجهود الاولاد اللي دلوقتي بتشتغلوا معاهم في الاكاديميه، وحضرتك بتنقل الخبرات لمدربين وبدورهم بينقلوا للاولاد دول مع اشراف حضرتك المباشر عليهم، ازاي اوصل بالكوادر المميزه منهم انها تلاقي طريقها للمنتخبات وللانديه؟ ايه حلقه الوصل اللي هتحصل بينكم وبين الانديه والاجهزه الفنيه فيها او المشرفين على قطاعات الكره فيها وبين منتخباتنا الوطنيه؟ سؤال وجيه جدا كابتن محمد. انا عامل اللينك ده، فاتح قناه مع هولندا، فاتح قناه مع السويد، وانا بقول فاتح قناه يعني شخصيه مصريه عايشه هناك وقادره انها اي حد اجيبها تقدر تسوقها هناك، والامارات. واحنا بعتنا فعلا اول واحد للامارات ولد عنده 15 سنه اسمه احمد، طلع الامارات فعلا، راح الامارات وراح اختبارات هناك في نادي العين وبحدد لك، وطلع الثالث على 14 مدرب. هي ناقصه قرار، لاني القرار ده لو طلع من الاتحاد هيكمل، عشان طلع الثالث على 14، هم كانوا جايبين 14 جون من انحاء العالم، طلع الثالث في 14 وثلاث مدربين اجانب بيختبروه، مش مدربين مثلا مصريين هيجاملوا فكر صح، طلع الثالث ويقول لهم يعني عرفوا مين اللي اداك الحاجات دي، لان شغلنا مختلف عن اي اكل ما شاء الله. يعني الخطوات بدات عندي دلوقتي، عندي دلوقتي نادي الداخليه حاليا في 2 فوق السن تحت الاختبار ولعبوا ماتشات معاهم، وفي 2 تحت السن معاهم، 4 حراس مرمى، نور واحمد ومحمدي ومحمد الشرقاوي. عندي جون بلال يلعب في اي نادي، يلعب اهلي زمالك، بس سنه كام؟ 20 سنه. يلعب في اي نادي اسمه محمد بلال.
جاهز لانديه القمه في مصر. وانا بحكي حتى في الاهلي وانا حتى مستوى الاهلي يعني انا او انا لما ببعت العين ببعت ايه؟ ببعت هو الشريط والشغل بتاعه واروح بعته بيشوفوه واروح بعت مش واحد ابعت ثلاثه وهم يقولوا الموضوع ده مش بس رساله فنيه حقيقيه كانت كل حاجه ممكن يبقى له بعد تسويقي ومادي يبقى بزنس ناجح جدا كمان انا ما ببصش بمعايير النهارده حضرتك مركز على البعد الخاص بنقل الخبره اكتر لكن ده ممكن كمان يبقى له مردود مادي جيد جدا وبرضو ان انا بساعد يعني. ابني يعني واحد زي محمد بلال ده لما ينجح ويروح نادي وهو ما كانش حد مقتنع بيه يبقى انا اديت واحد كان مظلوم ده اسمه ده خارج لان ده مش شرعيه محمد بلال ده مش شرعيه محدش عارفه خالص ومش حتى انه من عند فكرة صالح حضرتك شايف النجاح كل اسمه هيبقى نجاح شخصي للكابتن فكرة صالح احنا اسمنا مملكة العمالقة سبورت ستار ولا برضو الراجل بيبص انه طالع من سبورت ستار ان الرسالة بتاعتنا كابتن محمد احنا عندنا رسالة عايزين نوصلها امام الله نمرة واحد هي دي فرع اسكندرية انا بتحدى ان شاء الله التجهيزات اللي بتتعمل بالكابتن هشام زكريا هناك هيبقى افتتاح اسطوري يوم الجمعة الجاية مش عايز اقول لك من قبل ما نفتتح الناس لغايه دلوقتي 20 30 واحد طالبين يخش عايز اقول انا بفرح ان انا حاسس ان دي شجره فالشجره عماله تكبر حتى اما عملت الورش سميتها شجره العمالقه اللي هي ايه بقى الحب والوفاء والاخلاص طب لو طالبين منك يعني من غير حرج بموضوعيه شديده نصيحه مجانية دلوقتي حضرتك بتقدمها من خبراتك الكبيرة وحصيلة مشوارك الناجح جدا مع حراسة المرمى وتدريب حراس المرمى لحراس المرمى في الدوري المصري لمدربي حراس المرمى في الدوري المصري خطأ شايفه متكرر شائع بيحصل كتير قوي محدش بيتدرجه خالص common mistake أولا لازم قبل ما أدي الحراس أدي ولادي المدربين أقول لولادي المدربين من فضلكم العلم في حراسة المرمى بيتغير من يعني أنا بعد بطولة أفريقية دي لازم هتتغير حاجات فلازم عليك أنك أنت تزود نفسك دايما وخلي بالك من حتة التمركز أن حارس المرمى عبارة عن بقول دايما وبقولها كلمتين مساحة وزمن فهي الحتة دي اللي تعمل شغلك كلها عليه المساحة هي التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم والزمن سرعة رد الفعل فيتموس حتى تصل للفيتمو ثانية بتاعت الدكتور سويل فده اللي أنا بقوله نادي مليان خبرة نادي الأهلي كابتن طارق ده من ولادي الأعزاء طارق سليمان كابتن طارق سليمان ومدرب ما شاء الله عنده خامات كويسة جدا بس خلي بالك إن في ظروف يعني النهاردة شريف إكرامي النهاردة كان بيلعب أنا فاكر سنتين ثلاثة كلين شيت أما لعب في الجونة وطبعا من هنا بقول له ألف سلام عليك وأنا اطمنيت من إكرامي الكبير أن الحمد لله القصة اللي كانت الحاجة الزايدة اللي كانت بتشيلها إكرام ده يا جماعة في الجونة خد أحسن حارس مرمى وهو في الجونة فالنهاردة النادي الأهلي مليء كابتن علي لطفي ده ابني يعني ما شاء الله عليه فعايز اقول النادي الاهلي مليء بعمالقه ظروف كانت متغيره تعرف تغيير جهاز مع تغيير سيستم طريقه مع اصابات يعني في جوان لعبت وكان في ناس عن في سته اصابات مثلا في الفرقه فكل حاجه كان لها بتاثر على حارس المرمى فريقه كامل قدامه النهارده لما اجي ابص محمد الشناوي واخد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم اللي مش اي حد ياخدها في حاجات ايجابيه كتيره بس انا برضو عليا كمدرب حراس ان انا اراجع في ايه وبرضو بدي نصيحه لكل اولادي خلي بالك العامل النفسي انت بتدرب تدريب فني وتدريب بدني ولكن اهم من الاتنين دول التدريب النفسي عشان يبقى فيه الاتزان النفسي اللي موجود من اول يوم في حراس ممكن ما يكملوش لانهم فنيا كويسين بس نفسيا عندهمش الثبات الانفعالي بتاع التحمل عشان كده انا عشان كده وحدي مثل لو تفتكر ايام فريق الشباب كان اللي بيلعب كل البطولات ابو جبل العظيم كل التصفيات بس لما بدانا البطوله لعب مين علي لطفي
طب لو علي لطفي مش جاهز نفسيا يقدر يبقى واحد اللي لعب التصفيات كلها وفجأة يقولوا له وفجأة تقول له لا خش يلعب البطولة؟ دي سمات في الشخصية بقى. لا هو ازاي تعد؟ انا كنت بعدهم نفسيا وهم اكيد سامعيني اذا كان ابو جبل ابني او علي لطفي. بعد انا كنا انزل غيط اقول لهم سيادة الرئيس هيقعد فين؟ اول مرة قالوا كان فكر اتجنن. يعني انت عارف في حاجة اسمها التخيل والتخزين، فبتخلي الحارس المرمى بتاعك من اول يوم بتدربه انت خلي بالك ان جوان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بيلعبوا تحت ضغط جماهير، لازم تعدوهم الاعداد النفسي من اول لحظه مسكت فيها التدريب. ازاي بقى؟ خطه معينه فيها اسمها خطه الاعداد النفسي، وده بقى كتير يعني كبير قوي لو حكينا. طب الاعداد النفسي بصراحه كافي ولا احيانا لا يعني لازم في دور مكمل لشخصيه الحارس نفسه؟ يعني حضرتك ممكن تبذل نفس الجهد تلاقي حارس استجاب وبقى عنده كل سمات القائد في الملعب والثبات الانفعالي، وحارس اخر ما عندوش المواصفات دي ولا كلهم بيستجيبوا. اصلي انا لازم اخد زي الدكتور، دكتور حتى النفسي اما ما يقدرش يعالجك الا لما يقعد معاك قاعده والثانيه والثالثه. انا لازم اخد مفتاح عصام الحضري، واخد مفتاح اكرامي الكبير، واخد مفتاح سطوحي، واخد مفتاح الله يرحمه ثابت البطل، عشان اتعامل مع ثابت البطل. انا لما كنت بجيب العظماء دول خلي بالك انا كنت اصغر منهم، يعني علي النجار كان اكبر مني بعشر سنين، كابتن سطوح المنصور اكبر مني بست سنين، كابتن ثابت البطل العظيم اكبر مني بثلاث سنين، كان اللي قدي ممكن اكرامي الكبير. طب انا كنت ازاي بتعامل؟ لاني عندي القدره من عند الله ازاي باخد مفتاح الراجل ده، المفتاح اللي بيديني الشخصيه بتاعته، فبقدر اتعامل معاه من هذا لاني خدت المفتاح. طب انا هضرب لحضرتك مثال وحضرتك تحلل لنا الحاله دي، بس انا ما استاذنتوش اني اقول فمش هقول الاسم. هو حارس مرمى سابق صديق عزيز كان متميز جدا، قال لي وانا بديل وانا احتياطي كنت بلعب ماتشات والجمهور والاعلام بيقول هو فين ده يستحق بيلعب ماتشات بمستوى عالي جدا وهو بديل. اول ما لقى نفسه بقى الحارس رقم واحد قال انا ما احتملتش الضغوط الجماهيريه والاعلاميه وبقيت اخطاء فنيه كتير فما استمرتش، لاني كان الماتش بالنسبه لي سهل ماتش 2 3 كبديل. لما بقيت انا نمره واحد لا لقيت نفسي بغلط كتير قوي غلطات. مين بقى كان هنا الدور ده؟ دور اللي كان بيعده نفسيا. لا لازم ما يخلوش ما جهزوش نفسيا خالص الفتره دي. ده اللي انا بقوله، مش بتكلم على انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام في اي نادي ده دور مهم جدا مهم جدا جدا، عشان تنجح لازم نمره معاك مفتاح شخصيه الحارس اللي معاك. طب سؤال فني سريع يا كابتن فكري، مشاكلنا ده هو عصام الحضري بعد اذنك حضرتك حد يقدر يلبسه شورت بعد 30 سنه؟ حد يقدر يحلق له شعره اللي بقاله 30 40 45 سنه بيه؟ عصام الحضري تقدر تغير كل اللي انت شفته ده الا اذا كان معاك المفتاح؟ لا طب الكي بتاع الشخصيه بتاعته ازاي توصل له؟ لا وده وصل لمراحل كمان من الاعداد النفسي سواء بالشغل مع حضرتك في المنتخب او مع الكابتن ناجي في الاهلي، انه كان بيتحدى نفسه. يعني دخل في تحدي وقت تعاقد الاهلي مع نادر السيد وبقى في نجمين كبار جدا في حراسة المرمى وتغلب على نفسه. انا هقول لك مستوى غير مسبوق. انا هقول لك سر، وانا موجود في المنتخب وشايف، وكان احنا كان دورنا مختلف انا والكابتن احمد ناجي، بس هو ربنا كرمه ان هو على كبر بقى في المنتخب. انا كنت في المنتخب وكابتن احمد في النادي، فكان في وقت من الاوقات بجيب الكابتن احمد ناجي واشوفه فاتح مفاتيح مفتاح عصام ازاي. انا مره رحت الاسماعيليه مخصوص للكابتن احمد ناجي، كان عندهم مباراه مهمه وكابتن جوري قال لي تروح بالنيابه عني، وكلمت مستر يعني رحت هناك قلت له كابتن جوري، وقعدت مع كابتن احمد ناجي قلت له قول لي انت ماسك المفاتيح مفتاح وصلوا للحاله دي ازاي؟ مش عيب فهمني، لانه وصل مع كابتن ناجي انعكست الايه. كابتن بقى في المنتخب وانا بقيت ماسك عصام فادي ده، فكان يسالني يعني. واحنا في الامارات مره قابلني الكابتن احمد ناجي قال لي اخبار مع عصام ايه؟ قلت له كذا، قال لي لا ما صدقش، قلت له والله العظيم لا. اتغير كذا واتغير كذا، عارف ليه؟ لان مسكت مفتاح معين. يعني فسبحان الله هي الادوار بتيجي كده، بس اهم حاجه للمدرب انه يبقى ماسك
مفتاح الشخصيه اللي يعرف يوصل بيها الحارس لاعلى مستوى ويعالج العيوب اللي وحتى مش فنيا ولا ليه. انا حارس ممكن يخلع مني ويصل الى لان بين هي شعره بين الثقه والغرور. فممكن حارس لو انت ما لحقتش دخل في مرحله الغرور. لا حتى سيبك مش الغرور ان هو هيرفع رأي الغرور في اللعب فيكلف جوان لانه خلاص بيتصرف على ان انا نجم ومش إن محتاج انا قادر على الجهاز الفني قال لي حاجات انا مش هركز فيها. ساعات ممكن كوره يا كابتن محمد من خاف سلم انما انا قادر تقوم تطلع تاخد قرار تبوظ بيه الدنيا كلها لانه ما عملش الحاجه اللي هي سليمه 100% المتعارف عليها. فهمت قصدي ايه؟ الثقه لو تحولت فهي له. دي بقى لمين اللي يشمها؟ مش الناس من بره، هو انا بسميه مدرب العمالقه. طيب. عشان كده انا الكرات العرضيه مشكلتها ايه في مصر؟ بص حضرتك بمنتهى الصراحه، منتخبات، انديه كبيره، انديه صغيره، بطولاتنا المحليه، بطولات دوليه، 99% من الاهداف اللي بتدخل في مرمى الفرق والمنتخبات المصريه طول عمرنا نقول في خلل في الهارموني بين خط الدفاع والحارس او عند الحراس في في ايه في الكره العربيه. هرد على حضرتك بسؤال. كلنا نفتكر ونتذكر اما نقول سيره العظيم رحمه الله عليه ثابت البطل، نقول احسن واحد في مصر يطلع كره كان هو وبيل انطوان. صح بيل كويس. طب ليه؟ عشان الكلمتين اللي انا قلتهم، فوتورك والتحرك اللي هي مساحه وزمن. كان احسن واحد بيبقى واقف في التمركز السليم. فالتمركز السليم بيدي كان ثابت، عارف رحمه الله عليه كانه طيب مش هترم. الله يرحمه انا فاكر لأنه كان اول حارس اشوفه بيجري عينه باصص وراه مش قدامه، عينه على الكوره وبيجري جوه ال 18 مستنيه عشان يطلع لها في مكان مناسب. فهي دي، فده اللي احنا عايزين نربيه الاجيال الجديده. لان خلي بالك دي مش سهله. يعني دي اولا بتبقى حاجه من عند الله، زائد يعني حتى ايام الكابتن ثابت البطل ما كانش فيه العلم اللي موجود حاليا دلوقتي. لما هي دي كانت من عند الله. مش كتير الحراس اللي عندهم اللي كان بيعمله كابتن ثابت رحمه الله عليه، انه كان يتحرك حتى على الخط قبل التسديده، فممكن يمسك الكره وهو واقف مكانه غير ما يترمي. هي دي الجملتين مش انا قلت ايه مساحه وزمن. انت عارف لما حتى قلت المدرب لو الكلمتين دول هتخليك تشتغل، لان لازم عشان مساحه وزمن لازم تشتغل في تور ولازم تدي قوه الرجلين. ما انت عشان تتحرك صح في المكان الصح في التوقيت الصح. فيعني هي القصه كده، وده اللي انا بحاول اديه يا كابتن محمد لانه مش موجود في كتاب. والمحاضر بيعمل ايه؟ عشان كده دايما لما انا بطلع بقول والله انا ما محاضر. حتى قلت الكلام ده في هولندا قصاد 116 مدرب من العالم بعد كل كاس عالم، قلت لهم انا لست محاضر، انا راجل ظابط صاحب خبرات في المجال، ربنا اداني خبرات وانا عندي 23. حتى كلهم بصوا واستغربوا، بصوا واستغربوا ان واحد بيقول انا جاي حاضر وانا مش محاضر. انت فهمت قصدي ايه؟ في وسط عمالقه يعني. فالمهم اديت الكلام ده الناس اللي عارف قال ايه؟ يعني الشيخ بتاعهم شيخ مدربي حراس المرمى في اوروبا قال ايه؟ قال الفرق بيننا وبين الجنرال، مسميني هناك جنرال، ان احنا كجنرال من اقرب نقطتين بيوصل للهدف. احنا بنعمل كده وبعدين نوصل للهدف، او نعمل كده وبعدين نوصل للهدف. فهي دي الخبرات اللي انا بعد ما قال الراجل بتاع الارجنتين والراجل اللي في هولندا، ده اللي انا بحاول اديه لاولادي عشان يشتغلوا بيه. يبقى عندنا نقول ان في حد، يعني انا النهارده وصلت للورشه 15 دي بمجهود شخصي، والدبلومه دي ان شاء الله اللي هي من 1/7 ل 7/7 ان شاء الله يبقى فيها فايده 7 ايام باذن الله، مع الورش اللي جايه مع اولادنا اللي بيشتغلوا، مع ان شاء الله النهارده لازم بمشيئه الله ناخد احسن كاس حارس مرمى في افريقيا باذن الله. محمد الشناوي وشركاء اللي هي الشركه اللي هو كابتن احمد ناجي الاستاذ ومعاه الثلاثه دول على قلب رجل واحد لغايه ما يشيلوا هم كاس افريقيا وكاس احسن حارس مرمى. موفق يا كابتن فكري في كل المهام اللي بتعمل عليها في هذه المرحله، في الاكاديميه وفي شغل حضرتك في ورش العمل واعداد المدربين سواء مدربي حراس المرمى داخل او خارج مصر، ودايما نسعد بحضرتك وبخبراتك الكبيره وتنقلها لكل المشاهدين وكل اللي بيستمتعوا بالحوار معاك عبر شاشه قناه الاهلي. واشكر حضرتك على هذا الحوار، شكرا جزيلا. شرف
عظيم ليا ان اكون مع قناة النادي الاهلي، شرف عظيم ليا ان انا بتقابل مع جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بكن له كل احترام. سعداء بوجود حضرتك معانا، وباذن الله تتكرر الدعوه ويتكرر اللقاء ده قريبا ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك كابتن فكري، وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. في نهايه هذا الحوار انا بشكر حضراتكم على المتابعه، وبشكر نجمنا الكبير الكابتن فكري صالح، واحد من افضل مدربي حراس المرمى والاكثر طبعا حاليا في الخبرات على مستوى مصر والعالم العربي والقاره السمراء، وان شاء الله دائما ابدا تكون لخطواته وجهده الكبير مردود على مستوى اعداد حراس المرمى للانديه المصريه وتقديم افضل الكوادر اللي ممكن تخدم مستوى كره القدم ومستوى المنافسة الرياضية وكرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات في مصر إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على المتابعة، ولكن فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة. ابقوا معنا، المزيد من الحوارات مع زميلي العزيز محمد سعيد، لقائين مع كل من الناقد الرياضي البارز الأستاذ ممدوح فهمي، وأيضا لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن محمد يوسف الزيار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية من برنامج الأهلي الليلة الفقرة الثانية، وهي فقرة مهمة جدا لأن النقد الرياضي أو الإعلام الرياضي تحديدا ليه دور مهم جدا أثناء تنظيم البطولات القارية، مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتنظمها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 من شهر يوليو القادم بإذن الله. فقرة الإعلام الرياضي ودوره في نقل الصورة اللي بيحصل في الملاعب، اللي بيحصل في التنظيم، ده مهم جدا، مش مهم كمان جوه مصر، لا مهم كمان في نقل الصورة دي خارج مصر، لأن الصورة لما الإعلام بيعبر عنها بشكل إيجابي بيبقى ليها مردود مهم جدا وإيجابي جدا خارج مصر. الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة شفنا اهتمام الصحف العالمية الفرنسي الفوتبول والإنديبندنت البريطانية والجارديان، الكل كان بيتكلم على إزاي مصر قدرت في فترة 4-5 شهور تنظم بطولة إفريقية بشكل متميز جدا وتعمل حفل افتتاح لم يتكرر في آخر 3 أو 4 نسخ للأمم الإفريقية، وبالتالي ده شيء عظيم جدا بنفتخر به هنا في مصر، وبالتأكيد مستمرين عليه كمان حتى موعد نهاية البطولة، ان ده بالتأكيد هيلقي بظلاله بشكل ايجابي على مصر بشكل عام وعلى الكرة المصرية والصناعة، صناعة الرياضة خلال الفترة القادمة. لذلك لكي نتحدث في كل هذه التفاصيل بيشرفني وبينورني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ممدوح فهمي، الكاتب الصحفي بير الأهرام، اللي هنلقي الضوء معاه على كل هذه التفاصيل وما تابعه خلال الساعات الأخيرة بخصوص تنظيم مصر للكان كأس الأمم الإفريقية خلال الأيام الأخيرة. أستاذ ممدوح منورنا ومشرفنا. أستاذ محمد ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب، ربنا يخليك. طيب وبصحة وسلامة دايما يا رب. يخليك الحمد لله والله. أخبار الكان أمم إفريقيا في حالة جميلة داخل الشعب المصري وداخل مصر، الشعوب العربية كلها موجودة معانا، الشعوب الإفريقية متجمعين زي ما بيقولوا كده بالظبط، الكلمة اللي كانت موجودة والأغنية بتاعت حفل الافتتاح، ومستمرين عليها حتى نهاية البطولة إن شاء الله. أنا هرجع بحضرتك قبل الكان بأسبوع. بأسبوع بالظبط يعني. ليه بقى؟ أنا كنت شاهد عيان زي ما بيقولوا على ما حدث في استاد القاهرة. يعني ظروف يعني ساعدتني بفضل الله تعالى، أنا كنت متواجد في لمساتي الأخيرة في تشطيب الاستاد الرائع ده. يعني هذا ليس مدحاً في أحد، لكن استاد القاهرة، استاد القاهرة يعني اتعامل مجهود غير عادي. أنا كنت على تواصل تام مع معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وسيادة اللواء درويش سيادة الاستاد. عايز أقول لحضرتك الناس دي فعلاً ما كانتش بتنام، ويعني بالتليفون. فروحت مرتين، مرة تقريباً كده في نص رمضان، ومرة يوم الوقفة لما قالوا العيد 3 لـ 4 وقعدنا اختلفنا وكده يعني. فروحت يوم الوقفة يوم الثلاث وخبر سيادتك، فلقيت معالي الوزير في المقصوره وماسك ورقه وقلم، المدرجات والمقاعد حجم. فقلت له ايه ده اللي ايه ده معالي الوزير؟ انا اتوهمت بصراحه. قلت له لا، ده انت بتعمل حاجه ما اتعملتش، كان حاجه فوق الوصف بصراحه. وكان سيادته بيوضب لسه المقصوره عشان وجود سياده الرئيس كبار الضيوف، بالاضافه ان كل شيء كان بيتم بثانيه وبدقيقه، وده اللي حتى انا سياده اللواء درويش قاله لي قبل الافتتاح يوم الجمعه ما تحاول معالي الاهرام. فقال لي كل قال لي كده العنوان استاد القاهره حاجه تفرح مصر، ده كان العنوان او منشطه الحوار، كان منشطه الاهرام السبت يوم السبت اللي فات قبل الافتتاح. قال لي استاد القاهره حاجه تفرح مصر، انا عجبني العنوان خدته من بقه وحطيته في الاهرام. ده معناه ايه؟ ده معناه في منظومه ناجحه، ان في ناس كانت شغاله، ولما احنا عاوزين نعمل هنعمل.
الإرادة المصرية. بالظبط أنت بتتكلم، إحنا خدنا الدار في شهر نوفمبر 11 في شهر، أنت ده في رمضان معايا وزير قاعد جنبه فبيقول لهم كان يوم الوقفة، والله يا أستاذ محمد أنا مش هكذب عليك، قال له بكرة مش أجازة، بكرة في رمضان، فبكرة شغل. أنت متخيل؟ يعني فبقول له هنا في حاجة ناقصة، ناقصة. اللمسات دي تدل لك إن في منظومة ماشية متسيستمة، إن في نجاح جاي. طبعا اللي انا المشهد اللي شفته والمدرجات والالوان تحت المدرجات والمقاعد، قلت له معايا وزير انت بهرتنا، فبيقول لا انت لسه هتشوف التراك مش عارف ايه، فبيقول لي تفاصيل قاعد عامل كده، بينه وبينك انا تنحت، يعني ان انا شفته في الافتتاح انا مت انا مش فاجئتش، لان انت شفته، لان انا شفته لغايه قبل الافتتاح بثلاث ايام او اربع ايام، رحت هناك كان هو سيادته عامل الاولمبياد الطفل المصري، فلقيت حضرتك مدخل الاستاد تراب وعفار واسمنت ولسه ما خلص، قلت ايه ده لسه ده ربنا يستر، ده فاضل اربع خمس ايام، انا قلقي جوايا بس ثقتي في الناس الموجوده ان ده هيحصل، لان شفت اللي جوه الملعب هيقول ده جوه بره الملعب. فالسيمتريه دي والنظام ده والجهد الجبار ده، حتى انا كتبت في مقال في الاهرام فرحه مصر المنتظره في الكان، الفرحه مش بس كاس افريقيا، الفرحه في المنشات اللي اتعملت. صوره الاستاد هي قدامنا يا استاذ ممدوح، انا بقول لحضرتك شيء انا شفته جوه الاستاد قبل الافتتاح باربع ايام، الكلام ده انا شفته، فاعجابي باللي حصل انا قلت له حياتك لا لا، قال لي ده عمل جماعي وده، فده شيء يحسب لمنظومه محترمه لبلد تعرف قيمه المستحيل وبتحققه، في بلد واخدك تنظيم كاس امم افريقيه في اربع خمس شهور تطلع بالمنظر ده، ده المفروض شغل سنتين ثلاثه، ده شابوه، انت انجزته في فتره قصيره جدا حوالي 120 150 يوم. بالظبط انت شابوه لاي حد اشتغل في البدايه، ابنيته من اصغر عامل لغايه مكتب الوزير لغايه اللي هو مكتب الاعلامي، سواء حسام هندي سواء محمد فوزي، كل الناس دي بامانه ربنا وانا شاهد على هذا، ما كانتش بتنام، ما كانش بيغمض لها جفن، الناس دي اشتغلت شغل جبار. السيد اللي هو علي درويش سيد السجرة، انا كنت مكلمه ليه عيني حوالي ناس وبتاع، يقول لك مين عرب والتليفون شغال، فاللي بيحصل ده يقول لي ان مصر لو عاوزه هتقدر، واللي حصل رد الفعل اللي حصل زي ما سيادتك تفضلت بشكره على مستوى العالم في الصحف الاجنبيه سواء الفرنسيه الانجليزيه، ده تعبير او تعليق الاتحاد الدولي انفنتينو، يقول لك لا الشعب ده شعب الجبارين، احنا لا احنا لو عاوزين هنعمل. بالظبط، فده الحمد لله رب العالمين، دي خطوه موفقه ناهيك ان المنشآت دي هتنفعك قدام. طبعا انت بتتكلم عن النهارده ولا بكره، بنيه تحتيه ممتازه، استاد القاهره حاجه مفخره، بقول لك حاجه كده قلت له علي بيقول لي استاد القاهره حاجه تفرح مصر. الشيء الايجابي واللي للاسف برضو البعض ما حبش يتكلم عليه، هي الفكره مش في تطوير الاستاد ان انت غيرت النجيله او طورت شكل الكراسي، لا انت كمان استحدثت داخل المدرجات اماكن جديده، تمام، بتذاكر جديده، تمام، بشكل للملاعب المصريه، تمام، على غرار ما يحدث في الملاعب الاوروبيه وتحديدا ملاعب الدوري الانجليزي. حلو كده. بمعنى ان انت استقطعت اماكن في الدرجه الاولى، تمام، وفي جزء من المقصوره الاماميه، وعملت جزء زي البلكون اللي موجود في السينما للعائلات. ما انا شفت ده بيتعمل، انا بقول لك ده انا كنت قاعد مع الوزير في المقصوره بيقول لي اعمل كذا وكذا، ده التخيل ده انا قلت يا رب هيطلع ازاي، بس المدرجات قدامي حاجه مالهاش حل. انا المدرجات ما ينفعش، انا دخلت استاد القاهره حضرتك حوالي في حياتي كلها خمس ست مرات، كان المحترمي المقاعد عباره عن طوب اسمنتي واو الاخر، كل ده اتغير بقى مقاعد محترمه جدا. حضرت التطور التاريخي للاستاد بالظبط كده، يعني انا مش هنسى ماتش الاهلي وماتش جلباخ حضرتك فاكر 77 ده انا حضرته، وكان 120,000 تركه، كنا بنقعد على يعني حاجات اسمنتيه، اسمنت مصنع. النهارده لا، في مقاعد محترمه جدا، في شيء محترم، دي رساله للعالم بقول لحضرتك ده، لكن انت بتتكلم في مجهود، في مجهود ثلاث شهور اربع شهور، لا لا لا. وبعدين اللي عجبني اكتر حتى ناقشته مع سياده الوزير وانا جاي لسيادتك، الشباب المحترم اللي كان حريص ينظف مكان مدرجات، يعني ان انت بتتكلم في ناس كمان احنا جينا بقى الجيل الطالع بقى فاهم بقى عارف بقى كمان يعني قيمه الحاجه دي بيحافظ عليها حاجته. فعشان كده انا بقول لحضرتك قلت ايه الفرحه المنتظره في مصر مش البطوله بس وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها، لا ان انت عملت منظر حضاري محترم، ان انت عملت منشآت يعني العالم كله يشهد بيها، ان افريقيا جت عندك ومش قلقانه من تنظيم بطوله، يعني مع احترامنا للدول الاخرى مثل يا اسماء، الدول دي مستنده ليها البطوله بقى لها كام سنه؟ واحده او اثنين او ثلاثه اربعه، لكن انت ما شاء الله ثلاث اربع شهور بتدافعوا الايادي ثلاثه من القياده السياسيه راس القائمه طبعا، مرورا بقى بالوزراء ومعالي وزير وزاره اللجنه العليا باللجنه المنظمه، كل الناس دي انصهرت
في بوتقه واحده اسمها تشريف وتقديم سرعه محترمه لمصر. بالظبط ده شيء جميل جدا بصراحه، وده حتى عبر عنه ست رئيس وانت خدت بالك بعد بتاع كلمه المحترمه اللي قالها وعبر بيها، حتى قلت معالي الوزير بعديها قلت له الكلمه اللي قالها دي دوبت التعب بتاعت الناس كله، ان احنا عملنا شيء العالم ماشي بيه. الكلام ده بتاع ست رئيس اللي هو كان موجز ومختصر لكنه فعال فعلا ازال التعب بتاع كل الناس اللي اشتغلت، ده اصغر عامل ده اكبر مسؤول. شكل الاستاد الفرنس فوتبول والجارديان البريطانيه كل ابتدى يتكلم عن استاد القاهره وكانه خلاص اصبح استاد داخل القاره الافريقيه مؤهل لاستضافه سوبر الاوروبي، سوبر نهايات الدوريات الاوروبيه الفتره القادمه. تمام. دايما دلوقتي الفتره الاخيره بنشوف ان كل قاره بتنظم بطوله بتخصها سواء على مستوى الانديه والمنتخبات. تمام. بتطلع تنظم مبارياتها الختاميه. صح. خارج القاره. استاد القاهره اصبح مفخره الكل بيتحدث عنها، ان شاء الله ممكن ننتظر منه ان يكون في تنظيم لاحداث اوروبيه خلال الفتره الجايه. ما ده سيادتك ده تركيز الوزاره ان انت بتعمل حاجه تستفيد منها اقتصاديا، بمعنى ايه؟ انا مش عملتش ده علشان الناس تيجي عندي تقول تسقفت ده انا مصر، لا لا خالص، وبيعمل ده عشان لما يجي حد زي ما قلت كده مثلا كده سوبر اوروبي سوبر اسيوي اي بطوله قاريه عايز انا عندي جاهز، عندي ملعب محترم معترف بيه دوليا، عندي ملعب في كل المواصفات العالميه، لا انا قادر انظم ده وانظمه بشكل محترم، خصوصا بعد موضوع التذاكر ده ونظام دخول التذاكر ده شيء محترم جدا لا جدا جدا بقى، ونظم وعمل كل شيء عشان الناس تعرف ليها ايه وعليها ايه. فاستاد القاهره لا شهاده جديده يعني تفتخر بها مصر امام العالم كرويا ورياضيا. تمام. تابعت بقى ازاي اهتمام الصحف العالميه واللي اتكتب عن مصر خلال الساعات الاخيره؟ بص حياتك نتكلم عن منتخب مصر طبعا التنظيم الحمد لله رب العالمين دلوقتي ماشي بسلاسه. نبدا بحفل الافتتاح بما انه قدامنا صور مبهره لحفل الافتتاح. حفل الافتتاح يعني استغرق لا يكاد مثلا عن 14 دقيقه لكن اتفرج على البساطه وعلى الجمال وعلى التابلو الرائع وعن التعبير، يعني حتى حد من زملاء قال لي عبر عن مستقبل افريقيا وحضاره مصر، يعني عمل ميكس اتنين في واحد اللي هو عنبر عن مستقبل مصر مستقبل افريقيا وحضاره مصر، ده شيء كان جميل جدا جميل جدا. الاغنيه بتاعت حكيم او حتى الاغنيه اللي بقيت الناس اللي معانا في افريقيا كانت معبره تماما عن الحفل، كان كل في خوف عندنا احنا الارض الملعب تتاثر. فسالت الناس المسؤولين في الاستاد اخواننا لو في استعراضات، قال لك لا اللي بيحصل ايه حضرتك اللي حصل ايه؟ الشركه اللي بتعمل الحفله حفله والشركه اللي بتعمل الارض حصل بينهم ايه؟ اجتماع تنسيق. تنسيق الله يفتح عليك، ده مبذل لفظ كده. يعني الحركات اللي هتاثر على ارض الملعب ما تتعملش. ما انا بقول لحضرتك ما لازم تسال انت ما انت مشكلتك ايه؟ تعمل حفل افتتاح تزيط وتنبسط وكل حاجه الارض باظت تيجي تلعب ما فيش بتاع، قال لك لا ما انا بقى انت هنا ده الشغل البروفيشنال المحترف المحترم اللي احنا نخش فيه. بيتم التنسيق ما بين فبقول له يا فندم يعني قال لي ده شركه بتعمل حفل افتتاح ودي شركه بتعمل ارض الملعب. ايه اللي هيأثر؟ ده مش هيتعمل ده تعمل بره بحيث ان هو يتغطى، واتغطى بشكل محترم واتلمت الحفله في اقل من 10 دقائق والملعب بقى زي الفل. ده اول مره يحصل برضه عندنا، فانت بتتكلم عن الناس بره اتكلمت، الحفله طلعت ازاي؟ طلعت منتهى الجمال فرنسا فوتبول، قالت الكلام ده ان المصريين قدموا شيء محترم جدا، جاردن صحف انجليزيه طبعا صحف انجليزيه مهتميه بصفه خاصه عشان خاطر وجود مين؟ وجود مين؟ محمد صلاح. ما انت بتتكلم فيها؟ ما انت انجلترا يعني النهارده انا كنت في النادي فقابلت زميل لينا زميل لابني وليد انجليزي فبقول له انت منين؟ قال لي من شرق انجلترا، بقول له بعيد عن لندن؟ قال لي يعني ساعه ده كله بانجليزي، فبقول له انت عارف محمد صلاح؟ فقال له اوه واحد بقى ايه بار مش عايز اقول لك مدى السعاده اللي انا حاسس بيها، يعني ده شاب 16 سنه و16 جيل طلع بتاع انجلترا. مدى تاثير وجود صلاح هناك على الناس في انجلترا؟ هو ده مكسبك. هو ده البيست اوف ذا بيست عندك محمد صلاح. محترم حاطين على الخريطه الكرويه، حاطين على الخريطه الرياضيه، لا محمد صلاح ده حدوته ثانيه يعني. أكيد. محمد صلاح قلت لك قبل كده وانا قابلته قبل ما اسافر بازل، يعني كان صدف جامعتني بيه كان بيطلع جواز سفر وكنت مصحت الجوازات انا والمدام بطلع البطاقه، فانا قلت له محمد صلاح هناك. ونزل محمد صلاح تعالى نسلم عليه. انا رايح بازل كان لسه رايح. فقلت له رحت سلمت عليه قلت له محمد انا فلان من الاهرام، انا بس خلي بالك من حاجتين. فقال لي ايه حضرتك؟ قلت له نفسك والاصابات. نفسك والاصابات، ان لعيبه مصر سعادتك اللي راحوا طرفوا ثلاث ارباعهم مع احترامي ما عرفوش يمسكوا نفسهم امام بقى الفتح قدام الغرب وحاجات زي كده، لكن التزامك انضباطك اي وجود ليك في اوروبا في انجلترا بصفه خاصه هتنجح نجاح غير عادي وده اللي حصل. فمحمد مرايه جميله جدا، شخصيه غايه في الجمال، ده عمل لك تقل بره، فبتقابل حتى اي حد في اوروبا او في انجلترا تقول محمد صلاح لا الدنيا غير يا استاذ محمد. فانت بتتكلم في بطوله فيها نجم واخد دوري ابطال اوروبا اللي هو محمد صلاح، فيها نجم
واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم، عمر ده كان بيحصل قبل كده. فانت كافتتاح عامل شيء رائع، كمنتخب لا فاضل شويه كتير قوي عشان نوصل على المستوى الفني. لسه في قصه ثانيه، بس انا يهمني في التوقيت الحالي يا استاذ ممدوح ان احنا ننجح في التنظيم وننجح في البطوله من اول يوم لغايه اخر يوم. الحمد لله دلوقتي المكسب بقى البطوله فنيا دي قصه ثانيه ممكن نتكلم فيها بعدين، لكن صوره مصر امام العالم هي هتكون بالتنظيم، وان ال 24 منتخب او ال 23 منتخب بخلاف مصر ان شاء الله تكون الرساله او الكلام اللي هيطلع من خلالهم مصر قدرت تنظم كان 2019 ببطوله قاريه بنكهه عالميه. دي حقيقه، ده اللي حصل بره. الناس بره تابعتك، الناس بره رصدت كل الحفله، رصدت كل استعداداتك، رصدت المنتخبات الثانيه في المدن السويس، اسماعيليه، اسكندريه، هل في شكاوي؟ ما حصلش. جميع المنتخبات شعره بانها في الدوله بلدها الثاني، جميع المنتخبات حاسه بان هي فعلا يعني في دوله تعرف قيمتها ودوله مفارم كل شيء. الحمد لله رب العالمين. مباريات امبارح والنهارده ويوم الافتتاح ماشيه بشكل رائع جدا جدا، منتهى السلاسه. الامن طبعا تحيه تقدير رجال الامن كلهم بلا استثناء على المجهود الرائع اللي بيعملوه بصراحه في جميع الملاعب. لا العالم بره يعني بامانه مدي مصر حقها، وزي ما بقول لحضرتك كده يعني مدينا جرعه ثقه وشهاده احترام غير عاديه بعد اللي شافوه في الافتتاح. طيب في مشهد برضو عدى على الناس، لان البطوله دي عباره عن مشاهد طبعا، كل مشهد لو وثقته هتقدر تعمل كتاب عن تاريخ هذه البطوله اثناء 2019 في مصر. صحيح. احد لاعبي منتخب نيجيريا سقط مخشي عليه في احدى التدريبات، والبعض توقع ان عنده مشكله في القلب، لكن بعد كده بعد الكشف الطبي عليه طلع عنده مشكله او عنده جفاف في جسمه وكان محتاج سوائل كتير. لكن بعثه منتخب نيجيريا لما اشادت بالموقف اشادت بالتعامل الطبي والامكانيات الطبيه اللي كانت موجوده ساعتها مع منتخب نيجيريا وفي اسكندريه تحديدا. تمام. برضه دي من المشاهد اللي بتاكد ان مصر مش استعدت بس على مستوى تنظيم الملاعب واقامه حفل افتتاح، لا الجزئيات الصغيره زي الجزء الطبي او العنصر الطبي او المستشفيات اللي تكون مجهزه بالقرب من الملاعب التدريب او حتى ملاعب المباريات. هو يعني ايه تنظيم بطوله يا استاذ محمد؟ تنظيم يعني ملاعب، اقامه، اجهزه طبيه جاهزه، كل شيء من الف للياء. تنقلات. تنقلات زي ما قلت، اي حاجه من دول تقع منك بيتعلم عليك. لو مشهد من دول اتخصم من رصيدك خلصت بقى، انت طبعا عملت في رقم 8 وزد حاجه كويسه يا تكمل يا بلاش. فالحاجات دي مهمه جدا تفرق مع المنتخب، بتفرق جاي لك ليه؟ هو عاوز يحس ان هو متوفر له كل حاجه، ان هو عنده كل الامكانيات وفي اي وقت لو حصلت مشكله يواجهها، مش عارف مشكله كذا يواجهها. فالحاجات دي بتفرق معاك طالما انت عملت تنظيم وخدت الملف على بعضه، يا تعمل الملف بشكل كويس قوي واعتقد الحمد لله احنا عملنا كده، يا ما تعملش. ما يبقاش لك احنا مثلا سافرنا دول افريقيه من غير اسماء، فبتنظم بطوله فتلاقي مثلا حصلت مشكله على طول وسائل الاعلام اول حاجه بتعملها تبرز السلبيات مش الايجابيات. بالظبط. يعني كان لينا زملاء وعندكم زملاء هنا كانوا في القناه الاهلي في بطوله غانا 2008، الاسانسير بتاع الفندق وقف بيهم وقالوا ده الناس تعبت وناس بعد الشر راحت حاجه زي كده. الخبر ده او الجمله او اللي حصل ده اتشيع على كل الكلام ان صحفيين من بعثة مصر حصلوا كذا في الاسانسير وكذا، دي ده دروب في التنظيم. قعدوا ساعه في الاسانسير عشان الاسانسير يقع وناس اغمى عليها وحاجات زي كده. ده معناه ايه؟ ان اول حاجه بتركز عليها وسائل الاعلام السلبيات. السلبيات، ما انا اجيبك منين؟ ما انا امسكك منين؟ هو الخبر عشان يتقري بس كده في مشكله. ما انا هقعد اقول لك من هنا بكره التنظيم رائع والتنظيم جميل وحاجه زي الفل، انت كمشاهد يا عم هتوجع دماغنا؟ اقول لك لا ده في مشكله هنا، لا تقعد بقى تديني ودنك. هم بيعملوا كده، ما هو الاعلام كده. الخبر مش ان الكلب عض بني ادم، لا الخبر ان البني ادم عض كلب. احنا كده انا بقول لك اهو. فانت ازاي بتحمل ده حبك ده؟ انت بتقضي على ده من الاول، وانت اي مشكله موجوده لا بتتصرف فيها. فانا بقول لك بطوله غانا كمثال، زملاء لينا وفي الاسانسير على طول وسائل الاعلام وبعض الصحفيين قال لك ده بطوله فاشله، مش عارف في انجول قال لك مش عارف في كذا. فانت السلبيات هي دي مربط الفاز زي ما بيقولوا، وانس في سلبيه خلاص. يعني عشان كده بقول لحضرتك الحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل جميل جدا بشكل محترم، فاضل بس منتخبنا يشد حيله شويه ويعني ويكمل بقيه المسيره. تمام. برضه جزئيه ثانيه عايز اتكلم على فكره التعليقات الاعلاميه العالميه عن حفل الافتتاح. ايه النقط اللي ركزوا عليها؟ هل مده الحفل؟ هل الابهار في الشغل الجرافيك اللي كان موجود؟ في مزيج ما بين انك بتتكلم عن تاريخ مصر الفرعوني مع تاريخ افريقيا، ايه النقط اللي ركزوا عليها؟ هم خدوا اللي بيقولوا ايه البلوك على بعضها كده، ان من اول ما دخلت انت الملعب اول مشهد بيقف قدامه انت ايه؟ اللي هو ايه حضرتك؟ مشهد بشكل الملعب. الملعب منظم ولا مش منظم؟ منظم. ده رقم واحد.
شكل الدخول ما هو انت بقى انت بتبدا الكادي الاول في الكاميرا ياخد الجماهير وهي داخله، حصلت مشكله لما حصلتش مشكله فدي اول بونص ليك. تخش على الثاني الناس دخلت المدرجات قعدت ومرتاحه، قعدت ومرتاحه ادي ثاني بونص ليك. تخش بقى كده على حفل الافتتاح، هفتح طبعا بامانه ربنا حاجه يعني كان فوق الوصف. انا بقول لك بامانه وبقول لك حاجه انا ما فاجئنيش نتيجه انا كنت شايف كل حاجه قدام عيني يعني. لكن الاعلام بركز على ايه؟ ان التابلو كله حلو، التابلو كله من اول دخولك الملعب لغايه ما انت خرجت بعد الماتش والتابلو كله حلو. العرض الفني اتعمل بشكل جميل محترم قوي، الاغنيه كانت معبره جدا، السلاسه في ان الحفل يخلص بالشكل دوت والملعب يحتفظ على جودته كانت رائعه جدا. كل دي سبوتات انت ماشي عليها، فهم عملوا ده. هل مصر هتعمل ده ولا نظام بقى يلا يا عم وجينا ثلاث اربع شهور محدش يقول لنا ايه ده احنا كتر خيرنا؟ ده ما اتعملش، كتر خير دي ما نعرفهاش احنا، طالما انت خدت ملف انت بتقوم بيه. فهم فاجئوا بحاجه، لا لا ده الناس دي منظمه، ده الناس دي قادره، الناس دي ممكن تعمل بشكل محترم. فهم ركزوا على ده ازاي المصريين بصفه خاصه ووزاره الرياضه بصفه عامه بصفه خاصه عملت ده في الوقت ده بالقدرات دي؟ لا، قال لك لا ده ناس جامده جدا. ده يقول لك الكلام ايه؟ ان احنا قادرين نعمل حاجات تانيه كبيره. لو انت خدت كاس عالم الشباب بلاش كبار عشان لسه شويه يعني، كاس عالم الشباب انت قادر تعمل ده؟ انت عندك كاس عالم في 2009 برافو عليك، مش بالامكانيات دي كمان، عندك كاس عالم لليد السنه الجايه 2021 يبقى انت معاك بتدي ايه؟ رسائل للناس. طبعا فوق ده كله بتقول للناس لا الحمد لله مصر بلد امنه مطمئنه، كل شيء فالحمد لله رب العالمين تحت السيطره. نقطه اخرى كمان، احنا بنستضيف في البطوله السنه دي 24 منتخب لاول مره، يعني انت او اول مره في افريقيا كاس امم ب 24 منتخب مزبوط. وده تحدي حتى للقاره الافريقيه وهيبقى يلود على الدول اللي هتستضيف البطوله بعد مصر. اه ما انت وردت اللي بعديك، انت وردت اللي بعديك، ما ده اللي حصل. لكن فكره انك كاس العالم 32 منتخب يعني احنا خلاص على وشك يعني ناقص لمسات اخيره لمسات اخيره مدينه او مدينتين بالظبط وتقدر تستضيف كاس عالم. ما ده اللي بقول لحضرتك عليه، انت بتتكلم ده ملاعب مؤهله انها تستضيف بطولات عالميه، فبانك انت نجحت ده ما شاء الله لغايه دلوقتي بنسبه 100% يبقى انت قادر بتنظم بطوله كبيره قادر على ده. خد زي ما انت قلت حاجه كده 24 منتخب اول مره، هذا الكم منتخبات، هذا الكم جماهير، انت متخيل 23 دوله بجماهيرهم جايين لك، انت متخيل افريقيا انت بتتكلم في ايه؟ فانت بتتكلم في منظومه كبيره جدا بلس المده انت اخذتها قليله جدا. فوق ده كله العالم بقى مسالك يا عم هم اربع خمس شهور ونلم الليله ويلا ومتشكين جدا وشكرا لمصر انقذتنا، لا ما حصلش. انت بتقول ده انا عملت، ده انا بقدم لكم نسخه، فاللي جاي بعديك الله يكون في عونه، انت كده وردته هيقدم مستوى ازاي بعديك؟ لا صعب، صعب قوي. القياده السياسيه واللجنه العليا للبطوله واللجنه المنظمه، يمكن انا حسيت وانا بتفرج على كل مباريات البطوله والتنظيم وحتى من خلال اتصالنا بزملائنا الصحفيين في شمال افريقيا او حتى من بعض الدول الافريقيه، لا بتحس ان كان عندنا عنوان حاطينه بين قوسين مصر بتقدم نفسها للعالم من جديد. جميل جميل، وانت قلت كلمه حلوه واحنا واقفين بره حياتك في الكواليس، قلت لي انا حسيت انها بطوله دوله. بالظبط، عجبتني التعبير ده، وده انا استشفيته من اول لحظه خدنا فيها التنظيم ان الدوله كلها انصهرت في ده حاجة قلت عليه، ان احنا قادرين من اول القياده السياسيه المحترمه سياده الرئيس هو بقى بكل الناس بكل العمال بكل طواف الشعب كله كده، ده معناه في الاخر طلع منتج يحترم بطوله الدوله، كل دوله عاوزه تعمل. وانت الحمد لله انت عملت مشكله كبيره للدول اللي جايه بعديك، يعني يلا كوفون بقى الكاميرون كوت ديفوار الناس اللي جايه بعديك. لا لا البطوله القادمه المفروض غينيا، انا بقول لك حاجات بقى انت بتتكلم في اللي جايه بقى الله يكون في عونهم ليه مع عظيم مستوى، بس عندهم وقت وما فيش بقى حكايه سحب بطوله خلاص متشكرين، اللي مش هيقدر مش هيستبعد، خلي بالك يعني الكاميرون ما استبعدتش ان هي ما اعتذرتش، الكاميرون ما استبعدتش ان الكاميرون الاتحاد الافريقي لا ما كملتش منشات سحبها منها عشان بس كان الناس في جدل لا انسحبت فوت ان انت زي المغرب كده ما استبعدوها، لكن مفيش بعد كده اللي هيعتذر مش هيشارك. لا المغرب لما فكرت تعتذر وخدت قرار بالاعتذار بسبب موضوع الايبولا خدت عقوبات، لكن هي في المحكمه الرياضيه قدرت ترجع نفسها لكن انت الكاميرون حاله استثنائيه انت ما ينفعش تسحب منها البطوله انت اللي سحبت مش اللي اعتذر. فانت لا اللي جاي صعب بالنسبه لافريقيا، افريقيا كلها بقت باصه لك ان انت المنبر ان انت الحاجه الكبيره ان نعمل زي مصر، بقت مصر وده مصر كده ما شاء الله هي الاكزامبل هي المثل بتاعنا هي الاجمل حاجه، فانت لا بتحمل اللي بعديك بدل اللي كل عمل سبوت عليك زي ما ستك قلت
الجهات الاجنبيه، الصحف الاجنبيه، كل عامل سبوت عليك. طيب مشهد اخر، واحنا بنتكلم في عديد من المشاهد كده بحب الخصها في مشاهد. لا لا حضرتك، حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وتحديدا هو حضر خصيصا من اجل مصر لانها بتحتضن بطوله قاريه كبيره. تمام. يمكن الفتره الاخيره انفانتينو ما كانش حاضر كل الايفنتات للاتحاد الافريقي. وكان الناس بتنتظر بتشوف الافتتاح هيحضر ولا مش هيحضر. حضر خصيصا من اجل مصر. صح. وكان ليه تصريح مهم جدا عقب سفره بعد الحضور ب 24 ساعه، قال انا حضرت يوم استثنائي في حياتي. بطوله استثنائيه وافتتاح استثنائي وشكل كان غير طبيعي. تمام. مين بيبقى كان بقى دوت انفانتينو؟ مين انفانتينو؟ رئيس الاتحاد الدولي اللي شاف كام دوره في على مدار تاريخه؟ كتير كتير. لما يقول لك على كام ده يبقى الراجل ده لا بيجاملك ولا عاوز منك حاجه، الراجل ده قال حاجه ولا مسها. شاف بتاع كاس عالم هنا، بتاع كاس عالم هنا، كاس عالم شاف. فبقول لك الكلام ده دي شهاده جديده لمصر ورجال مصر المحترمين ان انت عملت حاجه فعلا الناس كلها بتشاف بيها. من اول الاتحاد الدولي اكبر قامه قرويه في العالم كله مرا بقى اصغر حد. وعلى فكره برضه كلمه حضرتك تقال لاحمد احمد الاتحاد الافريقي، هو قال تصريح مره انا ترجمت له، قال لك انا واثق ان مصر هتقدم بطوله غير عاديه. ده قبل ما نشوف اي حاجه خالص يعني، راجل ما اعرفش بقى مكشوف عنه الحجاب يعني. لا عارفين قيمه مصر طبعا يعني. لا 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 هو الراجل قال الكلام ده، قال لك انا واثق ان مصر بعد ما اسندها ليها بحوالي شهر مصر هتقدم بطوله غير عاديه. جاب الكلام ده منين؟ احساسه منين؟ ده كان انا شخصيا انبهرت، قلت يا عم ده راجل بيجاملنا وقاعد بقى عندنا في البلد فايه بيقول لنا كلمتين بامانه. ففوجئت ان هو فعلا احساسه كده. لكن انت بتتكلم الاتحاد الافريقي بيتكلم، الاتحاد الدولي بيتكلم، انت كده لا انت كده انت وصلت لمستوى عالمي ما شاء الله ملوش حل. انت وصلت لمستوى محترم قوي، اللي جاي هيبقى صعب عليك قوي لان انت لازم تبقى نفس المستوى. الكل متوقع منك كده ما يقلش على المستوى ده، فانت دخلت في المصاف ده، بدلت موضوع التذاكر، عملت موضوع مدرجات، شكلت الدنيا بحالها بطبيعتك انت. دور حضرتك على الاستادات، استاد القاهره، انا بقول لك انا كنت نط في الاستاد واول ما كنت في الاستاد، ايه النظام ده؟ ايه النظام والترتيب والهدوء ورجال الامن المحترمين والتعامل؟ ايه ده ايه ده ده؟ لا انت بتحس ان انت، انا حضرت كاس عالم الشباب في الامارات 2003 بسيادتك، حسيت نفس الاجواء دي هي الاجواء اللي هناك برضه، نفس النظام المحترم. هم هناك فيهم ميزه بيجيبوا شركات اجنبيه مسؤوله عن التنظيم، مسؤوله بامانه يعني. لا احنا هنا حاسين ان احنا وصلنا لده. انا كان وانا قاعد هناك في الامارات في 2003، انا قاعد هناك 3 سنين، قلت كان نفسي يبقى عندنا كده في مصر. انا شفت ده في كاس افريقيا عندنا دلوقتي، بقى في نظام، في ترتيب، في معامله شيك جدا، في ناس بتعاملك بشيء محترم، لا المنظومه كلها حلو. طيب مشهد اخر، تنظيف الشباب لاحدى المدرجات او الاماكن في مدرجات في استاد القاهره. لدرجه حتى المشهد اثار انتباه حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وكتب خصيصا عن هذا الامر. مشهد حضاري دايما كنا بنقول شوفوا الجمهور اليابان بيعمل ايه، شوفوا جمهور كوريا بيعمل ايه، شوفوا الجمهور في كاس العالم بيعمل ايه. تمام. انت اي مكاسبك من اي بطوله ايه؟ مثلاً انت راجل كروي قديم وبتاع، ماديا معنويا نفسيا بالظبط صح ولا غلط؟ ماديا انت عايز فلوس يعني، عملت بطوله ارباح ارباح. معنويا انت بتشوف ايه اللي انت استفدته البطوله دي، انتمائك عامل ازاي يعني، انت انتمائك لبلدك لبلدك. ما انت بقى انت بس هتشجع ومصر والكلام ده، ده مشاكيل، لكن بعد كده بتحافظ على المكان ولا لا؟ يعني اليابانيين اللي هم يوم ما نضفوا المدرجات دي كانوا خسرانين من السنغال، كانوا خارجين بالبطوله، بس شوف الرقي، شوف التعامل مع الناس، وده احنا كلنا شاهدنا بيه وشيرناه. احنا عملنا ده، ده مكسب ليك تاني، ان انت النهارده كشعب مصر بتعمل المنظر الحضاري ده وسياده الرئيس ركز عليه ومعالي الوزير ركز عليه. لا انت انت بتتكلم في سلوكيات تانيه مختلفه، ان احنا كشعب لما نبقى حلو ملتزمين هنعمل ده. تمام. ده شيء يحسب لينا، فده مكسب تاني ليك انت، ان البطوله هذبت الشباب، علمته، مش هقول علمته، الانتماء موجود، زودت عنده الانتماء، حببته، زي حافظ على حاجه جميله بقت ملكه هو باسمه هو مش اسم حد تاني، البطوله باسم فلان والاعلان، البطوله اسمها بتاعت مصر. فانت بتحافظ على ملكيه خاصه بمصر، فان انت تنظف مكانك وتحافظ عليه عشان لما تجيله تاني تلاقي نفسك نفس المكان انت محافظ عليه، دي حاجتك انت، دي فلوسك انت مش فلوس حد تاني. فطبعا ده مشهد محترم، وسياده الرئيس تركيزه عليه بيوصل رساله، يعني بيقول دي رساله يعني، ادي ادي الشعب بتاعنا، ادي الشباب بتاعنا، عشان ما حدش يتكلم، لا ادي الشباب بتاعنا يوم ما يحب يبقى لا بيعمل، هو قادر على ده. تمام. تنظيم البطوله فيه امور ايجابيه كتير جدا زي ما اتكلمنا عليها، لكن برضه فكره وجود ست ملاعب لست مجموعات،
كمان ملاعب التدريب مش مثلا ملعبين لكل مجموعه، لا كل فرقه لها ملعب. ده حقيقه، يعني اكتر من حوالي 10 12 ملعب ممكن الفرقه كلها تتدرب عليها، وملاعب على اعلى مستوى في التدريب، وروعه كمان فكره ان الملاعب تكون قريبه من اماكن اقامات المنتخبات. لكن النقطه الوحيده اللي عايز اعرف راي الاعلام فيها، وده اللي لفت للنظر في الفتره الاخيره عشان برضو يبقى غطينا كل الجوانب سواء للبطوله سواء ايجابيه او سلبيه، فكره التذاكر. السيستم الامني للتذاكر او حضور التذاكر ممتاز جدا، تمام، وتم تطبيقه بشكل علمي ممتاز جدا، تمام، لكن هل التذاكر غاليه؟ هل الجمهور لسه مش هيحضر في البطوله من دلوقتي، مستني الادوار النهائيه ابتداء من دور ال 16 دور ال 8، ولا وجهه نظرك ايه؟ لان في ماتشات هتبقى الحضور الجماهيري فيها قليل، طبيعي، وفي ماتشات هتبقى كتير، طبيعي، زي ماتشات المنتخب او ماتشات فرق شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر. صح. دعنا نتفق او نختلف، لا التذاكر محتاجه اعاده نظر في الاسعار، في الاسعار، كانت محتاجه اعاده نظر. يعني انا وجهه نظري كانت محتاجه اعاده نظر. ليه؟ انت برضو بتتكلم عن شريحه كبيره، ممكن يعني انا عندي مثلا سي مثلا اسره في 4 5 افراد، لما ادفع كذا هيبقى كتير علي، فممكن اعمل ده احضر ماتش واحد مهم فاينل مثلا، او دور 8 او دور 8 او دور 4 في مصر او دور 16، لكن يبقى بالتالي انا بركز على ماتش واحد. لكن لو كانت الاصعب يعني اخف سنايه، ما قلتش برضه بدرجه كبيره، كان ممكن احضر بدل ماتش احضر 4 5 لباقي المنتخبات الاخرى. طبعا، ما انت بتتكلم البطوله مش لمصر بس، بالظبط، واحنا بنلعب لوحدينا، لا طبعا احنا عندي 23 فريق تانيين بيلعبوا معانا، صح، فبالتالي انت محتاج ناس تبقى موجوده. فانا كنت لازم اراعي البعد ده، بس ان انا عندي اعمل حتى اسعار خاصه للمباريات التانيه. يعني مثلا سي النهارده مثلا السنغال بتلعب تنزانيا، انا عاوز ناس تحضر، انت برضو من نجاح اهم عناصر نجاح البطوله حضور الجمهور، ده بيتحط نقط ان انا حضور الجمهور عامل ازاي. فكان ممكن ماتش زي مثلا يبقى الاسعار على الاقل النص مثلا، يعني ان احنا قايلين عليه، فبالتالي هتلاقي برضو ناس حابه تروح يعني هي تتفرج تغير جو، فبتقول لك لما ادفع كذا وغير جو هيبقى ده شيء جميل. دي كانت حاجه مهمه جدا، بدل ما كنت احضر ماتش او اتنين لمصر كان ممكن احضر البطوله كلها. فدي بس كان لابد معطى بالنسبه للمنتخبات الثانيه، لان بامانه ربنا برضه هيبقى انا ادفع ماتش السنغال او ماتش كوت ديفوار او جنوب افريقيا اي ماتش، ماذا يعنيني؟ انا يهمني ايه؟ يعني السنغال كسبت، جنوب افريقيا كسبت، انا ايه اللي ماليش دعوه؟ انا مالي؟ انا يهمني منتخب مصر. فمنتخب مصر كان المفروض يبقى ليه برايسنج او تسعير معين، وبقيه الماتشات ليها تسعير معين، ده وجهه نظرا، لان انت عاوز برضه تشجع الجمهور يروح، لان لو وجد الجمهور في المدرجات ده نجاح ليك. وفي افريقيا غير كاس العالم، يعني في كاس العالم المنتخبات الاوروبيه او كل المنتخبات في استراتيجيه كده او فكره عند الجمهور بيسافر في افريقيا، لا وين كاس عالم وكاس عالم، لكن في افريقيا يعني لا ما دخلناش بقى في المقارنه، هيبقى صعب. كاس عالم انت بتتكلم بقى موجود 32 منتخب اللي هم بيست اوف ذا بيست اوف ذا بيست اوف بيست كده لغايه اخر سنه، يعني هم دول افضل الناس، فانت بتحضر انت منتخب كاس عالم فاضعافهم ممكن يبقى بطل افريقيا. ده واقصد ان الجمهور الافريقي كمان ما عندوش حته ان هو لو منتخب مثلا زي نيجيريا او السنغال او تنزانيا السفر الجمهور من بلد صعب، مش هيبقى بنفس المساحه لو رايح كاس عالم. استاذ محمد ما سافرتش من بلدها الا لما خدوا فلوسها، زيمبابوي كانت شهاده حفل افتتاح، والكاميرون قعدوا في المطار واخبار سيادتك ما خدوش فلوسهم، فقال لك مش مسافرين، فبالتالي عدد الجمهور اللي هيسافر مش هيبقى طبعا، يعني كان اللعيبه مش عايزه تسافر قال لك ما خدتش فلوسنا، الجمهور هيسافر طبيعي، لا برضه نفس الحكايه زيمبابوي قال لك مش هنلعب ماتش افتتاح لما تبعت فلوسنا وبتاع حاجه زي كده. فانت بتتكلم برضه في ظروف اقتصاديه صعبه للجماهير دي. لكن انتخابات كاس العالم لا، هتلاقي الدول هناك زي ما انت قلت حاجه كده عندها الامكانيات الماديه انها تسفر، رحلات مجانيه جماعيه بتروح، فبقى في باكج على بعضه بيطلع. لكن انت فكره الموضوع مختلف، فالولاد كان محتاجه بس ان احنا نزل المباريات الثانيه سواء المغرب الجزائر الدول العربيه في تسعير بس مختلف عن منتخب مصر. ممكن المشهد يختلف في اسماعيليه والسويس، ممكن ليه؟ لان انا في 2006 حضرت البطوله دي، انا فاكر حضرت ماتش تونس ونيجيريا في استاد بورسعيد كان ماتش دور الثمانيه، تمام، تونس كانت بتلعب في الماكس في حرس الحدود في دور المجموعات، تمام، وكان الملعب ممتلئ. ولما راحت بورسعيد لعبت مع نيجيريا في دور الثمانيه لقيت الملعب ممتلئ عن اخره. انت قلت دور ايه؟ دور الثمانيه بس خلاص. دور الثمانيه يعني ايه؟ يعني نوك اوت، يعني خروج المغلوب، يعني انا قاعد ومستمتع. وتونس ونيجيريا ملعب بورسعيد كان على اخره، تونس ونيجيريا طيب مش تنزانيا بقى، ما احنا بنتكلم مش محترمنا ليهم، ايوه مش هتغش الشعبيه والجماهيريه. انت بتتكلم تونس بطل افريقيا ونيجيريا بطل افريقيا، وهم دول يعني راس براس معاك على البطوله، فانت مستني مين جاي لك. فانت وانت بتتكلم في منتخبات انا كبدوس جاي احضر في الملعب بامان، لكن لما تقول لي مثلا ماتش في دول المجموعه الاولى او دول الاولاني مش هينفع. لكن تونس نيجيريا لا حاجه جامده، يعني بتتكلم السنغال مثلا كوت ديفوار مين ما يتفرجش على ده. في المحافظات بيحضر اكتر من القاهره؟
لان هناك محبين جدا جدا حاجه كوسا الاسماعيليه وبورسعيد. يعني كره القدم عندهم دي السويس ده بكره ماتش السويس عشق عندهم غير عادي. يعني 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 في السويس من حظ منتخب تونس بيلعب هناك، وحسب معلوماتي ان السويس معظمهم زملكاويه، فعندهم اثنين من تونس من الزمالك، حمدي النقاز واسمه ايه الثاني؟ هو فرجاني، لان حمدي مش فرجاني، حمدي مش متابع، حمدي مش متابع. فمن حظهم هيبقى في سبورت اليوم عالي جدا. اتفرج على امبارح، كنت بتفرج على القناه التونسيه الاولى، هو هناك بيسموها التلفزه التونسيه، التلفزه التونسيه تمام. فلقيتهم نازلين في عند كورنيش السويس اللي هو بالقرب من ما بين استاد الجيش في السويس واستاد المحافظه نفسه في السويس. فعند الكورنيش بيعملوا لقاءات مع الجمهور المصري هناك، الجمهور السويس الجمال. بيقول لهم هتحضروا الماتش هتشجعوا تونس ولا هتعملوا ايه؟ قالوا احنا منقسمين، يعني كنا عايزين نحضر احنا كاهلاويه عشان يشجع علي معلول، بس للاسف مش موجود مع منتخب تونس. فرد عليه واحد تاني قال له انا زملكاوي موجود عشان اشجع فرجاني ساسي. مش عايز اقول لك سعاده الناس في الاستوديو هناك في تونس طبعا. برد فعل الجمهور المصري على الموضوع ده، وقال لك ان الكراسي كلها تتحجز من اجل خاطر الجمهور التونسي. انت عارف انا زعلت قوي ان علي معلول ما اتخدش منتخب تونس، زعلت قوي جدا. علي معلول ده لعيب بالبلدي كده بكره بيكيفني، لعيب حته لعيب وانت في كان هيبقى حاله المنتخب تتفرج عليه فرجاني ساسي. تستمتع علي معلول. يعني انا قلت لهم لو ينفع يدهولنا بس في البطوله، يعني اعاره بس اعاره بس لغايه الشهر بتاع البطوله، لانه حته باك ليفت ملوش حل. ده حقيقي، وعنده حلول ما شاء الله ملوش. انا وهو بيلعب مع الاهلي ده، يعني يعني الكلام ده ببقى عارف ان الاهلي هيكسب، احساس قوي عندي انه بيعمل مجهود غير عادي. ده رقم واحد. وهو تالنت موهوب، يعني عنده مهاره، يعني كورته حلوه طبعا، بيعرف يخلص، بيعرف الباص بتاعه او الكره العرضيه بتاعته ما شاء الله مسطره تقيس عليها، يعني كده مسطره تقيس عليها. لا علي، لا انا مندهش من الان جريس. يعني الان جريس انت معاك اتنين لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري. الصحافه والاعلام التونسي حس بقيمه ده لما جه السويس، قال لك شوف الجمهور الزملكاوي اللي في السويس واقف في ضهرين ليه عشان فرجاني ساسي. وانا عندي ما بالك بقى لو علي معلول كمان، يعني باك ليفت علي انا اسيبه؟ ده احنا في مصر عاملين دوري يودي الحالات دول باك ليفت. مع احترامنا لكل الموجودين، مش تقطيع في حد، بس احنا في مصر بندور على الباك ليفت. هي البطوله دي في ازمه في الباك ليفت عامه. انا بقول لحضرتك سواء في مصر او حتى المنتخبات الثانيه. انا بتكلم اللي يخصنا احنا. انا كمصر بضيع الباك ليفت محترم شديد جدا لكل اللي بيلعب باك ليفت، لانه مفيش حد فيهم بامانه مستوى علي معلول. وانت خدت بالك انت لو احنا قابلنا فريق قوي هيتعبنا في الطرفين، هيتعبنا قوي في الطرفين، خصوصا في الطرف الشمال هيتعبنا قوي. افتكر كام ده البطوله فنيا تعليق على ايه؟ لغايه دلوقتي طبعا في حاجه غريبه جدا استاذ محمد، الوجوه الجديده عامله فوران، عامله ثوره. يعني بروندي يعني طلعت عين نيجيريا بالظبط، عملت هدف بشق الانفس. دي بروندي؟ قال لك دي بروندي، يا راجل دي بروندي، انا جاي متاخر، قال لك دي بروندي، عامل ماتش هايل. مدغشقر مع غينيا، ايه ده؟ غينيا بتتعادل بضربه جزاء، مش ممكن. مدغشقر انا شفت الناس بتلعب كوره بس انا حسيت ان المدير الفني بتاع غينيا استسهل المباراه. ما بداش نابي كيتا. برافو على حياتك. النهارده برضه نفس الحكايه، ناميبيا مع ناميبيا مع المغرب. يا خرابي، ان دي ناميبيا يا جماعه اللي احنا خدناها 7-1 من كذا سنه، قال لك دي ناميبيا. ناميبيا لا، شوف التطور. لا لا لا، انت بتتكلم كره افريقيه جامده قوي. 8-1 او 8-2 صح؟ 8-2. فانت لا، الوجوه الجديده مكشره. زيمبابوي تعبتنا، وبعدين زيمبابوي تعبتنا باخطائنا، تغييرات خطا، تشكيل مش موفق، كان في اخطاء بامانه. اوغندا بتكسب الكونغو، اوغندا بتكسب الكونغو. الكونغو اللي جايه مفترض ان قال لك مازيمبي والغربان والمش عارف والطيور وحاجات زي كده هياكلوا كل الناس، ما حصلش. لقيت اوغندا بس هو معاهم مدير فني ديسابري، ده حاجه عنده خبره في الكره الافريقيه، اشتغل في الكاميرون واشتغل مع الاسماعيلي. بس محمد بيلعبوا كوره سهله، العيال عندها صحه ولمسه. لا، وفي نقطه، معظم لاعبي منتخب اوغندا محترفين في سيمبا التنزاني. برافو عليك، فعندهم الخبره بره، خبره المباراه الافريقيه، وهم ما شاء الله لياقتهم حلوه، وهيبقى من اصعب المباريات على منتخب مصر. هيتعبك، هيتعبك جامد. الحارس حارس اوغندا هو حارس نادي سان داونز، وحاجه حد جامد، يعني حارس اوغندا حارس نادي سان داونز. انت مشكلتك في عارف منتخب مصر خط الوسط عندك مغيب، اسف يعني عندك مع اسف ال 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 يعني باك ليفت عندك في مشكله، مفيش عندك صانع العاب. محمد صلاح لسه ما وصلش للياقه البدنيه المتوقعه بتاعته، ما عندكش راس حربه تقف عليه. يعني محمد محسن ما كانش موفق الماتش الاخراني خالص، عبد الله السعيد كان خارج الخدمه. طب نقدر نقول دي حمى البدايات يا استاذ ممدوح؟ يعني أنا حمى البدايات ما تبقاش المستوى الفني فيها عالي؟ متفق مع سيادتك عشان ما نظلمهمش برضه في لا البدايه؟ لا، متفق مع سيادتك. واحضرني افتتاح كاس العالم 90، الكاميرون والارجنتين، الكاميرون كسب الارجنتين بالظبط، الارجنتين حمل رقم صح ولا غلط؟ بالظبط. بس اديني شكل، انا ما عنديش نتيجه، يعني اديني احساس بانت بتعرف تدير. يعني انا ما ينفعش انزل دونجا
وغبال سيادتك وايد سليمان ومش عارف ونزل تجاري تالت مين ومبقاش عندي راس حربه، يبقى انت بتخاف وانت راجل بتنافس على بطوله، طب بتنافس على بطوله المفروض انا بضغط اوصل للجول. لغايه النهارده قبل ما سيادتك انا اخش على الهوا شوف عامله ايه في الماتش بتاع تنزانيا، مفيش رحمه، لان شعارهم اللي يخاف ما يجيش، اللي يخاف ما يجيش. الولد ساديو ماني عامل حوار تحفه في الاونز، واخد هو احسن لعيب السنه دي في استاد الاونز على ميسي وعلى بتاع فرنسا مبابي. كيليان مبابي. كيليان. فبيسالوه انا عملته الاهرام، ايه معنى اقصد الترانجا؟ الاسم الاشهر للسنغال. انا كل ما اكتب في الاهرام اقول اسود الترانجا، فقال لهم ما حدش يقول لنا اسود الترانجا. فراجل صحفي شاطر قوي فرنساوي يعني، بيقول له ليه؟ قال له اسود الترانجا دي عندنا اسود الاليفه، واحنا مش اسود اليفه، احنا اسود بس. اسود بس. اسود بس. انا مرة اعرف بامانه، ولا مش قالك مش عارف كلمه متداوله بس معناها انا عامل اسود الترانجا عمال افتي واقعد وبتاع. فلقيت الراجل عامل الحوار طبعا اربع صفحات في المجله حاجه تحفه. فقال له اسود الترانجا، ما حدش يقول اسود الترانجا. ليه يا عم؟ قال لك اسود الترانجا دي اسود عندنا اسود اليف، واحنا اسود الترانجا خارج الملعب. جوه الملعب احنا اسود بس. فقالوا له انت اسود بس، شوف الكلام طاقاتك ايه. قال له احنا هنعمل ونحاول نفرح جمهورنا والاخر. فبيقول له طب الناس ازاي توقف اسلوب لعبك؟ يعني ازاي تواجهك؟ قال له انا عاوز اقول لك عشان منتخب الجزائر يجي لعبنا يوقفني. شوف ده ساديو ماني. فانت بتتكلم ما كانش بيلعب النهارده. ما كانش بيلعب. ولعب مباراه كبيره. عامل حاجه اتفرجت شفت عامل ازاي؟ فالسنغال لا، السنغال تخوفك. وحتى هم عاملين حياتك استطلاع راي لما يجوا من بلدهم. فقال لك 28% السنغال بطوله، 21% مصر. حاطين نفسهم الاول. فدي ثقه. فانت لازم في استطلاع المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله. فبالترتيب كده السنغال رقم واحد وانت رقم اثنين، فانت لازم تعيد حساباتك هجوميا رقم واحد ودفاعيا. زيمبابوي وصل كام مره محمد لمرماك؟ كتير. عملت هالاند كمان كتير. صح. ودي زيمبابوي، ما قلناش انها تونس ولا نيجيريا ولا السنغال في التصنيف الثالث. صح ولا غلط؟ بالظبط. هتلعب انت ازاي؟ دي رقم واحد. وصلت انت كام مره فعال على مرمى زيمبابوي؟ كام مره؟ هو محمد صلاح كرة توصل له تحس ان في خطوره لمصر، الصوره ما توصلوش تحس ان كل لعيبه هو وتريزيجيه. هو عشان ما نظلمش تريزيجيه دي بامانه. صح. في حد تاني؟ لا عبد الله السعيد عمل حاجه ولا مرام مصر عمل حاجه ولا نني عمل حاجه؟ مظبوطه مش مظبوط؟ حتى التغييرات لما نزلت ما حدش عمل حاجه. في فكر مدرب؟ انا ما شفتش فكر مدرب. انا شخصيا ما شفتش، يعني شخصيا ما شفتش فكر مدرب في الملعب. طيب التقييم يبدا من دور ال 16 ولا بعد مباريات الدور المجموعات؟ لا انت دلوقتي الافتتاح خلص. خلص بقى. لا خلاص كده اتفضل. اديني شكل لعبه في ماتش الكوره. لا اديني بقى، اديني اسلوب لعب اتفرج عليه. يعني السنغال في ماتش يفتحها النهارده عامله شغل كويس. المغرب كسبت بالعافيه بس راحت وتحس كده. المغرب قبل الهدف عامله 35 فرصه. ما شفت حاجه؟ قلت ايه؟ 35 فرصه على المرمى. يعني مش غلطانين، رايح يعني رايحه وبتاع في خطوره. سواء المشكله ان رينارد لما بدا المباراه عمل كثافه في نص الملعب وكان عليك. عنده غيابات مؤثره. برافو عليك. طيب يعني ايه قدر يغير الشكل في الشوط الثاني؟ بالظبط. هو مدرب عبقري. لا هو عارف رونار مدرب عبقري. هو في مدرب في التاريخ خد البطوله مرتين مع دولتين مختلفين غير هو؟ كابتن حسن حتى خدها ثلاث مرات. لا قصدك مع منتخبين مختلفين. مع دولتين مختلفين. مش حد غير هذا مع زامبيا ومع كوت ديفوار. بالظبط. وبشكل حلو. انت بتتكلم في مدرب وعمل شكل الكره المغربيه في اخر بطوله، اخر بطوله بدليل جابونه في كاس العالم. خلي بالك حصل مفاوضات بيننا وبينه، والكلام كان واصل لمرحله متقدمه ان المغرب رفضت تسيبه بعد كاس العالم. بعد كاس العالم مش عارف حضرتك. بالظبط. فاللي يعني ده مدرب بامانه ربنا، يعني حاجه جامده، حاجه محترم، فكره باين في الملعب ولعيبته بتحترمه. وانت نظرك كمدير فني كانش ليك فكر، لعيبك مش هيحترمك. انت فكرك ايه في الملعب؟ انت قول تعمله، تدي الكره لاحمد المحمدي يرفعها بالعرض تتقطع ترجع تاني. الحاجه الوحيده تحس فيها خطوره زي ما انت قلت محمد صلاح وتريزيجيه، توصل الكره مهاريا وما بيخلصها. لكن ما فيش شكل في الملعب. بالعكس انت بتضرب نص الملعب، بتيجي عليك هجمه مرتده تقعد تعمل كده. طب هل الضغط الجمهور في مباراه افتتاح ومباراه كبيره زي دي، وعايز اقول لك معظم اللعيبه ما حضرتش الضغوط الجماهيريه بالشكل ده كتير. لا ليه؟ ما لعبتش قدام جمهور بالشكل ده. لا 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 اديه للمنتخب يا اسمعان. يعني محمد شناوي ما لعبش قدام جمهور؟ يعني احنا بنتكلم في اخر ثلاث سنين في الكره المصريه او اخر اربع سنين حضور الجمهور فيه استثناءات كتيره. رائع. محمد صلاح، محمد النني. بخلاف محمد صلاح. لا انا محمد النني، تريزيجيه، عبد الله، يعني مين تاني؟ لا لا ده في مجموعه كبيره في الملعب كان. لا احمد محمدي بيلعب في استون فيلا، كل دول ما حضروش جماهير؟ لا لا يعني ده انا مش عاوز اخده عذر. ليه؟ انت لا انا ممكن اقول لك دي اسباب. يعني اديني شكل. عايز اقول لك الاسباب كل ده انا متفق معاك تاكد عليها او تقول لا. اديني في الملعب شكل. انا مش عايز منك حاجه. اديني في الملعب تقول لي في عندي واحد في نقله كده نقله كده. لكن انت بتحضر ورا
ببطء جدا، بتلقي الكره قدام ببطء جدا، بتعمل حتى الكرات العرضيه سواء من ايمن اشرف او من احمد عمدي مش مظبوطه، كل كره ثابته. انت جالك كام ضربه ركنيه؟ ده كان عدد مش كبير. استفدت بيها؟ لا لا لا. طيب هم جالهم كام ضربه ركنيه؟ كان في استفاده. في استفاده وفي ملامح خطوره. والكرات الثابته دي انا عاني منها في ماتش اوغندا. برافو عليك، ده انا بتكلم فيه، بيقول لك انت بتتكلم في خط دفاع محتاج اعاده ترتيب ورقه، محتاج في خط وسط حد يبقى عنده في الملعب يمسك كوره يقف عليها، عندك المفروض يبقى عندك، انت بتلعب قدام زيمبابوي باثنين هاف ديفندر النني وحاطط رحم، رغم كده كانت هجماتهم خطيره، انت بتعاوز ايه تاني؟ انت بتتكلم في ايه؟ لما تقابل بقى فريق قوي هتعمل ايه؟ لا يعني اجري او اجري ده محتاج يعيد دماغه تاني، يعني انا حتى مع تحفظاتنا على اختياراته لا الملعب محتاج قرايه تاني. انا فوجئت امبارح حتى كان ده يعني هاني رمز امبارح بيعمل مداخله مع كابتن مدحت شلبي. طب يعني انا بسال سؤال كراجل من الشارع بلاش في الوسط، هل ده وقته ان اطلع اتكلم في الاعلام؟ انت قصدك الحديث بيكون بعد المباراه في المؤتمر الصحفي وبس. بس يا فندم انت في بطوله، انت في بطوله يا فندم، انت مش رايح بيكنيك ولا طالع نزهه، انت في بطوله. انت بطوله يعني انت سيادتك قافل عليك والشهر دوت شهر ما حدش يشوف حد، انت قافل على نفسك صح. لكن اتصل بيك في التليفون عشان رايك انا بهزر، يعني الدنيا بتفك. وهو زعل مني الكابتن هاني لما كتبت مر ان الاختيارات بتتم عن طريق هو، وفعلا معظم الاختيارات اللي بتتم اختيارات هو مع احترامي ليه، فاطلع انا في مع المداخله مع كابتن مدحت اتكلم فيها المنتخب انا بهزر. زي برضو ما تلاقي كده حد يبقى متكلم يجيب لك مثلا مستر كوبر يحلل المنتخب، هو مستر كوبر كان مدرب ناجح يعني وجهه نظر يا ممدوح، كل واحد بيحاول يقضي دوره بيقضي شغله فوق دماغنا يا فندم. بس انا كاسمعك كمحمد سعيد معايا في الالقاب يبقى انت ليك اماره، يبقى انت ليك اماره ان انت تطلع تتكلم انا اسمعك، لكن اجيب كوبر اللي حرق دمنا وجاب نص الشعب سكر وضغط وازمات قلبيه اقول له يطلع يتحلل المنتخب مصر اللي كان نقعد نقول يا رب. طيب. يا راجل. طب سؤال اخير اختم بيه الحوار الشيق مع حضرتك، ربنا يخليك يا رب. تونس من 92 لم تغيب عن كاس الامم الافريقيه، مظبوط تمام، لكن فازت بالبطوله مره واحده عام 2004 على ارضها. المغرب يمكن برضو عندي احصائيه غريبه بالنسبه للمغرب، من 76 لغايه اللحظه دي ما تاهلتش للنهائي غير مره واحده، صح، كان عام 2004 وخسرت الفاينل. لكن اخر 8 بطولات للمغرب لم تتاهل للدور الثاني الا مرتين، صح. ليه بقى ده معنى ايه؟ ممكن الفرقتين دول السنه دي يكون لهم طبعا. ليه بقى سيد؟ البطوله كانت بتتعمل في شهر كام؟ يناير فبراير. فيري جود، حلو. تمام. المحترفين بتوعهم كانوا فين؟ في انديتهم وفي معظمها بيجيش. برافو عليك. لكن هم دلوقتي فاضيين، هم دلوقتي فاضيين لك. فالبطوله بقت على المستوى الفني متاحه، الفول باور عندك بقى دلوقتي. متاحه يعني ساعتها كل ما كان النادي الفلاني مش هوديه، عندي دوري انجليزي، عندي دوري بلجيكي، عندي دوري بنها، عندي اي دوري، بس المهم ان عندي دوري مش جاي. يعني خريطه الكره الافريقيه ممكن تتغير بتغيير مواعيد البطوله 100%. 100%. استاذ ممدوح فاهم، انا بشكرك نورتني وشرفتني وسعيد بهذا الحوار، وسامحني لو كنت اطلت عليك. لا لا خالص يا فندم، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا اللي احنا بنتكلم عن دور الاعلام الرياضي في البطولات الكبيره اللي زي دي، ازاي بيرصد الامور الايجابيه والامور السلبيه، ولما بيرصد امر سلبي ازاي بيطرحه للنقاش للراي العام عشان المسؤولين يحلوه لتغاضيه خلال الفتره القادمه. بشكر ضيفي الكريم، وبعد الفقره بالتاكيد معايا فقره فنيه اخرى مع احد نجوم النادي الاهلي وخط دفاع النادي الاهلي في فتره من الفترات كان فيها عدد من اللاعبين اللي ظهروا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان لهم دور مع الفريق الاول في وجود مانويل جوزيه تحديدا في بدايه الالفيه الجديده عام 2001. بعد هذه الفقره الاخيره القادمه مع نجم من دفاع النادي الاهلي الكابتن محمد الزيات، نجم النادي الاهلي الاسبق وللاعب كمان في صفوف نادي انبي. اهلا وسهلا بكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله وهي فقره فنيه لنلقي الضوء بشكل فني على المستوى منتخبات الافريقيه اللي بتشارك في هذه البطوله. كل المنتخبات ما لعبتش لسه، ما انتهيناش من الجوله الاولى للبطوله الافريقيه كان مصر 2019، لكن في ملامح ظهرت في عدد من المباريات. المجموعه الاولى اختتمت، المجموعه الثانيه ايضا، والمجموعه الثالثه بتقام حاليا دلوقتي مباراه الجزائر وكينيا، وانتهت مباراه السنغال بالفوز على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء. يعني ظهرت ملامح حوالي 60-70% من المنتخبات المشاركه في البطوله الافريقيه. لكن لالقاء الضوء على كل هذه التفاصيل الفنيه بيشرفني وبينورني في هذه الفقره الحواريه كابتن محمد الزيات، احد مدافعي النادي الاهلي السابقين وايضا لعب في صفوف نادي انبي لفتره، لكن بالتاكيد النهارده بينورني
منورنا وبشرفنا في قناه النادي الاهلي. كابتن زياد منورنا واهلا بيك. منورك يا سعيد، وليا الشرف ان انا اكون متواجد معاك المره الثانيه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. مختفي عننا فين؟ بقالك فتره كده من الظهر. موجود اهو والله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. رايك كيف في البطوله الافريقيه؟ المستوى الفني للمنتخبات، اتلعب ما يقرب من حوالي 6 7 مباريات حتى الان، شايف المستوى ازاي؟ المستوى انا شايف ان هو قوي جدا. مفيش فرقه في بطوله افريقيا ضعيفه، مفيش لغايه دلوقتي، ما حتى مدغشقر كانت بتلعب امبارح اتعادلت امبارح تعادل كبير وكانوا كسبانين 2-1، وده تقريبا اول مره يشاركوا. مفيش فرقه ضعيفه، مفيش فرقه في افريقيا ضعيفه، لان اغلبهم بيبقوا محترفين، فالموضوع معاهم بيبقى فيه سنه قوه، وبتشوف معاك محترف او اثنين او ثلاثه في الملعب. زمان احنا كنا في مصر لما يبقى فيه واحد او اثنين محترفين معانا بنبقى فرحانين جدا. دلوقتي ثلاث ارباع افريقيا محترفين بالظبط، فالموضوع بقى صعب. بطوله صعبه مش سهله. البطوله صعبه. طبعا صعوبه البطوله بدات من الدور التمهيدي، ولا البطوله بجد تتفرج عليها من دور الثمانين؟ انا يمكن اول مره اشوف الناس في الشارع بتتفرج على كل الماتشات، كل المباريات والله العظيم. يعني مثلا كل ما امشي الاقي حد فاتح ماتش، مثلا يعني ماتش النهارده المغرب، ناس كتير في الشارع بتتفرج عليه، فاتحينه بيتفرجوا عليه. ماتش كان ماتش مين يا رب اللي هو الظهر، ما هو كان المغرب 4:30. اللي بعديه كان السنغال وتنزانيا. والسنغال وتنزانيا الناس برضو تتفرج عليه وانا جاي لك. فالموضوع في مصر دلوقتي بقى مختلف. زمان كنا نتفرج على ماتشات منتخب مصر بس، دلوقتي لا، اي ماتش بيتلعب بيتفرج عليه. فده نجاح للبطوله، نجاح للبطوله. كانت ناقصه بقى تفتح المدرجات للجماهير، اللي هي الماتشات الثانيه مش الماتشات بتاعت منتخب مصر. لان صعب ان الناس تملى مدرجات السادات لفرق مش ما عندهمش جماهير هنا. ممكن الفرق العربيه يبقى لها جماهير هنا، لكن الفرق الافريقيه مش هتلاقي لها جماهير. كنت افتح المدرجات، سهل لهم الاجراءات. فنتمنى من الناس المنظمه ان هم يتداركوا الموضوع. اكيد لو في سلبيه ممكن خلال الساعات القادمه يكون فيها حل اكيد وترتيب للجزئيه دي. نتمنى عشان بس منظر البلد يبقى احسن ان شاء الله. طيب تعليقك على مباراه منتخب مصر الاولى امام زيمبابوي في حفل الافتتاح. لغايه اللحظه دي الكل بينتقد على اداء المنتخب والشكل الفني. انا مش قلت اسباب، انا قلت ممكن تكون عوامل ليها دور في البدايه او هم البدايه زي ما بيقولوا، وده ظهر النهارده حتى مع المنتخب المغربي، ممكن ما يظهرش مع منتخبات اخرى، لان السنغال بدا بشكل قوي. لكن تعليقك انت على المستوى الفني كلاعب كمان، تقييمك للجزئيه دي ازاي؟ هو احنا كان ممكن نبقى افضل من كده بكتير بكتير. اولا لعيبه كتير كانوا اوف في اليوم ده، ما تعرفش بقى ضغط عصبي، رهبه، اكيد مش رهبه لان اللعيبه كلها تقيله مش لعيبه صغيره، بس هو كان منظر عام وحش. المنظر العام كان منتخب مصر مش مقنع بصراحه. نيني ما كانش في مستواه، عبد الله ما كانش في مستواه، اللعب فردي في اغلب الاوقات، يعني مش عايزين نقول نرجسي بس كان لعب فردي شويه، كل واحد بيعتمد على نفسه. النني برده ما كانش دور واضح خالص. كان خط الدفاع عندنا كان الحمد لله كان كويس. التغييرات اللي نزلت كانت بطريقه غريبه جدا. انت وصلت الملعب في الاخر ان اي كره مشتركه عاليه مش ليك اخر ربع ساعه او اخر 20 دقيقه بالذات، مفيش غير كره واحده بس انت رحت بيها بصراحه، اللي هي الكره الطويله اللي صلاح سبق الناس فيها، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تروح بيها. لكن بتلعب بكل العناصر قدام في اخر تلت ساعه، بنيتهم الجسمانيه قليله، مش اقوياء او مش تيكوف، فاصبح اي كره عاليه مش في صالحك. بعد ما مروان خرج ينزل فيرو برضه يخبط يعمل محطه للناس، وصلاح كان بيلعب عليه اثنين طول الماتش او واحد لازق فيه، فما كانش هيقدر يعمل الكلام ده لوحده. هو صلاح ياخد في المساحات لان يسبق اي حد في المساحات. لاحظت في المباراه دي كان بينزل كتير نص ملعب يستلم. ده من الدور المنوط بيه ولا المفروض اصلا ما يستلمش غير في الجزء الاخير او الثلث الاخير من الملعب؟ هو صلاح غالبا بيلعب براحته، بيلعب حر، يعني ممكن يلعب في اي حته في الملعب ما عندوش مشكله بالنسبه لما يكون في منتخب مصر، ودي ميزه. ان هو اللي قدامه ما يعرفش هو عايز يعمل ايه، بس هو في اخر ماتش لعب فرود صريح، فبقى ممسوك، يعني بتمسك من اثنين لان نلعب بواحد، وتحته يجي حوالي اربعه، والاربعه ما فيهمش حد كان بيلعب لقدام، يعني الاربعه متمركزين في الخلف خط الدفاع. يعني هو بشتى الاحوال احنا عمرنا ما هنبقى وحشين زي الماتش الاولاني. الماتش الثاني الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى فيه قوه دفع احسن، وهيبقى اللعيبه اللي عندها رهبه او عندها هم البدايه زي ما بيقولوا. البدايه الامور هتبقى كويسه ان شاء الله الماتش الجاي. طيب المباراه الثانيه مباراه الكونغو واوغندا، انا توقعت ان ممكن الكونغو تعمل نتيجه ايجابيه، لان كونغو في افريقيا تاريخها اكبر من اوغندا.
واقوى لكن في التصفيات انت قلت لي بس لو جيت تبص في التصفيات هي بالنسبه للتصفيات اضعف من زيمبابوي اللي معانا في المجموعه. هم الاثنين كانوا في مجموعه واحده. زيمبابوي كانت في مجموعتهم وكونغو طلع الثاني المجموعه. وانا قلت من بدري قبل ما اعرف اصلا قوه الكونغو قلت لهم المشكله عندنا في المجموعه دي من اوغندا. بالظبط. لان اوغندا معاهم مدرب كويس جدا. اوغندا ما فيهاش نجم يعني ما فيهاش واحد تقول عليه ده نجمهم بس فرقه تكتيكيا عاليه فرقه جدا. جماعيه. عاليه جدا. لان كمان فيهم عدد لعيبه بيلعبوا مع بعض في نادي سيمبا. عالية فرقة عالية جدا فرقة كويسة ما تخافش غير من الفرقة دي يعني وحارس عنده خبرات بيلعب في صن داونز حارس مخضرم حارس كويس جدا جدا فأنا اتفرجت على الماتش ده عملوا جيم تكتيكيا عالي جدا يعني فكرني كده مثلا بفرقة أياكس لما كانوا في دوري أبطال أوروبا بيعملوا نتائج مهرونة اللي هم 90 دقيقة بيضغطوا 90 دقيقة بيدافعوا 90 دقيقة بيضغطوا بس مش هم طبعا مش زي يعني في مقياس المقارنة فوجئنا منتخب أوغندا منتخب قوي تكتيكيا عالي بيتحركوا في مثلثات مثلثين الكرة المرتدة بتبقى معمولة بعناية بيعرفوا يطبقوا كويس قوي هم بس عندهم كم عنصر كويسين عندهم مهاجم كويس قوي جناح كويس قوي الجون كويس قوي دول اللي فارقين معهم تقريبا فرود اسمه باتريك طيب. كويس. نتيجة المباراة 2-0 ده بيحتم عليك في مباراة الكونغو مش تكسب بس تعمل سكور؟ أنا أتمنى نعمل سكور عشان المباراة الثالثة ما تبقاش رايحة بس هم برضه هينزلوا عاملين حسابك وهينزلوا مقفلين وآخر فرصة ليهم احنا مشكلتنا في كده الفرق كلها هتنزل قدامنا مقفل غير الفرق التقيلة بقى الفرق التقيلة هتبقى نازلة عارفة هي عايزة إيه الماتش واحنا لغاية دلوقتي يعني مجموعتنا الحمد لله سهلة بالنسبة للمجاميع كلها احنا من أسهل المجاميع معنا فرقتين كانوا في مجموعه واحده والفرقه اللي لعبناها كانت اول مجموعه والفرقه اللي جايه هي كانت تاني المجموعه بتاعتها صعدت كتاني وكمان هم في الماتش اللي فات بتاع اوغندا ما كانش لهم اي فعاليه غير نادرا فاحنا ان شاء الله نعدي المجموعه دي بسهوله ان شاء الله ما فيش صعوبه لكن هي قصه في الاداء انت ادائك هيبقى مقنع للادوار اللي بعد كده ولا ادائك هيبقى كسبنا والحمد لله احنا كسبنا خلاص بعد كده تقابل فرقه جامده. طيب لو حطينا على الورق منتخب مصر بالامكانيات الفنيه اللي موجوده بمنتخبات اخرى على الورق ممكن يكون المنتخب المغربي بامكانيات اللعيبه الموجوده اقوى. أكيد. مثلا اكيد النهارده مع ناميبيا كان عندهم مشكله في انهاء الهجمه، عندهم مشكله في هو تقريبا في اخر وديتين برضو المغرب كان اداؤه سلبي وحتى خسر وديه بس مش مقياس. ما انا عارف بس هو بيجرب. ما عندوش هو بيجرب لكن المغرب كان عامل تصفيات كاس العالم رهيب. في روسيا؟ رهيب ما خسرش ولا ماتش وصعد ومع رينارد محافظ قوي على قوام الفريق مخلي الفريق شكل لكن زي ما احنا قلنا في الاول ماتشات الافتتاحيه دايما بتبقى صعبه قوي يعني ما فيش حد بيبقى في مستواه قوي غير نادرا يعني السنغال عشان فريق بقى له اكتر من 4-5 سنين متماسك وده من اقوى المنافسين على البطوله المنتخب السنغالي رغم النهارده كان بيلعب مع تنزانيا وكسب 2-0 بدون ساديو ماني. ما انا بقول لك من اقوى الفريق منتخب فريق عندهم فريق. وطبيعه الانسان السنغالي طبيعه مطيعه. والمدرب اليو سي سي عنده خبرات كمان في افريقيا. يعني المره دي مش مستعينين بمدرب فرنسي او مدرب من خارج القاره الافريقيه لا اليو سي سي عنده خبرات في الكره الافريقيه وكان مدافع السنغال في بدايه الالفيه. تمام صح. ففرقه على الورق قويه ومرشحه. فعلا. طيب في مجموعتهم يعني النهارده السنغال كانت بتلعب تنزانيا، الجزائر حاليا بتلعب كينيا. شايف المستوى الفني لهذه المجموعه بنفس مستوى مجموعه مصر ولا المجموعه دي اصعب؟ لا اصعب طبعا اصعب. معاك منتخب زي الجزائر منتخب تقيل، منتخب كينيا برضه على فكره منتخب مش سهل. اللياقه بدنيه عاليه. بيتميزوا باللياقه البدنيه. منتخب مش سهل ومنتخب يعني عمل نتائج كسب غانا عنده 1-0. فيهم عناصر مميزه. فيهم محترف في اليابان فيهم ناس محترفه في اوروبا على ما اتذكر عندهم لعيبه كانت لعبت في قدام فرق من مصر هنا تقريبا جورماهيا الكيني كان مع الزمالك ف يعني عندهم خبرات كويسه فدي تفرق معاهم ان شاء الله. طيب مجموعه اسكندريه نيجيريا غينيا مدغشقر بروندي امبارح كانت المجموعه دي نتائجها كلها مفاجاه هي نيجيريا كسبت بس المكسب مش بالتوقع يعني كسبت بروندي 1-0 بهدف
وبرون ضيعت يتيم وبرونج ضيعت اهداف قد تكون مؤثره حتى فعلاً. في شكل نهايه المجموعه أيوة فعلا رايك ايه وتعليقك ايه؟ ما هي بيقول لك البطل بيتولد اثناء البطوله مش قبل البطوله يعني بمعنى ان الفرق اللي بتبقى اقوى تماسكا اثناء البطوله وبيحافظوا على مستواهم وبيعلوا اثناء البطوله هم اللي بياخدوا البطوله ما بتجيش قبل البطوله يعني يوفنتوس احنا في دوري ابطال اوروبا قلنا هو اللي هياخدها طلع من اصغر تيم موجود في النهائيات ساعتها اللي هو اياكس كاعمار سنيه كخبرات لانهم فرقه متماسكه بالظبط فانا توقعت ان التيم اللي هيتولد في البطوله هو هيبقى اصعب تيم فلسه لغايه دلوقتي ما ظهرش ملامح لتيم عنده عناصر قويه وسرعات مثلا وفي نفس الوقت التيم متكامل في رايي لغايه دلوقتي غير منتخب السنغال ده افضل تيم متكامل طب مش تستنى شويه لما تشوف الكاميرون وتونس الكاميرون الكاميرون حملت اللقب على فكره حملت اللقب بالمجموعه الاحتياطي والمجموعه الاحتياطي اللي ما كانتش هم ما كانوش هيجوا اصلا ما كانوش موجوده في الجابون اساسا اخر بطوله فما انا بقول لك هي مالهاش علاقه هي شفت في البطوله دي الكاميرون ما جوش باللعيبه الاساسيين اللي حضروا اللعيبه اللي هم كانوا الاحتياطي وخدوا البطوله وكل المجاميع كانت فيها محترفين مصر كان في ساعتها غانا تقريبا المغرب كلهم كانوا اقوياء تونس ومحدش خد البطوله كمان وخدوها من قدام منتخب مصر في الفاينل 2-1 ولعبه صغيرة ده حقيقي طب الكاميرون مرشحه انا ملاحظ ان الكل عمال يتكلم ومحدش جاب سيره الكاميرون رغم ان الكاميرون حامل اللقب يعني الف ب وانت بتقدم التوقعات في الترشحات اول واحد بيجي في بالك البلد المنظم اذا كانت طبعا قيمتها كبيره زي مصر في الكوره واخر لقب مين فاز بيه منتخب الكاميرون لا الترشيحات كلها رايحه السنغال المغرب مصر نيجيريا محدش جاب سيره الكاميرون لان برضو هم على المستوى الدولي ما كانوش ظاهرين النجوم يعني زي صامويل ايتو وسونج على الدولي مش ظاهرين قوي حتى في كاس العالم الاخيره برضو ما كانوش تقريبا ما كانوش موجودين ف ما لهمش وجود دولي فعشان كده احنا لكن احنا ساديو ماني قدامنا فشايفينه وعارفين منتخب السنغال قوي جدا بالظبط منتخب المغرب مليان نجوم في نيجيريا مليان نجوم بس نيجيريا كانت كويسه في الماتش يعني بيوصلوا بس برضو انت لما بتنزل تلعب فرقه ضعيفه بيبقى شويه عندك بتسحب من مجهودك شويه لكن بتنزل قدام فرقه جامده بيبقى بتنزل محضر لها اكتر ومركز اكتر يعني البطوله هتبدا ان شاء الله بعد الدور اللي هي من دور 16 ودور 8 لا 8 دور الثمانيه لان في 16 في احسن توالد اربع فرق فمش هيبقى متكاس قوي اربع فرق من 8 ماتشات فهتروح تلعب الثالث فلسه مصر لسه صعدت اول مجموعه يا كابتن زياد هتلاعب ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه يعني معنى صح واحنا بنتكلم على المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه يعني يا كينيا يا تنزانيا اذا ما طبعا السنغال او الجزائر اول وثاني كينيا لكن كينيا او تنزانيا مثلا جنوب افريقيا او ناميبيا وانجولا او موريتانيا مع الوضع في الاعتبار ان مثلا المغرب وكوت ديفوار اول وثاني تونس ومالي مثلا اول وثاني انت بتتكلم في انجولا موريتانيا جنوب افريقيا ناميبيا اصعبهم تنزانيا كينيا اصعبهم انجولا وجنوب افريقيا جنوب افريقيا جنوب افريقيا دول اصعب اصعبهم منتخب ناميبيا مش وحش بالشكل اللي ظهر عليه النهارده ده من المغرب مش وحش لا خالص مش وحش كنا بنكسبهم بالثمانيه كنت كسبتهم قبل كده 8 في اسكندريه المباراه الشهيره اللي جاب فيها بسيوني اربع اهداف سوبر هاتريك 5-0 الشوط الاولاني بالظبط كده لا الكره في افريقيا بتتطور قوي بتتغير بتتطور قوي واللعيب دلوقتي اول ما بيطلع للدنيا بيقول لك انا عايز العب كره وعندهم الامثله كتير فهم كلهم في افريقيا بسافر افريقيا كتير هناك بيعيشوا كره بياكلوا كره اي اسره تتمنى انها يطلع عليها كره لان بيسافروا على طول ما بيقعدوش طيب امكانيات المنتخب المغربي النهارده هل هي امكانيات فرديه للعيبه لكن توليفه الجماعيه جوه الملعب ما كانتش متظبطه كويس؟ فعلا يعني ايه اللي لفت نظرك النهارده في اداء المنتخب المغربي؟ تضييع الفرص طبعا فرص كتيره بتروح هل افتقدوا عدم وجود حمد الله؟ هو انا اعرف مهاجم نادي النصر وهداف الدوري السعودي طبعا هو في مشاكل يعني بس قالوا هيعلنوا عنها بعد البطوله مش دلوقتي وده حاجه تحسب لهم وحاجه تحسب للعيبه اللي خرجت ما اتكلموش برضه محدش فيهم قال حاجه سواء لاعب النصر او سواء علي
علي معلول. علي معلول مع المنتخب التونسي. قالوا لا احنا مش هيكلم دلوقتي. تحسب لهم في مشاكل في الفرق دي، لان الفرق اللي فيها نجوم كتير اعرف يبقى فيها مشاكل رسمي وبالذات في العرب. مين لفت نظرك النهارده في المنتخب المغربي؟ فرقه فيها حكيم زياش، حكيم مبارك بصوفه، نور الدين مرابط، ونور كان كويس برضو. هم محتاجين يعني ايه يعني كانوا يهدوا شويه النهارده. يعني الموضوع النهارده كان في مجازفه شويه، يعني ممكن منتخب كان ياكل جون في اي وقت، في اي وقت كان ممكن ياكل. لو كان يجي فيهم جون مثلا في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه كان الموضوع بقى صعب، كان هيبقى صعب. لو مصر كانوا مش قادرين يترجموا الفرص اللي جات لهم، جالهم فرص كتير قوي والكره مالهاش كبير. طيب الكوت ديفوار وجنوب افريقيا قدام المغرب في المستوى الفني النهارده زي نابيبيا، المستوى الفني هيبقى اقوى؟ يعني كوت ديفوار لما تيجي تنزل قدام المغرب او المغرب لما تيجي تلعبهم المستوى الفني هيبقى اقوى؟ طبعا هيبقى ماتش ليه حسابات ثانيه خالص. فبتتكلم في منتخبين اقوياء جدا. فالموضوع هيبقى مختلف واسماء تقيله قوي. هتفرج على كوره بقى ساعتها، مش اندفاع، مفيش اندفاع. طيب هل تتوقع ان المغرب ممكن تتصدر المجموعه دي؟ اتوقع. تتوقع؟ هي دايما كعبها على كوت ديفوار. يعني اخر تصفيات كاس عالم المغرب هي اللي صعدت وكوت ديفوار ما تاهلتش. ايوه لا اتوقع. لكن مع جنوب افريقيا عمر المغرب ما كسبت جنوب افريقيا في كاس الامم. لا والله تخيل. يعني المغرب بكل تاريخها في بطولات الامم كسبت اتعادلت خسرت، لكن مع جنوب افريقيا تحديدا ساوث افريكا ولا مباراه المغرب قدرت تكسبها. لا المغرب السنه دي فريق تقيل، المغرب فريق تقيل وعندهم طفره في كل فرق المغرب. نهضه بركان، عندهم الرجاء، عندهم الوداد، فرق بتوصل نهائيات. فمن جوه البلد نفسها بقت منظمه جدا، فاكيد المنتخب هيبقى حاجه محترمه السنه دي. طيب عايز اعرف تاثير اللاعب الدولي اللي هو كان لاعب في منتخبات الشباب الناشئين مع الفريق الاول، بما انك انت كنت طبعا لاعب ناشئ ولعبت منتخبات شباب ناشئين وصعدت درجه اولى قبل كده. اللعيبه الصغيره مدى تاثيرها لما بتلعب مع المنتخبات الكبيره او لما بتلعب منتخبات ناشئين وشباب وبتطلع تلعب منتخبات كبيره؟ هو دايما يقول لك اللي بيلعب منتخب شباب وناشئين بيفضل اسمه في منتخب طول عمره او يبقى قريب من المنتخب. لعيب منتخب زي ما بيقولوا، مش لعيب نادي. لعيب منتخب وبالذات اللي كان بيلعب اساسي. لان انت من صغرك بتتعود على الضغط العصبي، تعود على تيشيرت مثلا لون منتخب بلدك، منتخب مصر، فبتبقى خلاص الرهبه دي اتشالت والوهم اللي انت فيه خلاص. انت لعيب منتخب، مصدق ان انت لعيب منتخب بالظبط، وتلعب تيم من جواك. يعني في كاركترات موجوده في الملعب يقول لك ده كاركتر منتخب. في لعيب بيبقى جامد جدا في الدوري يجي يلعب في المنتخب ما يبقاش موفق، يبقى مهزوز. بتبقى حسب الكاركتر اللي انت فيه او اللي انت اتربيت عليه. فطبعا اي منتخب بياخد معاه لعيبه اعمار سنيه صغيره بيبني المستقبل. ده مقياس عليه منتخب المغرب؟ لان التوليفه دي موجوده مع رينارد بقى لها حوالي سنتين ثلاثه. ايوه انا قلت لك في ثبات عنده. في ثبات عنده وعمل اسم كويس قوي في المغرب هناك. عمل اسم كويس قوي وعمل تيم كويس قوي، فعشان كده انا برشحه برضه للقب. يعتبر كمان ان منتخب المغربي السنه دي في البطوله دي تحديدا السنه دي بعد البطوله في ثلاث اربع لعيبه مرشحين للاعتزال. اعتزال اللعب الدولي. مبارك بصوفه، نور الدين مرابط، حكيم قصدي المدافع اللي بيلعب في اللي كان بيلعب في اليوفي. مهدي بن عطيه. ثلاث اربع لعيبه سنها كبير ممكن تعتزل بعد نهايه البطوله. ما عندهمش مشكله هم في المغرب، عندهم بدايل. لا مش كبدايل. ده مدى تاثيره ايه على الفرقه نفسها؟ ان في اربعه عايزين يختموا مشوارهم الدولي ببطوله، واحنا بنتكلم على المنتخب المغربي. ودول اربع نجوم من العيار الثقيل. تبقى قوه دفع كبيره. طبعا لان اللعيبه اللي بتبقى كبيره في المنتخبات بتبقى جايه، وخصوصا لما البطوله بتتعمل في الشتاء. في وقت بتتعمل في الشتاء، فكان بيبقى في بطولات شغاله في اوروبا. دلوقتي البطوله معموله في الصيف، فاللعيبه كلها جايه وزي ما بنقول كده مش سابعه، بتلعب مش خايفه. الاول كان اللعيبه بتيجي خايفه على رجليها. منتخب الكاميرون اعتذر عشان اللعيبه كانت خايفه على رجليها بالظبط، او انديتهم كانت خايفه. كانت في لعيبه الانديه في اوروبا كانت بتعترض على ارسالهم. اللي كان التوقيت ده كان بيبقى توقيت حاسم في عدد من الدوريات. فالبعض كان بيعتذر. دلوقتي الدنيا توقيت احسن بكتير، و دي قوه دفع جامده جدا لما يكون عندك اربع لعيبه كبار في السن خبرات تقال في المنتخب عايزين يختموا حياتهم في المنتخب ببطوله. بتدي قوه دفع لاي حد موجود في الفريق، هم بيكونوا القاده بتوع المنتخب. فهتفرق جدا معاهم. طيب اتكلمنا عن مصر واتكلمنا عن المغرب. تونس، شايف تونس في البطوله دي السنه دي مع مدرب برضو ليه باع طويل في الكره الافريقيه، ألان جريس. ألان جريس درب منتخبات افريقيه عديده، لكن
لسه من فترة قريبة متولي المسؤولية، استبعد علي معلول. اختياراته برضو فيها نقطة ان هو عايز يغير الشكل بتاع التيم. هو منتخب الجزائر طول عمره قوي، طول عمره قوي، بس منتخب الجزائر دايما طول ما هو قوي بيخيب أملنا. يعني في البطولات الأفريقية الأخيرة ما كانش ليه وجود قوي، دي مشكلة منتخب الجزائر. حتى في الماتش اللي بيتلعب دلوقتي مع كينيا عامله مباراه هايله، لكن لسه في تعادل سلبي. لا هيكسبوا كينيا، هيكسبوا كينيا. محاربين الصحراء. هم عندهم محترفين طبعاً. طبعا عندهم فرقه تقيله، بس ده بنت تحس اللي فيهم حاجه غلط. بس اقوى انا متوقع ان يكون اقوى خط هجوم في البطوله الجزائر رياض محرز، بغداد بونجاح. انت بتتكلم في امكانيات فنيه ومهاريه لاثنين لعيبه على اعلى مستوى. اما هيكون هم في توليفه صح، اما هيكون هم بيحبوا بعض من جوه. يعني بيقول لك دايما اوضه اللبس بيبقى فيها كلام كتير قوي. اوضه اللبس وياسين فجولي كمان، ثلاثه على اعلى مستوى. اوضه اللبس لو هم متماسكين هيكسروا الدنيا، زي ما احنا منتخبنا كان دايما بيبقى من المحليين وبنطلع ناخد البطوله لان اللعيبه متماسكه. والشيء الحلو على الجزائر في ركله جزاء للجزائر، مش لسه بقول لك الخط الهجومي في الجزائر قوي. والالعاب بغداد بنجاح يا فرود هيل، فرود ملوش حل. بغداد بنجاح من ايامك حتى في النجم الساحلي امكانياته الفنيه عاليه جدا وهداف. لا هم في 1-0 للجزائر بغداد بنجاح. كويس احنا جبنا السيره. احنا بنتكلم على الجزائر. الخط اصل انا ببص على المنتخبات اللي هتشارك في البطوله والخط الهجومي اللي قدام، شفت السنغال وشفت المغرب وشفت باقي الفرق، لكن بصيت على منتخب الجزائر لقيت الثلاثه اللي قدام كارثه. لا يعني صعب تشيل حد وتحط حد مكان تاني. لا الثلاثه ممتازين، بالذات بغداد بنجاح ورياض محرز. ده بيلعب هداف في افريقيا وبعد كده راح قطر، ورياض محرز في مانشستر سيتي، وحتى في حضور جماهيري في استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو. الجزائريين كتير قوي جايين الماتش. اكيد اكيد كتير. طبعا اكيد اكيد. لكن الجزائر في نقطه سلبيه ثانيه يا كابتن زياد، في مشاكل على مستوى المدربين في اختيار المدربين. يعني اخر سنتين جورج ليكنز، مدرب اللي ضرب برضه منتخبات افريقيه، بعد كده جه رابح ماجر، بعد كده حاليا جمال بالماضي. مفيش استقرار فني في اختيار المدير الفني. ثلاث مدربين في اخر سنتين او في اخر سنه ونص، ده مدى انعكاسه على منتخب الجزائر، لان مش عايز احط مقياس مباراه كينيا بالمستوى الفني في هذه المباراه. انت لو جيت تبص الاسامي اللي جات لهم المدربين تقريبا افضل من الاسامي اللي جات لنا. بس على فكره عايز اقول لك على حاجه، نجم الكره الجزائريه رابح ماجر، الجمهور هناك كان غير متفق على وجوده كمدير فني، وكان في حمله رهيبه جدا على استبعاده. مش كل نجم في الكوره هيبقى نجم في التدريب، ومش كل واحد بيطلع يحلل في التلفزيون هيبقى مدرب كويس. هيبقى مدرب كويس. هي مالهاش علاقه، هي لها علاقه في الاختيارات، لها علاقه في طرق اللعب. وخلي بالك يا اصل منتخب الجزائر زي ما انت قلت، في نجوم كتير قوي. انك تعمل توليفه كويسه وانك تكون غرف خلع الملابس اللي هي بيقول عليها انت متحكم فيها كويس قوي، دي كانت من اسباب رحيل رابح ماجر. عشان لعيب كوره بقول لك الكلام ده، غرف خلع الملابس. غرف خلع الملابس من اخطر الامور اللي تبقى في منظومه الكوره بالظبط في الفرق الكبيره. الفرق اللي فيها نجوم دي المشكلة، انك تجيب مدرب يستمر سنتين ثلاثة مع منتخب يكون فيه نجوم كتير مش سهلة. طب هل يقدر جمال بالماضي بما انه تلميذ رابح ماجر انه يحقق ما فشل فيه استاذه؟ ممكن يبقى اذكى في التعامل مع اللعيبة. اذكى في التعامل مع اللعيبة؟ ممكن. هو نجح في الدوري القطري. رغم ان كان عنده مشاكل مع الاعلاميين والصحفيين في اللي بيغطوا الرياضة هناك في الدوحة. مش مشكلة، أهم حاجة هو يكون جوه التيم بتاعه متحكم فيه. ويكون مسيطر عليه، ويكون اللعيبة بتحبه وما بتكرهوش. دي أهم حاجة في المنتخبات. يعني كابتن حسن شحاته ثلاث مرات ياخد البطوله بالظبط، لانه كان اللعيبه كلها بتحب كابتن حسن شحاته لغايه دلوقتي، حتى تشوفها في كل اللعيبه اللي دخلت المنتخب وخرجت بيحبوا كابتن حسن شحاته. بالمناسبه المنتخب الجزائري هو المنتخب العربي الوحيد اللي بيدربه مدرب وطني. يعني مصر كله اجنبي، مكسيكي، المغرب فرنسي هيرفي رونار، تونس الان جريس، لكن الجزائر مدرب وطني جمال بالماضي. ده هو طبعا يعني على المستوى الفني مش مقياس، لكن على مستوى القرب من اللعيبه، الروح، الحماس، تفرق مع الجزائر عن باقي المنتخبات العربيه؟ طبعا تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي. لما يكون مدرب وطني وشال اسم بلده، عن تفرق عن مدرب جاي عارف ان هو لو خسر محدش هيعلق له المشنقه، محدش هينتقده قوي، هيرجع بلده وياخد فلوسه. ودايما تلاقي المدرب العربي بياخد فلوس اقل بكتير قوي من المدرب الاجنبي. لكن في نفس الوقت هو بيبقى حاسس بالمسؤوليه قوي، ده الفرق بين الاثنين. طيب المنتخب العربي الخامس موريتانيا، المرابطون.
حظوظه في البطوله ازاي؟ وطبعا صعوده او تاهله ده لاول مره وانجاز تاريخي بالنسبه لهم، لكن في موجودين في مجموعه تونس وانجولا ومالي. انا رحت موريتانيا. رحت موريتانيا؟ رحت. طب احكي لي بقى. وصديق رئيس الاتحاد احمد ولد يحيى. احمد ولد يحيى شخصيه محترمه جدا، الناس هناك قمه الاحترام، منظمين جدا، هم بيكلموا عربي وفرنساوي. وفرنساوي بس مش عربي قوي، في ناس فيهم بتتكلم عربي مكسر. ماشيين على على خطه مدروسه بقالهم اكتر من 3 سنين. تمام. وجايبين مدربين من بره القطاعات الناشئين هناك، وهي بلد مش 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 غنيه قوي، بلد عاديه بس منظمين جدا، محترمين جدا، ماشيين على خطه ثابته، كل سنه بيبقى احسن من اللي قبلها. انت لو تاخد بالك من 4-5 سنين ما كانش في موريتانيا. بس هل ده بسبب وجود احمد ولد يحيى؟ وجوده في الاتحاد الافريقي، وجوده في الاتحاد الدولي، وراجل شاب على فكره كمان، شخصيه منظمه جدا، اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، اتعاملت معاه كتير. شخصيه منظمه جدا ومحترم، وهو عارف وعايز ايه، وعنده بعد نظر استراتيجيه، عنده بعد نظر رهيب يعني، وبيعمل شغل كويس لبلده. ايه اللي شفته هناك يا كابتن زيد؟ ايه اللي شفته هناك؟ هناك هي المشكله هناك اللي هم ما عندهمش سبونسر، ما عندهمش صرف. ما عندهمش صرف. يعني تخيل كل اللي هم في الوقت ده من غير صرف، يعني اقصى نادي هناك ما بيدفعش اللعيب مثلا 10000 دولار. 10000 دولار؟ في السنة. في السنة. في السنة؟ في السنة. ومع ذلك منتخبهم وصل لل، بس في لعيبة محترفة كتير. محترفين خارج موريتانيا. بس لو جيت تبص بقى على منتخب الشباب هتلاقيه بيعمل نتائج، منتخب اولمبيا هتلاقيه بيعمل عمل نتائج. قاعدة من تحت. بيعمل قاعدة. بيعمل قاعدة. وده اللي عمله كذا منتخب في بره، بيعملوا قاعده من تحت. فهو ميزه الراجل هناك ان هو منظم، بيبص لقدام، بيعمل خطط مستقبليه، مش جاي يمسك ويعمل شويه ماتشات ومصالح ويمشي، لا ده جاي عايز يخدم المنظومه في بلده. وفعلا موجود في مجلس الفيفا، فعارف النظم والاستراتيجيات، وشاب. مين في منتخب موريتانيا بما انك انت سافرت هناك ممكن يكون عليه الضوء لو تعرفهم، ولا هم كلهم محترفين؟ هم عندهم لعبة كتير قوي، عندهم أدانا كان في تركيا، وعندهم مولاي احمد خليل، ده كان من احسن اللعيبه اللي في المنتخبات المحليه اللي لعبوا في كذا بطوله، بطوله افريقيا المحليين. كان مكسر الدنيا في كذا بطوله، وعندهم لعيب كان محترف في الجزائر صغير في السن، ده كويس برضو جدا. دول اللي اتذكرهم بس تقريبا. ممكن يعملوا مفاجاه في المجموعه، ولا صعب قوي تونس وانجولا ومالي هيكونوا حائط صد لده؟ ممكن. ممكن ايه؟ ممكن يعملوا مفاجاه. ممكن يعملوا مفاجاه. ممكن. البطوله المره دي تتوقع ان ممكن بوروندي، مدغشقر، موريتانيا، حد فيهم موجود في دور 16 ولا صعبه؟ مش هبان دلوقتي، هبان لما يلعبوا في الاجنده. اي فرقه هتعمل مفاجاه هنبدا نحط العين عليها. دلوقتي لا، هم لعبوا بعض، وحتى الفرق الضعيفه لما لعبت فرقه جامده في الاخر خسرت. قدموا مستوى كويس بس في الاخر كان منتخب، بس اوغندا هو اللي بدات الناس تبص عليه، لانه منتخب منظم وعنده عناصر مبشره. يعني عندهم فرقه 23 سنه في حرب دلوقتي عليه. 23 سنه. اسمه ايه؟ لا كنت كاتب اسمه باتريك بوكو. باتريك بوكو. ده لعيب امكانياته عاليه. تمام. كويس. تمام. طيب عايز اسالك على جزئيه تغيير ميعاد البطوله، انت قلت ان دي فايده ان كل الفرق او كل اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه هتكون حريصه تكون موجوده. عايز اعرف انت كاحساسك كلاعب وانت بتلعب في منتخب بلدك، وفي التوقيت ده انت خلاص مش على ذمه النادي، فانت كل تركيزك مع المنتخب. ده انعكاسه ايه على باقي اللعيبه جوه الفرقه، جوه المنتخب؟ وانت كنجم لهذا المنتخب، يعني ساديو ماني لما يكون جاي مع منتخب السنغال وعايز يحقق البطوله عشان الكره الذهبيه في نهايه السيزون، في نهايه السنه، ده انعكاسه على باقي اللعيبه لما تشوف نجم الفرقه جاي هدف البطوله؟ انضباط. انضباط. انضباط في التيم، ويديهم دفعه قويه جدا. دفعه قويه جدا. لما اكون فرقه مثلا ومعايا لعيب كبير منضبط وجاي عايز يعمل حاجه، انا غصب عني هكون عندي دم وموت نفسي واعمل زيه على الاقل. صح. فهو بيبقى دفعه للناس كلها، زي محمد صلاح يعني. محمد صلاح في الماتش بتاع الصعود لما دخل فينا الجون شفته كان بيموت ازاي، ويلا وما فيش مشكله، وارجع وقعد يشاور اللعيبه لغايه لما الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا بيلن وحط جون.
هدف تريزيجيه بما انك انت ذكرت حط جون، هدف تريزيجيه شايفه ان هيكون علامه مسجله هتتكرر كتير في ظل ان المراقبه كلها هتبقى على محمد صلاح؟ اه كلامك صح، بس هيبداوا يحرصوا منه. تريزيجيه من اللعيبه اللي على المستوى الفني مش عايز اقول مظلومه، لكن محدش حاسس بيه ودوره لا يقل عن دور محمد صلاح في المنتخب. فعلا لعيب كويس قوي، لعيب كبير قوي. هو مشكله تريزيجيه ان هو معهوش وكيل لاعبين قوي في اوروبا اه يسوقوا بشكل يسوق. كويس بالظبط، دي مشكلته الوحيده ان هو اتعامل مع كذا حد. انا عارف القصه، محمد صلاح الناس اللي كانت معاه في كل مراحل فرقوا معاه اه بالظبط وعلوه، ده الفرق بما يكون لا مرحله تشيلسي مع محمد صلاح اتغيرت لما غير الايجنت بتاعه. حصل ما راح في حته ثانيه خالص. دي مهمه مش مهم يعني بره في اوروبا مش لازم تكون لعيب جامد قوي، على قد ما لازم الناس اللي بتسوق القصه بالنسبه لك تكون جامده جدا. ان يعني هناك في اوروبا كل نادي له وكيل بيتعامل بيه، بيتعامل معاه اه بيتعامل معاه، والوكيل ده بيتعامل مع الناس الثانيه، فشبكه العلاقات اللي موجوده بره مهمه. فتنزيم لعيب كويس قوي، لكن اتظلم كتير في عالميا. لا خالص، لا الراجل بيلعب كويس وعلى فكره تريزيجيه انسان محترم، انت عارف انسان طيب قوي، انسان طيب قوي يعني مش قلب طفل قلب طفل، فالموضوع مش في دماغه يعني بالظبط، لكن هو يستاهل اكتر من كده. البطوله دي بالنسبه له تحدي، هو تريزيجيه في اي ماتش لعبه لغايه دلوقتي هو تريزيجيه بيموت نفسه، ما بيتخاذلش في يوم من الايام. لكن هو منتظرين منه كتير فعلا، لان احنا مش عايزين نحط الحمل كله على محمد صلاح. تريزيجيه برضه ما يقلش عن محمد صلاح، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا، لان محمد صلاح فعلا زي ما انت قلت هيبقى مركزين عليه. هيعمل له مليون حساب بالظبط. طيب مين اللي ممكن يفيد المنتخب في الفتره القادمه لو تم الاعتماد عليه بغض النظر عن التشكيله اللي بدات مباراه زيمبابوي؟ مين من على الدكه ممكن نشوفه في مباراه الكونغو؟ ولا انت شايف ان اجير هيستمر بنفس التشكيل؟ احمد علي. تتوقع ان احمد علي يلعب؟ احمد علي اتمنى ان هو يلعب، واتمنى ان هو يشارك بصفه اساسيه. اتمنى ان هو يشارك بصفه اساسيه. مروان خد فرص كتير، واتمنى برضه اللي هو يكون افوق من كده. في كوكا برضه، بس كوكا برضه ما قدمش في اي بطوله جماعيه، ما كانش موجود بالظبط المستوى اللي يخليك تفكر فيه. ورده مش وحش يعني، ورده بيقدم المطلوب منه. وليد سليمان لعب كويس جدا طبعا، وليد سليمان جدا، بس وليد برضه لما نزل الماتش اللي فات كان لعبه كله ورا او للجنب، ما لعبناش لقدام. انا ما اعرفش ايه اللي حصل الشوط الثاني. هي تكلفات مدرب ممكن، الله اعلم. صح ممكن، اصل دايما في مقوله وانا ما اعرفش صحتها من خطاها، يعني انتوا قعدتوا في اللعيبه قدره وانتوا موجودين في اوضه اللبس، يقول لك الشوط الاول شوط اللاعبين لكن الشوط الثاني شوط المدربين. فعلا. طب لما الفرقه تبقى الشوط الثاني مستواها اسوء من الشوط الاول، يبقى المدرب قال لهم ايه بين الشوطين؟ هو تلاقيه خاف على الماتش. معقوله؟ ماتش افتتاح والاستاد مليان ومصر كلها بتتفرج، 1-0 اخرج بيه احسن. في ظل ان انا الفرود اللي عندي ما كانش فايق ساعتها، فاكتر في نص الملعب محمد صلاح برضو هيفيد في المكان ده، بس هو للاسف ما لعبش صح. وبرضو في نقطه سلبيه خطيره جدا انا حسيت في اول ماتش، الا وهي في انخفاض في معدل اللياقه البدنيه. المنتخب اللياقه البدنيه ما كانتش في مستواها، ضغطنا منتخب زيمبابوي راكب الجيم، احنا معانا شويه لعيبه كوره كويسين بيحلوا لنا مواقف، لكن تكتيكيا احنا كنا واعيين شوط تاني بالظبط. كابتن زياد انا بشكرك، شرفتني ونورتني، وكل التوفيق ليك، ونشوفك بقى كتير الفتره الجايه. شرف لي، تحت امرك والله. ربنا يخليك كابتن محمد، شكرا جزيلا ليك. كان لقاء فني القينا فيه الضوء على كل مباريات المنتخبات في البطوله الافريقيه اللي اتلعبت لغايه دلوقتي. الجزائر لسه بتلعب مع كينيا حتى هذه اللحظه، والجزائر متقدمه بهدف مقابل لا شيء، لكن بكره في ثلاث مباريات منهم مباراتين من العيار الثقيل، الساعه 4:30 كوت ديفوار مع جنوب افريقيا تكمله لمباريات المجموعه الرابعه، ثم افتتاح المجموعه الخامسه تونس امام انغولا، مباراه صعبه وقويه جدا، ومالي وموريتانيا في ختام مباريات غدا باذن الله بالنسبه لمباريات المجموعه الخامسه. كل الشكر لحضراتكم على المتابعه والمشاهده، نتمنى ان شاء الله نلتقي على خير خلال الحلقات القادمه، والى اللقاء.